مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة، وبنبدأها باستعراض سريع لمحتوى هذه الحلقة على مدار ثلاث ساعات. بأسعد بصحبة حضراتكم ومعايا زملائي، بأسعد أيضا بصحبة كل من أمير هشام وعمر ربيع ياسين، وهتكون معانا فقرات وحوارات مختلفة ومتنوعة ومجموعة من الأخبار اللي بتهم طبعا عشاق ومحبي النادي الأهلي داخل وخارج مصر، فضلا عن مجموعة من الأخبار الرياضية العالمية. بنبدأ النهاردة بحوار طبعا النادي الأهلي منذ أيام هو جزء من أي نشاط مهم بيحدث في مصر. النادي الأهلي له دور مجتمعي كواحد من أكبر المؤسسات المصرية والعربية والأفريقية، كان حريص وكانت قيادات النادي الأهلي حريصة على الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر ونصر أكتوبر المجيد، أكبر نصر في تاريخنا الحديث، التاريخ المصري والعربي الحديث، على العدو الصهيوني وعلى الصهيونية. وهذا النصر اللي بنحتفي به وبنستلهم منه دروس مستفادة كل عام وفي هذه الفترة وهذه الأيام من كل عام، عشان كمان القياس عليها في تحدياتنا المعاصرة وإزاي قدرنا نتغلب على عقبات كانت بعيدة عن الحسابات وكانت خارج التوقعات في هذا الوقت. القدرات المصرية قدرت تحقق ده بالإيمان وبالتكاتف، تكاتف الجيش المصري مع الشعب المصري، كل القوى اللي توحدت في هذا الوقت، الدعم العربي والتنسيق العربي لتحقيق قوة في مواجهة العدو الصهيوني في هذا الوقت. كل هذه الأمور وغيرها هتكون النهاردة محور لحوارنا. النادي الأهلي زي ما قلنا دايما حريص على الاحتفال بهذه الرموز، وكان حريص وكانت قيادات النادي الأهلي حريصة على تكريم الرموز وأبطال النادي الأهلي، أعضاء النادي الأهلي من أبطال حرب أكتوبر وممن شاركوا في تحقيق هذا النصر الكبير. ده هيكون أحد محاور الحوار، حوار تفصيلي عن أمور كثيرة جدا، حوار هتكون فيه محاور كثيرة جدا وأبعاد خاصة بالسياسة والرياضة وكرة القدم والنادي الأهلي والتوقعات الخاصة بمستقبل النادي الأهلي وأداء القيادات أو مجلس الإدارة الحالي والتحديات المحيطة بالرياضة وكرة القدم المصرية وأكبر التحديات اللي بتواجه النادي الأهلي في هذه المرحلة. وحنركز في هذا الحوار بدرجة كبيرة جدا على تذكر واسترجاع الكثير من الأمور الجميلة جدا اللي بنحاول دايما نبحث عن الأبعاد الجديدة فيها والتي لم تناقش من قبل في حوار غير مسبوق إن شاء الله ينال رضا حضراتكم مع الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الكبير، هو بالتأكيد أحد أهم النقاد الرياضيين على الإطلاق في مصر والعالم العربي، فضلا عن كونه أيضا واحد من الأبطال اللي شاركوا في تحقيق هذا النصر الكبير، واحد من أبطال حرب أكتوبر عام 73، الأستاذ إبراهيم حجازي اللي هيكون النهاردة ضيفنا في فقرتنا الرئيسية وأولى حواراتنا في الأهلي الليلة. كمان هتكون عندنا حوارات أخرى، زميلي العزيز أمير هشام وحوار مع المصورة اللي خطفت الأنظار بتأثرها بوجودها في الملعب وتغطيتها للمباراة ولأحداث المباراة، المصورة نورة عبد الفتاح. وأيضا هيكون في حوار لزميلي العزيز عمر ربيع ياسين مع لاعب الأهلي السابق عبد الله فاروق، فضلا عن مجموعة من الأخبار المتعلقة باستعدادات فريقنا الأول لكرة القدم للمباراة القادمة والمهمة جدا في إياب نصف النهائي الدور قبل النهائي مع وفاق سطيف، مباراة الذهاب هناك أو بالنسبة لنا طبعا ممكن نقول مباراة العودة لأنها المباراة الثانية مع وفاق سطيف في قبل نهائي الدوري الأبطال الأفريقي لكرة القدم. كمان هنحتفل مع حضراتكم سريعا وننتظر مزيد من الإنجازات في البطولة اللي بعثت النادي الأهلي مشاركة فيها، بطولة بلغاريا للسباحة، وأرقام وإنجازات هيستعرضها بعد قليل زميلي أمير هشام مع حضراتكم. عدد كبير جدا من النتائج والتميز وأيضا الميداليات اللي بتتحقق مع بعثة النادي الأهلي المشاركة في هذه البطولة، دي هتكون مجموعة من الأخبار كمان اللي هنستعرضها مع حضراتكم. هبدأ سريعا بالانتقال لاستعراض هذه الأخبار ومتابعة أخبار الفريق الأول وبعثتنا المشاركة في هذه البطولة، بطولة بلغاريا للسباحة، مع زميلي أمير هشام. مساء الخير يا أمير. يا مساء الخير عليك يا أستاذ محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. أكيد حلقة زي ما أنت استعرضت كده، الفقرات اللي فيها حلقة هتكون مميزة ومهمة جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان وأيضا كل جمهور الكرة المصرية بشكل عام. لكن في البداية خلينا نتكلم عن بعض الأخبار المهمة بالنسبة للنادي الأهلي، وطبيعي جدا ان احنا نبتدي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وبالتحديد اللي بيستعد لطبعا بطولة دوري أبطال أفريقيا من خلال إياب هذه البطولة، إياب دور نصف النهائي بالتحديد أمام فريق وفاق سطيف إن شاء الله اللي هتكون يوم 23 من الشهر الجاري. مباراة صعبة ومهمة جدا جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان في البداية، وأيضا لكل الأهلوية بشكل عام، الجهاز الفني، اللاعبين مركزين بشكل كبير جدا في هذه المباراة. ان شاء الله هيكون في مباراه وديه بالنسبه للنادي الاهلي مع المصريه للاتصالات يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله في تمام الساعه 3:30 عصرا،
ومن خلالها مستر باتريس كارتيرون هيستعد هو واللاعبين ان شاء الله لمباراه الاياب امام فريق وفاق ستيف ان شاء الله يوم 23. فبالتالي هتكون المباراه الوديه رغم كونها مباراه وديه فقط، لكن هي اكيد مهمه جدا علشان من خلالها الجهاز الفني يقدر يقف على مستويات بعض اللاعبين، وبالتحديد اللي كانوا بعيد خلال الفتره اللي فاتت، وبالتحديد كمان في من خلال طيب جماعه بس انا بتكلم، حاضر هروح اخد التليفون اتكلم ونروح من خلال طبعا هذه المباراه هيكون استعداد مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وان شاء الله نتمنى كل التوفيق لمستر باتريس كارتيرون والجهاز الفني واللاعبين. طبعا الشيء الجيد جدا وهو عوده بعض اللاعبين لصفوف النادي الاهلي بعد الاصابات المختلفه الفتره اللي فاتت، بالتحديد سواء سعد سمير، حسام عاشور، احمد فتحي، صلاح محسن. صلاح محسن يعني بيعمل بعض التدريبات التاهيليه بالنسبه له عشان يكون لائق للفتره المقبله مع النادي الاهلي، واحد اللاعبين اللي هيكونوا مهمين جدا خلال الفتره اللي جايه. بشكل عام ان شاء الله استعدادات هتكون مستمره، ومن خلال بتحديد مباراه يوم الثلاث الجاي نتمنى كل التوفيق بالنسبه للنادي الاهلي، بالاضافه طبعا لعوده عمرو سليه احد نجوم الفريق. طيب بالنسبه لخبر اخر وخاص بجهاز السباحه بالنادي الاهلي، وهي حصول الفريق على 54 ميداليه حتى الان بس للنادي الاهلي في بلغاريا، وبيشاركوا طبعا في هذه البطوله المؤهله لمنافسات كاس العالم للسباحه القصيره. طبعا البطوله بتقام من يوم 12 ليوم 19، منافسات الرجال قدروا ان هم في النادي الاهلي يحصدوا 12 ميداليه ذهبيه و10 ميداليات فضيه و7 ميداليات برونزيه، في المقابل طبعا السيدات قدروا ان هم يفوزوا ب8 ميداليات ذهبيه و10 ميداليات فضيه و7 ميداليات برونزيه، الاجمالي وصل ل 54 ميداليه، طبعا شيء جيد ومهم بالنسبه لهم. طيب نروح ناخد على الهاتف على طول الكابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء المتواجد حاليا مع البعثه هناك في بلغاريا. يا كابتن وائل مساء الفل عليك. مساء الخير يا كابتن. كابتن محمد مين يا جماعه؟ انا معاك محمد فاضل نائب رئيس العاب الماء. كابتن محمد فاضل برحب بيك، عامل ايه اخبارك ايه؟ اهلا بيك الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله كله زي الفل. طيب في البدايه عايزين نطمن على البعثه اخبارهم ايه، وخصوصا بعد النتائج المميزه اللي حققوها خلال الفتره دي ولسه البطوله كمان ما خلصتش، طمنا بشكل عام عن البعثه هناك. والله الحمد لله احنا عاملين نتائج كويسه جدا، عندنا اكثر من سباح حقق الرقم المؤهل لبطوله العالم لكاس العالم. احنا كسبنا عدد كبير من الميداليات، عندنا سباح عمر عيسى كسب احسن سباح في البطوله، اخذ كاس احسن سباح في البطوله. وعندنا السباحه ياسمين كسبت احسن سباحه برضه في البطوله. وعندنا احمد السيد في ناشئين احسن ناشئ. ده بخلاف طبعا الميداليات المتعدده اللي احنا كسبناها. يعني كان في استحواذ تام، حتى التبعات كسبنا جميع التبعات اللي كانت في البطوله. ده يعني بتدل على ان الفريق النادي الاهلي فريق متكامل، مش مجرد سباح او اثنين سباحين جامدين، لا ده هي الفرقه كلها جامده، لان التبعات اربع سباحين بيعوموا كل واحد عمى مختلفه، فده بيبقى تكامل في الاداء بتاع السباحه. طيب المنافسات شكلها عامل ازاي؟ اصعب الفرق اللي ممكن تكون بتشارك في البطوله دي، هل في صعوبات بيمر من خلالها اللاعبين واللاعبين اللاعبات اللي بيشاركوا في البطوله دي من خلال النادي الاهلي؟ والله يعني مش عنده من صعوبات، بس طبعا هي في اختلاف، الجو نفسه مختلف، طبيعه الحمام السباحه مختلفه، المنافسه والرغبه بتاعت ان انت بتلعب بطوله دوليه وبطوله كبيره منتخبات من روسيا ومن طبعا بلغاريا من تركيا، فيها انديه كتير مشاركه، وفيها منتخبات مولدوفيا لاتفيا، في كذا فرقه وكذا منتخب موجودين، فدي طبعا بتبقى رهبه، وتحت كاس قوي بيديهم خبرات وبيكسبهم خبرات وبيكسبهم ثبات انفعالي اثناء المباراه اثناء السباقات بتاعتهم، لانهم من التعود على المنافسه الشديده والمنافسه القويه ده بيخليهم يعني بيعلي مستواهم ويرفع من ادائهم في المنافسات بعد كده ان شاء الله المحليه عندنا. طيب لحد دلوقتي حققنا 54 ميداليه سواء للرجال والسيدات، هل متوقع ان شاء الله خلال لحد يوم 19 من الشهر الجاري ممكن عدد الميداليات يزيد بشكل كبير بالنسبه للنادي الاهلي؟ اكيد 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 طبعا اكيد، احنا كل يوم بيبقى فيه يعني حاجه جديده عن اليوم اللي قبليه، وان شاء الله
احنا يعني نقدر نقول ان احنا مستحوذين على عدد كبير من الميداليات، خاصه في قطاع الدرجه الاولى والناشئين اللي هم 18 و 16 سنه. تمام. اوكي، نتمنى لكم اكيد كل التوفيق يا كابتن محمد فاضل. طبعا بشكرك شكرا جزيلا. كان معانا كابتن محمد فاضل نائب رئيس جهاز السباحه بالنادي الاهلي، واللي كلمنا طبعا وطمنا بشكل كبير جدا عن بعثه السباحه بالنسبه للنادي المتواجده في الفتره الحاليه في بلغاريا، عشان بتحاول ان هي من خلال هذه البطوله تحقق العديد من الميداليات، واللي بتاهل طبعا بالطبع لبطوله العالم للسباحه القصيره. طيب، من ضمن الاخبار ايضا اللي معانا النهارده هي خاصه ببعثه سله الاهلي اللي وصلت خلاص للبنان للمشاركه في بطوله الحريري. طبعا يعني اكيد عندنا فريق كره سله رجال، فريق جيد جدا. طبعا كان في استقبالهم طبعا وائل السويسي ممثل السفاره المصريه في بيروت. زي ما احنا عارفين كابتن طارق خيري المدرب المميز جدا لرجال سله النادي الاهلي متواجد مع البعثه، وضم كمان معاه نجمين كبار جدا من نجوم النادي الاهلي كره السله، سواء طارق الغنام او مودي الجرحي. الفتره اللي فاتت كان عندهم بعض الاصابات كده، لكن هم الحمد لله شفوا تماما واصبحوا لائقين للمشاركه مع الفريق في تصفيات المنطقه الخامسه المؤهله لبطوله افريقيا الانديه في تنزانيا. يعني كلنا ثقه اكيد في فريق كره السله رجال بالنادي الاهلي، اتمنى لهم كل التوفيق في هذه التصفيات الهامه جدا بالنسبه لهم وبالنسبه للنادي الاهلي. طيب، معانا تقرير دلوقتي هيكون خاص بجمهور النادي الاهلي، وهيكون تقرير اكيد مميز. بعد التقرير مباشره ان شاء الله هيكون في فاصل، وبعديه ايضا هيكون في لقاء هام جدا، لقاء حواري مع زميلي العزيز الاستاذ محمد الجندي، هيستضيف فيه قيمه وقامه صحفيه واعلاميه كبيره جدا، هو استاذ ابراهيم حجازي، عشان يتحدثوا في العديد من الامور الهامه جدا. اكيد هتكون فقره حواريه مميزه جدا، تابعوها بعد الفاصل. بطولاته، احنا يوم ما كسبنا الزمالك 3-2 بالاشبال كان صالح سليم الله يرحمه في المستشفى، راح له الجوهري كان بيدرب الاهلي، قال له في 8 لعيبه متمردين، قالوا الاهلي يمرض لكنه لا يموت يا جوهري، صعد لي 8 ناشئين، كنا لسه مشيرين ابراهيم حسن وحسام حسن من نادي النصر، وهم جابوا جنين واسامه خليل جاب الجون الثالث. اهلاوي عشان خاطر طلعت اهلي كلهم اهلاويين، حتى اولادي دلوقتي بعلمهم ازاي يكون اهلاوي. عظمه الاهلي ده جايبها منين؟ كبطولات اللي بيحققها في مصر وافريقيا. النهارده النادي الاول على مستوى افريقيا، الاول مستوى مصر. عايش من الطفوله يعني، فواحد ناس زي ابو تريكه، زي محمد بركات، ناس بتحب الاهلي، حسام غالي، حسام عاشور، بصراحه حببونا في الاهلي، والاهلي اصلا عايش يعني مش محتاج اي. جايب عصمته منين؟ جمهوره طبعا. الاهلي ده هو اللي بيفرح الناس كلها، وبيفرح مصر، فرح الدنيا كلها، مفيش حاجه تفرحنا غير الاهلي دلوقتي. قول لي، مبادئ وتقاليد الاهلي بتمثل لك ايه كمشجع؟ مبادئ يعني اسلوب حياه. المبادئ دي اسلوب حياه، الاهلي ده من زمان يعني ما كانش عندك مبادئ، انت هتمشي ازاي يعني؟ الاهلي طول عمره يعني روحه حلوه، لعبته كويسه، ناس محترمه، نادي كويس. قول لي، مبادئ وتقاليد الاهلي بتمثل لك ايه كمشجع؟ بتمثل يعني شخصيات محترمه، ناس محترمه، ناس تعرف تتكلم معاهم، ناس مية مية. من الجمهور والروح الفانيله الحمراء طبعا، والاداء بتاع اللعيبه والروح اللي تبقى موجوده في الملعب. اللعيب ما بيلعبش اللي هو لاعب كره عادي، بيلعب باسم كيان وجمهور عظيم. مبادئ وتقاليد الاهلي بتمثل لك انت ايه كمشجع؟ بتمثل ان انا ببقى مع النادي على الحلاوه المره، ما مش معنى ان النادي خسر مره خلاص ان انا كده اللعيبه مش كويسه، في حاجه لما بقى في حاجه غلط بنتكلم بنقول لازم في تغيير في حاجه زي كده.
مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه. اولى حوارات هذه الحلقه من حلقات الاهلي الليله مع احد اهم الاعلاميين ونقاد رياضيين على مستوى مصر والعالم العربي، له بصمات واضحه في هذا المجال وله تاريخ حافل ايضا بالمشاركه والتفاعل مع كافه الاحداث الرياضيه المهمه على كافه المستويات المحليه والدوليه، وعرف عنه ايضا الصراحه الشديده وعدم المهادنه والوضوح في وجهات النظر وحده النقد في مواقف تحتاج الى الحده في كثير من الاحيان، فضلا عن كونه وهذا طبعا له وضع خاص بنحتفي به في هذه الحلقة أنه أحد أبطال حرب أكتوبر ونصر أكتوبر المجيد وأحد الرجال الذين صنعوا هذا الإنجاز المصري العربي الكبير. ناقدنا الرياضي الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي ضيفنا النهاردة في الأهلي ليلة. أستاذ إبراهيم أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك؟ وسعداء بوجود حضرتك معنا النهاردة. الله يخليك. كل سنة وحضرتك طيب وإحنا كلنا بنحتفل وبنسعد بالاحتفال بحضرتك ومصر كلها طيبة يا رب. يا رب. هبدأ بالنادي الأهلي وتفاعله مع الأحداث الوطنية ومنه إلى تفاصيل كثيرة جدا عن حكايات نصر أكتوبر. حضرتك بتشوف إزاي حرص النادي الأهلي على المشاركة في أي حدث وطني ومؤخرا كان هذا التقدير وهذا الاحتفاء بأبطال شاركوا في صناعة نصر أكتوبر؟ لازم نبقى عارفين أن الرياضة هي سياسة. كل النشاط بيقوم بالإنسان من أول ما بيقوم من النوم لغاية ما بينام هو سياسة الحقيقة. يعني تعالى اقتصاديا رياضيا في حاجات. الحاجة اللي بتفرح شعب وتزعل شعب لا تبقى سياسة وتبقى مهمة. النادي الأهلي ليه جماهيره كبيرة جدا 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 في مصر وفي الوطن العربي وفي كل مكان في ناس بتنطق عربية ليه الناس بتحبه. ودي على قد ميزة انما مسؤولية. النادي الأهلي النهاردة لما بيكون بحجمه وثقله وجماهيره والكلام ده لا يبقى خلاص بقى أصبح له واجبا وطنيا واجبا مهما تجاه الدولة. وانا بقول ان احنا محتاجين دلوقتي في الوقت ده واحنا بنتكلم في اكتوبر محتاجين من انديتنا اللي لها جماهيريه الاهلي والزمالك محتاجين من الانديه التي لها جماهير ومؤدية الكوره ان احنا لا نزود دورنا شويه لان ده مهم ومحتاجين احنا النادي الاهلي المؤكد ان هو اسعد جماهيره يعني لما كان بيمثل مصر في افريقيا وبطولاته في افريقيا وانجازاته في افريقيا انا شايفه ان ده عمل مهم جدا بينسحب او بيرجع لمصر قبل ما يكون للنادي الاهلي او المسؤولين في النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده في المواقف كثيره جدا لما يكون له محبينه الكبار اللي في كل حته على ارض مصر لا هيبقى له تاثير كبير جدا جدا جدا. كانت مبادره طيبه في احتفال اكتوبر النادي الاهلي وده يعني عايز اقول هي مش مبادره هو ده الطبيعي ان النادي الاهلي بيعمله. ده عهد من النادي الاهلي دايما. بالعكس انا بتطلع ان احنا المساله تطلع لابعاد اخرى ان النادي الاهلي اللي له جماهيره في كل حته وله عزوته في كل حته يستطيع النهارده انه من خلال جماهيره النهارده لان احنا في مفترق طرق وبلدنا محتاجه ان كل واحد مننا يقف جنب الثاني ما يختلفش مع الثاني. ده وقت الاتفاق مش الاختلاف. ده وقت الاصطفاف مش وقت الفركشه. ده وقت النهارده ان احنا نقف لكل بلد بتتعرض لحرب بشائعات رهيبه، بلد بتتعرض لحروب كثيره لازم نخلي بالنا، نبتدي منين؟ يبقى كل واحد له دور، النادي الاهلي له دور هنا وجماهيره في كل حته لازم حضرتك بتطالب النادي الاهلي كمان بتعظيم دور المجتمع ومشاركاته او اسهاماته طبعا طبعا في الفتره اللي احنا دي الفتره اللي احنا فيها الناس هتبقى زعلانه في غلا طبيعي ان يبقى في غلا، بس انا عايز اقول لكل حد استاذ محمد انا عايزين نفتكر بس انا وانت وعايز اقول للساده المشاهدين انا وانت وهو وهي نرجع كده خمس ست سنين لورا ايام الله اللي يرجعها كانت ايام اسود من قرون الخروب. انت كنت بتطلع من بيتك مش عارف هترجع تلاقي بيتك اصلا ولا لا مش انك ده رجعت يعني. النهارده احنا بلدنا لان كانت بلدنا المفروض بتتاخد للبلاد اللي كانت تستمر فيها الفوضى والدم وده الله لا يقدر هو مش هيحصل عمره ان مصر دي بلد ربنا سبحانه وتعالى حافظها ربنا حافظها لان دي البلد الوحيده اللي ربنا سبحانه وتعالى تجلى عليها بصوته وبصوته صوته ونوره. البلد ما فيش تكريم الهي البلد الا مصر في ده بس احنا نتحرك كمان ونخاف على بلدنا شويه وناخد بالنا شويه لان احنا بادوارنا كلنا ناخد بادوارنا ادوارنا مش اكتر من النهارده حد بيقول اشاعه لا استنى ما نقلش دلوقتي ما هو الكارثه كلها في الموبايل انت في ايدك دلوقتي جهاز اشاعه متنقل كان زمان الاشاعه ان واحد بيجي كان اللي بيبقى زمان بالسينما بتصوره اللي في القريه بيروح ينقل الكلام مننا لا لا دلوقتي بقى انت اللي في ايدك ده بينقل التاثير في ثانيه بيبقى بالالاف حضرتك بتشارك فيه دون ما تاخد بالك انك بتشير حاجه بتقول اوكي على حاجه ولا لايك على حاجه مش عارف ناخد بالنا من ده ان احنا ناخد بالنا دلوقتي مش مهم دلوقتي الدنيا صعبه صعبه بس الفرج جاي وان شاء الله الخير جاي
وان شاء الله لازم نعرف ان احنا ربنا اكرمنا برضو بشعبنا مش بحد تاني، بجيشنا وشعبنا ربنا اكرمنا ان احنا ما رحناش للسكه اللي داخل فيها مفقود والخارج مولود. هما كانوا عايزيننا دي وهو ده اللي مجننهم، وهما ما سكتوش لغايه دلوقتي. يعني هنا حضرتك بتقول للمصريين او بتطمئنهم بتقول لهم اصبروا القادم افضل ان شاء الله في مصر، تكاتفوا واصبروا بينا بينا. وبعدين انا ما بطلبش، عايز اقول بس انا يعني احنا انا في الجيل اللي عشنا 67 احنا كان اللي بيلاقي تقف في الطابور بتاع الجمعيه، طابور كده اللي اول ما تشوفش اخره ممكن تقعد ثلاث ساعات في الطابور وفي الاخر البزيت خلص ما رجعتش بازازه الزيت، مش مهم لان كانت مصر اهم. كانت بتستنى عشان فرخة، مش مهم مصر اهم. الناس كلها بتتبرع، مش مهم لان مصر اهم. احنا عايزين نفتكر ده. وبعدين النهارده عايز اقول لشبابنا اللي مش شباب دلوقتي، وانا وهو معذور لان احنا الشباب ده سبناه من هو طفل صغير لغايه ما كبر كده بقى في 20 و22 23 سبناه لادوات الهدم كلها، ومش مرتبط بقضايا وطن وبدرجه احنا سبناه ضحيه لده. عايز اقول له لا بس ده ليه الوقت اللي انك انت تدرك فيه ده. اذا كنت انت اكيد الشباب احب اقول لهم يوم كرويه، ومن هنا انا بقول تعظيم دور النهارده النادي الاهلي يا سطي. لا تعالى بقى تعالى نقف بقى نقف شويه، احنا محتاجين دلوقتي من كل حد ازاي نقف مع بلدنا دلوقتي. طيب ده كلام مهم يا استاذ ابراهيم، مدخل حضرتك او انتقال حضرتك لبدء الحديث عن مرحله التحضير لنصر اكتوبر، مرحله ما بعد الفتره الصعبه جدا وما حدث في عام 67، ست سنوات التحضير، حرب الاستنزاف، التكاتف الشعبي بين المصريين جميعا، هذا التوحد وهذا التكامل والتنسيق بين القوى الرسميه والشعبيه للدوله او غير الرسميه على مستوى عسكريين ومدنيين، الكل وقف على قدم سواء. عايزين نفكر الناس قياسا على في اي تحديات بتواجهنا دلوقتي على اللي مريتوا بيه ما بين 67 73، بعض الامثله اللي ممكن الناس تتذكر منها كيفيه انه يبقى الانسان عنده جلد حقيقي في مواجهه المشكلات. سياده الرئيس في الندوه الثقافيه الاخرانيه فقال كلمه، هو دايما الرئيس بيدي اشاره، قال لك احنا كنا عربيه سيات قصاد عربيه مرسيدس. المعنى احنا حاربنا بايه؟ احنا حاربنا لان الحدوته بني ادم في الانسان معده مهمه وسلاح مكتوب. انا الدبابه المصري تي 55 اللي كنا بنحارب بيها، اللي هي الدبابه بتاعت الحرب العالميه الثانيه من الاربعينيات، لما تحطها جنب السنتريون ولا ام 60 ولا الحاجات الامريكاني زي ما مش عربي زي تشبيه سياده الرئيس بالظبط، سيات ومرسيدس، ومع ذلك احنا انتصرنا في ده. احنا لما كان كل قرش المصريين، وعايز منهم بس على دي شويه، لما تبقى الستات في الكره وفي النبوع وفي الكفور، الحلقه الدلايه بتقول عليها دلايه اللي في ودنها دي ثمنها لما تتنطط مش هجيب 10 جنيه، ودي جابتها منين؟ لما باعوا القطن ربنا كرم وبقى في فايض وجابتها، مش مهم الدلايه دي اللي هي كانت بتفشخر بيها وبتاع مع لابسه دلايه وربنا كرمها برضه عليقه انهوت وشغلانه هو يعني ما فيش ناس ما فيش. تصور بقى محمد لما كنت بكون واحد اللي عنده ده بيطلعه وبيتبرع بيه، اما تشوف سيده ام كلثوم بتلف كعب داير دول العربيه الرئيس وكان مجهود حربي، اما تشوف نجوم الفن كلهم. وهنا نقف بقى واقفه مع النجوم بتوع الفن، انتوا فين؟ انتوا فين؟ ضاربين غطس ليه؟ خايف تطلع تتكلم عشان حد من الثوار ولا من حد من النخبه يقول عليك انت؟ انت بتتكلم عشان بلدك وعشان وطنك، انتوا فين؟ حضراتكم فين؟ نشوف ده دول ونشوف بقى اللي كانوا موجودين في الفتره. شوف بليغ حمدي الله يرحمه لما راح قاعد في التلفزيون عندكم هناك سبع ثمان ايام نايم على الارض وعمل اعظم الالحان اللي موجوده. نشوف لما كانوا نازلين في محافظات مصر بيلموا التبرعات. نشوف التلفزيون المصري واذاعه مصر، ما كانش الا في التلفزيون القناه الاولى والقناه الثانيه والاذاعه وثلاث جرايد اهرام الجمهوريه والاخبار، هم دول كانوا موجودين. تعال شوف الراي العام كان شكله ايه. احنا مقصرين، احنا الشعب انا وانت وهو مقصرين. احنا علينا دور نقدر نعمله اكتر من كده انا بالتالي، ولازم نعمله ولازم نحمد ربنا ان احنا بلدنا مش وقفت وصمدت وبوظت، لا ده واقفه ده همت. احنا عدينا حاجات كتير، شايف الامور افضل كتير. يا نهار ابيض، احنا معديين حاجات كتير. انت ما كانش عندك بنيه اساسيه ولا بنيه اساسيه ولا بنيه تحتيه ولا اي بنيه خالص. وهكرر السؤال تاني بس هضيف له جزء بسيط عشان نبقى بنحاول ننقل كل التساؤلات للي بيسمع حضرتك دلوقتي، انه يقول انتوا ما عبرتوش عني وانتوا بتنقلوا سؤالي للاستاذ ابراهيم، انه حضرتك شايف الوضع افضل رغم ان في قطاعات كبيره جدا من المصريين بعيدا عن اي حسابات سياسيه
يحبوا بلدهم وطنيين ويتمنوا يشوفوا افضل حاجه لمصر في كل الاتجاهات، لكن بيئنوا جدا من المتغيرات والاوضاع الاقتصاديه الحاليه. تقول لهم ايه؟ انا عايز اقول اللي طب ماشي، انا في اسعار، وعلى فكره اللي هقوله ده مش يعني له تبرير ولا، وانا مش انا لما ببرر لحد، انا لو بعمل تبرير انا بلدي وطني، انا ما اعرفش الا بلدي، انا منتمي لبلدي، ولما يبقى في حد، وانا لما يبقى في حاجه غلط هقول ان في حاجه غلط اتعمل، انما لما يبقى البلد انت ما كانش عندك حاجه يا محمد. احنا كان المفروض انه قاعدين في العتمه لغايه دلوقتي، يعني انا وانت قاعدين بنعمل البرنامج ده على لمبه جاز وبنصور بقى ببطاريه بحراره بقى ولا باي حاجه، ما كانش فيه في استوديو ولا في كهرباء، كان الطبيعي والمنطقي ان نعمل ده. لو صارت الامور لو مر... لو مش الفوضى انت كان عندك كل محطات الكهرباء انتهى عمرها الافتراضي والاساسي والاحتياطي ولعبنا في اللقطه الضيقه وخلص، وكان المفروض تتكهن. انت غيرت ده كله وبقى عندك فايض. حد يقول لك لا طب لما عندنا فايض طب ليه ما بنرخصش؟ لا مش هنرخص دلوقتي، لان احنا مش كل فلوسنا هنقعد ندعم بيها، واحنا يعني مش هندعم بيها. انا النهارده انا مصر هتبقى مركز توزيع الطاقه، يوم ما هنشتغل ان احنا نبقى مركز توزيع الطاقه كهرباء وبترول، بقى اصبح عندك دخل ثابت لا يستطيع احد العبث فيه احد من بره. ده غير ما يوفره كمان من اعباء على الدوله كانت بتتحملها. بس انت بقى ايه قاعد بقى زي ما كنت البصرمه طالع واكل ونازل واكل، اي حاجه بتفوت عندك غاز ولا بترول بتاخد عليها فلوس، بتوفر ده وتدبر من ده لده، ده عنده ليل هنا وده عنده نهار هنا، يبقى ده الذروه عنده كذا، يعني انت بتعمل عمليه كده، بس انت بتاخد فلوس في كل الحالات. ده ما حدش يضرب ليه، انه بقى في مصالح مرتبطه انك بتدي اوروبا وبتدي افريقيا وبتدي العرب وبتدي كل حته. انت السياحه ضربوها لك في ثانيه، وقفلك في ثانيه، ويا رب ان شاء الله، يا رب باذن الله فرجت وقريبه قوي ان شاء الله، الدنيا هتتحرك كمان في السياحه هتبقى كويسه ان شاء الله، بس مش هيقدر يضرب لك حاجه زي الطاقه. لما نيجي نشوف بقى في حكايه الدعم، هو في بلد يا محمد بيني وبينك يعني، ما احنا كمان لازم في بلد تبقى شغاله 24 ساعه بذمه ربنا يرضي مين ده؟ مين البلد اللي صاحيه 24 ساعه؟ لا ما فيش، بس ده أنا بس ده واقع احنا موجوده يعني عايشين عليه في مصر. تخيل بقى لما تروح انت، روح روما كده، روما الساعه 8 ما فيش، هاخد لك السوبر ماركت مثال، ما فيش سوبر ماركت فاتح 8. انت معنى كده ايه؟ الاجزخانات تبقى اجزخانه في كل حي اللي فاتحه. احنا عندنا حاجات غريبه جدا، اجزخانه هنا فاتحه 24 ساعه وده فاتح 24 ساعه، ما هو معناه فاتح بقى وده احنا مسهلين الوزاره. استهلاك طاقه قد ايه ده؟ بنستهلك بنزين قد ايه؟ بنستهلك حياتنا احنا قد ايه؟ هنشتغل امتى؟ اللي سهرين 24 ساعه دول بيشتغلوا فين ولا فين؟ انا بقول من هنا من البرنامج بتاع حضرتك ده ومن قناه الاهلي، بنتطلع ان تكون العاصمه الجديده هي بقى عاصمه جديده على على على, على النظام الاوروبي، بنصحى لنا ميعاد نصحى فيه ولنا ميعاد ننام فيه ولنا خلاص. يعني حضرتك شايف انه قضيه مصيريه، قضيه ترشيد الاستهلاك والتعامل طبعاً مع كل حاجه طبعاً كل الموارد. ما هو انت مش ممكن، ما انت زغرات اللي انت مش غرمانه، ما هو كل الصرف ده منين؟ ما هو الدوله بتدعمه. ما هو اللي ماسك خرطومه بيرش ده من البيت ميه، الميه اللي جايه لمحطه الميه اللي محطوط لك لور، واللي ما كانش شدها من النيل، واللي قاعد نقاف احواض ترصيب قاعد البيت بيرش بيها الشارع. طيب انا هنتقل مع حضرتك للحديث عن حرب اكتوبر لانها مرتبطه بواقعنا الحالي وتحدياتنا المصريه والعربيه، لكن سؤال مرتبط بالجزء الخاص برقابه الدوله لتفعيل القوانين اللي موجوده. حضرتك بتقول لازم ما نهدرش الريسورسز بتاعتنا، الموارد بتاعتنا. النهارده حضرتك عدي قدام اي محطه بنزين عندها جزء خاص بغسيل السيارات، لسه نفس الطريقه اللي هي مدفع ميه شغال 4 ساعات 5 ساعات متواصل على عدد من العربيات، ما يحتاجش واحد على 100 من كميه الميه دي، رغم ان هذا الان يجرمه القانون. اصبحت قضيه الرقابه والتطبيق، لان الناس ما بتلتزمش. استاذ محمد، الشعوب التي تحكم بالقوانين مباشره كده بتبقى مش مظبوطه، لازم يبقى في العادات والتقاليد والسلوكيات والثقافه. بره لما بتروح بره على محطه التوبيس تلاقي الناس واقفه متنعكشه، يعني واقفين ده كده وده كده، اول ما بيجوا كل واحد عارف ميعاده امتى، ايه مكانه فين بيخش. فدي عادات وثقافه، الثقافه دي بتتبني امتى؟ اسره، مدرسه، مجتمع، سينما. هات لي كده السينما بقى لها 25 سنه 30 سنه على الاقل بتهد في المجتمع المصري، وش كده انا بقوله للسته، 99% من الافلام مش بتهد، هي كانت شغاله على كتالوج. السينما المصريه عملت ده في المجتمع المصري. مين اللي هيعمل الثقافه؟ مين اللي هيعلمنا النهارده؟ لما تيجي تقول لمحطه بقول لك ما انا بدفع فلوس، لا يا باشا، ده الميه دي انت بتدفعها وهي مدعومه. يعني الاستهلاك بتاعها مدعوم، لما حضرتك بتولع اللمبه دي وتسيبها كده مزيطه ومنوره كده، ده مدعومه لغايه دلوقتي.
اما حضرتك تقعد في العربيه شغاله وانت قاعد نايم لو عشان تكييف ولا حاجه في العربيه شغاله, ساعتين ثلاثه السواقين اللي بيشتغلوا في السفارات وبيشتغلوا, لا يا باشا ده مدعوم, لا ده مدعوم, دي ثقافه. فاحنا هناخد وقت لما نغير شغلانه. دور مين الاهم هنا؟ الاعلام. على الاعلام ان يصلح ما تم افساده في الفتره الزمنيه اللي فاتت دي, وده دور مهم. طيب استاذ ابراهيم, قضيه التغلب على او مواجهه التحديات والانتصار في اكثر من موقعه واكثر من معركه, سواء كانت عسكريه او مدنيه, في تحديات محيطه بينا اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه باقل الامكانات المتاحه, عايزين نعمل قياس على ما حققته في نصر اكتوبر الكبير. ازاي قدرنا نتغلب على خصم وعلى عدو بكل الحسابات, كان له غطاء سياسي داعم له اقوى من القدرات السياسيه للمنطقه العربيه, وغطاء مالي وعسكري اكبر من القدرات العسكريه للمنطقه العربيه, ازاي قدرنا نتفوق على كل ده؟ طيب بس احب الاول اقول لحضرتك وللساده المشاهدين, وده كلام ده بقوله للشباب اللي موجود, الفرق اللي بيني انا حاربت في اكتوبر اللي فيني بين حضراتكم, ان انا جيت قبليكم ب 40 سنه 45 سنه, ولو انتم موجودين كنت هتعملوا زينا ويمكن احسن. دي نمره واحد, لانها جينات مصريه. نمره اتنين, مش الناس اللي تكون فاهمه ونحن نتكلم عن حرب اكتوبر واعجاز ما حدث في اكتوبر ان دي حدوته لمبه فلاش واتحرقت نورت وخلص, لا 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 لا, اكتوبر موجود لغايه دلوقتي, او اعجاز اكتوبر موجود, وهنالك حاجات كثيره جدا موجوده النهارده ما بين جيش مصر. جيش مصر النهارده كما وكيفا, كما وكيفا بالقياس لاكتوبر جامد جدا. لما نيجي بقى عنصر الشريعه, هل بقى ال 30 سنه ولا 45 سنه دول خروعونا وعملونا؟ لا 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 لا, ده في اسود, ده في اسود. بس عايز افكر الساده المشاهدين, فاكرين الجندي اللي ركب اللي خد الدبابه وركب عربيه بمفرقعتها بالوجب الارهابي بالعفريت الازرق ده كله؟ عايز اقول ان الحرب الارهاب اصعب مليون مره. انا شاركت الاستنزاف وشاركت حرب اكتوبر يعني في الثغره الاولى والثغره, اسف, في الحرب الاستنزاف الاولى وحرب الاستنزاف الثانيه, وكنت في حصار الثغره شفت كله. ال 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 الحرب على الارهاب, المواجهه في سيناء, مواجهه الارهاب, الارهاب اصلا انت ما انتش عارف مين الارهاب, الست اللي منقبه, اللي راكب موتوسيكل, اللي لابس جلابيه ده, ولا اللي جاي الناحيه الثانيه ده لابس شال ومش عارف ايه, ده مين انت في اي لحظه أنا عندك مين مجموعه؟ وبعدين انت بتتعامل مع ارهاب ايه؟ ده انت الجيش الوحيد اللي حارب الارهاب وبيحارب الارهاب لغايه دلوقتي في العالم. ده انت الجيش الوحيد اللي انتصرت, اللي انت انتصرت على الفصائل اللي هي مدربه. انت اللي في سينا الناس فاكره ان دول الولاد اللي, لا لا لا, ده احنا في سينا عندنا جميع جنسيات العالم, ده احنا عندنا امم متحده في سينا ارهابيين, ده احنا عندنا في سينا ناس من كل حته دخلوا واتعملوا الانفاق والكلام. انت عندك كانت المساله اصطهد 5 يوليو 2013, 5 يوليو 2013, يعني بعد لو ما كانش 30 يونيو كان بعدها بخمس ايام, هتعلن ولايه اسلاميه في سينا وهتعترف بيها امريكا, وهتيجي قوات طوارئ دوليه عشان تحمي الممر المائي, وقوات طوارئ دوليه عشان يحموا الاسرائيل, القوات الاماره الاسلاميه هتضرب اسرائيل, وخلصت بقى. وما دام بقى في اماره اسلاميه هتطلع لك اماره مسيحيه, وهتبقى شغلانات بقى بنت لذيذه. ما هو ده كان الموجود, ده احنا نحمد ربنا. فكره ان الطائفيه تضرب بيها مصر في الفتره كل دي, كان كل اصل ده كان الطائفيه والعرقيه وكان ثابت تحرك المجموعات المسلحه القادمه سواء من داخل او خارج حدود العالم العربي, الميليشيات دي مدفوعه الاجر في المناطق اللي فيها فوضى, اللي فيها مساحه تسمح لهم بالحركه. نيجي بقى, حضرتك سالت سؤال مهم اللي هي كيف أو كيف تحدي أو إعجاز, إزاي ما هو ده إعجاز. ما هو ربنا سبحانه وتعالى في كل مراحل أكتوبر أنت كنت تحس فعلا أن ربنا سبحانه وتعالى معاك, يعني لسبب بسيط, أنا بدافع عن أرضي وعرضي, هو مستصب أرض ومش أرضه, وما عندوش أي مبرر أخلاقي ولا قانوني ولا أي حاجة باللي بيعمله. حصل اللي حصل في 5 يونيو, والجيش انسحب والكلام ده كله, واتحسبت هزيمه على جيش مصر من غير ما يحارب. كانت التعليمات ساعتها ان احنا عايزين نعمل الفتره دي كلها لضبط النفس, ومحدش يستدرج لاي مشكله, ان احنا مش عارفين ما ممكن نعمله ايه تاني. هم احنا مش عارفين, كان ممكن يحتل بورسعيد, ممكن يعمل اي صح تاني, فاحنا عايزين نوقف الامور على ما هي دي, لانك في اضعف وضع وصلت اليه. مفيش بقى, ما هو ده عسكريا انت عملت بتعمل تجميع قوات, فانت وحده جايه من سينا, خسارك ايه؟ خسائر في افرادي كذا, معدات طبعا صفر خسائر, فانت بتجمع وبتسلح
وعمال، فكنت بتجمع وبتسلح، وكان الوحدات الخاصه اللي جايه على طول بتيجي في ناحيه بورسعيد والاسماعيليه عشان نحمي خط القناه. كان هم دول لهم الاولويه في كل حاجه. هم اراد ربنا سبحانه وتعالى، شوف، ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، صدق الله العظيم. هم ارادوا حاجه يعملوا، ارادوا شر بينا واراد لنا خير. واحد يقول لي الكلام ده بعد 3 أسابيع بالظبط من هزيمة، واحد يوليو 67 قرروا هم، لقوا ان بورفؤاد لسه المدينة الوحيدة اللي موجودة في الشرق ومصرية ما اتخدتش. بورفؤاد لها اكتر من اعتبار، بورفؤاد دي الابنة الوحيدة لبورسعيد، وبورسعيد دي بلد النضال، يعني بلد لما تبقى انت كأنك بالظبط دست بورسعيد، فكان حب لها وضع. نمرة 2 وعايز يحتل يبقى خد سينا كلها لانه في دماغه حاجه. نمرة 3 كان عايز يعمل مؤتمر صحفي عالمي لولدا مائير بتقول ان احنا خدنا كل المساحه اللي ده في الغرب، وعلى المصريين ان ينصاعوا للامر الواقع، وان عليهم النهارده ان احنا نقتسم القناه، واحنا لابد ان نفتح القناه الممر المائي العالمي وننتصر، ويبقى منتصف واحنا نفتحه مع المصريين، وهنتعاون معاهم ان احنا منهم، بس بقينا لنا النص فيه. عايزين ياخدوها، طب خلاص ياخدوها. يشاء ربنا احنا في الفتره اللي بنعمل وفي كان وهم بيطهروا القناه كانوا بيرموا القناه عامله رشح جنبيها في الشرق المساحه، فالارض المبلوله دي ما تعرفش تمشي فيها الا بعربيه ولا بمجنزره ولا تعرف تمشي فيها برجليك. يعني هنا خلاص التربه رخوه جدا، رخوه في الحته دي. وبعدين في مداء صغير من الردم اللي كان بيبقى في تنظيف القناه، مداء صغير يا دوبك يعدي حاجه رايحه او حاجه جايه، خدت بالك؟ والرشح تاني المداء ده كان اعلى شويه. نقطة راس العش ديت هي على المداء ده بس في الحتة الرخوة دي، فصيلة احنا بنتكلم في 30 واحد لو معاهم حد، معاهم كلام، معاهم ار بي جي واحد، ومعاهم رشاش خفيف واحد، 30 راجل. هم شافوهم، هم بيعملوا كل يوم استطلاع بالطيارة، شافوهم فقال لك ايه 30 واحد ندسهم في ثانية، ده مين دول؟ جم في اليوم اللي 1 أكتوبر ده، طابور بقى ايه؟ حاجة تشكيلة ما شاء الله، عارف لما تعمل تشكيلة فيها كل أبعاد ومدببات وعتاد كله، كل حاجة جايبه في طابور مدرع ومدفعية على حاجات والكلام ده كله، وجايين بقى لأنهم حياة. إحنا عندنا دايما، أنت لما يبقى عندك بقى ما أنتش خايف، وعندك العقيدة الكاتوليكية، وعندك إنك بتدافع عن أرضك وعرضك وشرفك، تفرق بقى هنا، ومش خايف من الموت. ما هو إحنا كانت النظرية إيه ساعتها؟ بتاعتنا إحنا، الموت هو الحقيقة الوحيدة التي اعترف بها كل البشر، واللي اعترف بها الملحد والمؤمن واللي ليه ديانة سماوية واللي ليه ديانة وضعية، وما حدش عارف هيموت امتى، وما فيش واسطة في الموت. 3 حاجات حقايق البشر بعديها اختلفوا في كل حاجة، حتى على الله اللي خلقهم اختلفوا، فدي الحاجة الوحيدة الموت. طيب طالما ان احنا في موت، طب انا لو هموت دلوقتي وانا عاقل، اموت كده ولا اخد معايا 3-4 من الافندية دولت؟ يعني انا ميت النهارده، ميت النهارده، يعني انا جبت النتيجه من الكنترول، ميت النهارده، اموت كده فطيس ولا اخد حد معايا؟ كان بالمنطق بتاعنا ده بيقول ايه؟ طب لو انا بعد 30 سنه يعني هقعد 30 سنه لسه، يهو ده يبنزل كل يوم واعمل اللي انا عايز اعمله وافتري كمان وهموت بعد 30 سنه. فكانت دي النقطه دي، هنخاف من ايه بقى؟ الموت على بقى يا عم، انت الموت على بقى ورايا كده بقى، تعالى نتكلم بقى، موت ايه اللي هنخاف منه؟ فلما يجي هنا، هنا الجندي والضابط المصري هي دي بتقول فلسفته كانت انه هو لو هيفقد ارضه ووطنه يبقى ما عندوش حاجه خلاص خلاص. انا دلوقتي انا الموت ده، لو انا هموت دلوقتي اموت كده ولا انا دافع موت اكبر عدد من اللي جايين الكلاب دول اللي جايين ياخدوا ارضي؟ بس ده لو انا مش هموت دلوقتي يبقى انا فرصه ان انا احارب جامد جدا وبغضب ومش هموت، في الحالتين مش فارقه يعني. بالمنطق ده كيف تمت المواجهه؟ هو ده المواجهه دي بكل حاجه. جم هم فعملوا صمت نيراني. صمت نيراني يعني ايه؟ يعني انا بسيبه لما بيخش في النطاق بتاعي. وانت مش متخيل لما تبقى عربيه مجنزره، مش هقول لك دبابه، داخله عليك بسلاح وعليها عليها على الاقل رشاش وعندها مدفع بتاعها وداخله وانا كلهم ايه ده ال 30 متنطورين، حتى الحفر الارض مش راقب متنيله، النيله مش عايزه، مش عارفه تعمل، مش عارف يعمل خندق لنفسه، فالمساله صعبه. انما سبته لما يخش جواه. وكان اول حاجه ان احنا نضرب اول عربيه في الكول ده، اول واحده بس عشان ما حدش يعدي ونوقف الدنيا على كده، وربنا المستعان. وحصل ده 7 ساعات، قامت معركه 7 ساعات. الرئيس عبد الناصر كان على التليفون مع قائد الكتيبه 43 صعقه يمكن اكتر من ساعتين، 7 ساعات
ما قدروش يعدوا خطوة، أقسم بالله ما عدوا خطوة، 7 ساعات مات منهم اللي ماتوا واستشهد من عندنا اللي استشهد، إنما 30 راجل ما عدوش. كان في معاونة من قواتنا اللي هناك بتضرب نيران من بر معاونة، إنما الرجالة اللي على الأرض بمدرعاتهم بدباباتهم بصواريخهم والله ما عرفوا. المعركة دي كانت ورجعوا وبيقى يطبر فؤاد محرر مصري، إنما المعركة دي فرز خلاص. إحنا ساعتها عرفنا، لا عرفنا احنا نقدر نحقق خلاص بقى خلاص احنا نقدر هي نقدر هم عرفوا بقى وعرفنا ان الجيش احنا نقدر وندال الجيش الذي لا يقهر ده اكذوبه، وهم عرفوا ان المصريين لحمهم مر. دي كانت البدايه، ودي كانت نقطه تحول مهمه جدا لمواقف مشابهه. لا انا هضرب لك الموقف المشابه بقى بعد كام سنه، بعد 43، بعد 42 سنه في 1 يوليو 2015 في سينا، كمين ابو الرفاعي، نقطه حاكمه يعني نقطه بتتحكم في مجموعه الطرق وفي الـ في الـ هناك، وهي دي الشيخ زويد. هم كانوا عايزين يعلنوا في اليوم ده يعملوا عمليه ويعلنوا الشيخ زويد، وللاسف كان هناك تواطؤا من بعض الجهات الاعلاميه الخارجيه كلها والبعض في الداخل هنا للاسف يعني، وكان عايزين يعملوا ده. راحوا على النقطة بتاعت كمين أبو رفاعي، إن دي النقطة الأساسية. هم عملوا هجوم على نقط كتير، النقطة الأساسية دي كان فيها 23 جندي وصف ضابط، والقائد بتاعهم ضابط ملازم أول يعني متوسط العمر 25 سنة، هم كلهم 23. ودخلوا الأول بعربية عشان يعملوا عملية انتحارية بعربية محملة بالتفجيرات، طريقتهم يخش يفجر البتاع ده يبقى المسألة انتهت. فلما جت العربية ودخلت وطلعت من المساكن وبقت على مسافة 700 متر محملة وماشية بسرعة، 2 عساكر جريوا عليها، دولت يا محمد بيجروا ما عارفين انهم رايحين يموتوا. شوف بس انا ده المصريين بقى، اي حد من حضراتكم نفسي يتخيل اللحظة دي اللي بيجري بأقصى سرعة عشان يلحق العربية، كل متر بتقربه بيبقى خطر على الموقع على البتاع، بيجري عشان هيوقفها، لأنه لما ضربوا عليها ضربات إشارية طلع أنهم متصفحين البرابريز، فخلاص هو بيجري يصطدم بيها، هو عايز يجري عشان، فطلع واحد طلع سواق في الصلب اللي حاطينه ده كده، فطلع من الشباك وضربه وموته. التاني ضرب المتفجرات، المتفجرات انفجرت، لو كانوا دخلوا العربية دي دخلت 50 متر تاني كان الموقع ده أو الكمين أبو الرفاعي ده كان زمانه في أوبيديا في الآخرة. انفجرت العربية واستشهد الاثنين اللي هم رايحين يموتوا، بس أنا ده عظم، مين غير المصريين اللي يعمل ده؟ قول لي هات لي حد في العالم غير المصريين يعني الشجاعة دي، لأنه بيفدي موقع، لأنه عارف إن الموقع ده لو وقع اللي هيحصل، وعارف العربية دي لو انفجرت جوه إيه اللي هيحصل، مش مهم أموت أنا، مصر تعيش، هو ده الموضوع. ده بعد كام سنه بقى؟ بعد 42 سنه من اكتوبر، ونفس الحكايه الاعداد الكبيره، المقاتلين دول كلهم من كل الجنسيات المختلفه، وراهم اجهزه مخابرات مختلفه، وراهم فلوس بالعبط، وراهم دول كتيره، ومنهم للاسف دوله بتاع صغيره عربيه كده، وراهم كل حاجه. كل دول قدروا يعملوا حاجه؟ قعدوا برضو قعدوا حوالي 5 ساعات، اقسم بالله. النقطه دي الولاد ده، في ولا عبد الرحمن ده وهو واخد طلقه في جنبه وبينزف، مموت له اكتر من 20 واحد، 120 واحد بنفس المنطق اللي حضرتك اتكلمت بيه من شويه، لما قلت طالما حموت يبقى خلاص اخد معايا بقى من اخد معايا حد. طيب هنتكلم شويه عن حضرتك، لك راي دايما ان في شخصيات التاريخ لم يذكرها، لم تكتب عنها سطور في الكتب او في حكايات اكتوبر، ما لم تنال يعني لم تنال حظها من التكريم والتقدير، اعتقد الحكايات لا تنتهي ولا تحصل خاصه بابطال اكتوبر اللي لم يذكرهم التاريخ. لا لو ده هنتكلم، ده هنقعد نتكلم 4 سنين وتلت كمان. انما اللي انا عايز اقوله بس للساده يعني، انا عايز اقول بس ده، عايز اقول لاهالينا، لكل زوجه شابه فقدت زوجها في العمليات اللي بتحدث في سينا دلوقتي شهيدا، ما هي ما هم كل اللي هناك 30 سنه زياده سنتين اقل 4 سنين يعني، اللي يعني كل واحد يبقى عندهم يا دوبك طفل يا طفلين، لكل زوجه اترملت في السن ده، ولكل طفل صغير هو مش حيعي كلامي ده اللي هو فقد ابوه في السن ده، ولكل اب وام فقد ابنهم اللي وصل ل 30 سنه 32 سنه واستشهد. عايز اقول لهم حاجه بس عشان خاطر يخلي بالهم، لانهم ان احنا مش واخدين بالنا. احنا العقيده بتاعتنا القتاليه، ولا توجد عقيده قتاليه في العالم الا في الجيش المصري، وعشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام خير اجناد الارض وفي رباط الى يوم الدين، دي شهاده من الرسول من 1300 ومن 1400 وكام سنه
قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام؟ لا، الجيش المصري ده حدوته، ومصر من غير الجيش تبقى يتيمة. مش مصر بس، والأمة العربية كلها من غير الجيش المصري ربنا يسترهم عليها، ربنا يسترها عليها. جيش مصر ده حدوته كبيرة جدا، أراده الله ليحمي هذه المنطقة كلها. فعايز أقول لكل حد، الأم وشابة فقد جوزها، ما هو النصر أو الشهادة لعقيدة الجيش المصري. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه على في الاستشهاد؟ طلع إن الشهيد ده إنه بياخد أعلى وسام رباني، أعلى وسام من عند ربنا، بيديل الشهداء في الكون، بيديل الشهيد. الشهيد ده كان قاعد على الأرض، طب بقول أكمل. الشهيد ده بدل ما كانش استشهد في اليوم ده كان كمل، هيعيش إنما هيموت بعد 10 سنين، بعد 50، بعد هيموت، ولازم يموت تحت عربية، ولازم يموت بحقنة غلط، ولازم يموت بحاجة بسيطة. فلما هو بيروح الشهادة بقى، تعالى نشوف هو راح فين. أحياء عند ربهم يرزقون، ده حي ويرزق عند ربنا، ده إيه ده؟ فأنتوا المسألة. وبعدين على فكرة، طب ما في أبطال كتير حققوا نفس البطولات وما خدوش الوسام ده، طب هو ربنا معنى كده ظلمهم؟ لا، ما لو خدتهم كلهم شهداء، طب مين هيدافع عن البلد؟ يؤجروا عند ربنا سبحانه وتعالى. فهو فليقعدوا، فديله بقى ربنا بيديله القناعه وبيديله الرضا وبيديله راحه البال وبيديله اولاده ويبقوا كويسين. القصد من الكلام، انا عايز اقول لكل فقد البصر، يعني اذا كنت زعلان اراد على فراق بسيط حياتي في الدنيا، لازم تعرفي ان لا، ده في حدوته كبيره هناك ثانيه في التكريم. طيب سؤال بيتبادر الى الاذهان كتير جدا يا استاذ ابراهيم، يقارن بين الوضع الحالي للشرق الاوسط والعالم العربي والوضع المشابه وقتها او الوضع نفسه في 73. حضرتك استشهدت بالايه الكريمه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الوضع اللي حضرتك اشرت اليه في 73 كان تكاتف مصري عربي، حتى المصريين في الداخل تكاتفوا عسكريين ومدنيين، أخذوا بالأسباب، العقيدة القتالية للجيش المصري، البعد الإيماني والروحاني، كل ده ساعد على تخطي الحسابات العادية البشرية والمنطقية للعتاد وللقوى العسكرية. الناس النهاردة متخوفة مع الضغوط الغربية والتآمر على هذا العالم العربي وإسقاط جيوشه وإضعاف أو تفتيت دوله أو تقسيمها إلى محاور، كل محور فيه دولتين ثلاثة، لأننا لم نعد بنفس القدر من التكاتف. ما بتخافش على ده، على حال العالم العربي؟ لا لا، انا ماليش دعوه، انا عايز اخلينا احنا في مصر. كلمني على احنا بس، يعني انا لان الموضوع في العالم العربي وجهات نظر كتير وحاجات كتير. معلش ولو حضرتك تجاوبنا اجابه مقتضبه، ولو اجابه يعني انا ما اقدرش. انا النهارده انت احنا لما بنشوف وسائل الابتزاز اللي موجوده من الدول الكبيره للدول العربيه، ده ابتزاز علني، عيني عينك. انما خلينا نتكلم، لو ليه النهارده الرئيس ترامب بيحاول يبتز مصر، وربما يكون بيبتز وبيضغط على الرئيس السيسي، والراجل ده متحمل ما لا طاقه له في السياسه اللي احنا مش عارفينها. ما انت النهارده هو بالسهل عليك، كان هيسيبها ترامب تعدي من تحت درسه، انك انت تروح تجيب المصريه الواحد واثنين، تجيب حاملتين او تنوع في مصادر تصنيع. مش تنوع انت، لا لا لا، انت مش تنوع، انت نقلت نفسك نقله من حاجه من غير تصنيف، بقيت في التوب 10، انت في العشرة الكبار. هو كان بالسهل عليهم، كان بالسهل عليهم انك تجيب الغواصه بتاع المانيا كده، ما اكيد ضغطوا علينا. خدت بالك؟ انما انا عايز اقول بالعربي، الامريكان عايزين تيجوا تحتلوا، تعالوا وتعالوا انتوا تشوفوا المصريين هيعملوا فيكم ايه، والله هياكلوكوا، يعني هتخشوا لحم هتطلعوا عظم من الناحيه الثانيه. يعني انتوا لو فاهمين انكم تقدروا تضغطوا علينا، ما حدش هيقدر علينا احنا كمصريين. الحاله اللي احنا فيها، اصل الحاله دي معروفه يا محمد، انت بقالك 27 سنه متعرض لحرب، الحروب اللي الجيل الرابع والديت متعرض لها من اواخر التسعينيات يا محمد، فطبيعي انها تعمل ده. فعلى فكره مش غلط في شبابنا، ده هو ضحيه ومجني عليه، وعشان كده احنا لازم نتعامل مع المساله. انما هو ده اتعرض لايه؟ قعد حوالي من هو عنده 5 سنين لما بقى عنده 20 سنه بيشوف افلام، سلسله افلام ورا بعضيها، وكانه لا تولد في مصر امراه شريفه ولا رجل شريف. اول ما شك في امه وابوه، شفت الضرب اللي ضربوه في المجتمع قد ايه؟ وخد عندك في حاجات كتيره بقى. إنما يعني حضرتك تتمنى يبقى لو في نداء من دولة عربية بتستغيث، يبقى في البدن الواحد، الجسد الواحد، زي ما كان في 73. مش هنقدر نقف قدام في الظروف اللي جاية. وبعدين هو الشرق الأوسط الجديد، هو اختراع ولا احنا بنقول فزعة؟ ما يدخلوا على الانترنت هيشوفوه، هيلر يقول انتوا كاتبين ايه، ويشوفوا الامريكان كاتبين، وبعدين يشوف، ما يدخلش على الحاجات الماسونية ويشوفوا ما عايزين هيعملوا ايه. احنا لا فرصة لبقاء الأمة ديت إلا إذا التقت وتلاقت، لا فرصة لبقائها. إحنا النهاردة العمود الفقري بتاع الحدوتة،
مصر العمود الفقري بتاع الحد. احنا في ناس كتير لسه لغايه دلوقتي مش لا بس في الوقت في اللحظه المناسبه شوفوا المصريين وحوش. استاذ ابراهيم هنتقل، احنا دايما بنتكلم عن كل الامور ودايما مقالاتك كانت بتربط بين الكرة القدم والرياضات الاخرى والواقع الاقتصادي وامور سياسية وكل المتغيرات في المجتمع المصري. شايف ازاي الواقع اللي احنا عايشينه في المجال الرياضي لو احنا بنتكلم عن الصورة الجميلة اللي عايزين نصل اليها اللي ممكن تخلينا نحقق نتائج وانتصارات ونجاحات وقت الازمات بحجم نصر اكتوبر الكبير في اي تحدي وفي اي قضية؟ شايف ازاي وضعنا الحالي في المجال الرياضي؟ طيب نحل على اكتوبر بعد اذنك. بعد طبعا طبعا اتفضل. فكان الرياضي يعني انا وانت نطلع نعمل بلاغ في اسم 6 اكتوبر كده لكل الناس اللي مسؤولين اللي مسؤولين عن الرياضه في الجرائم التي ترتكب في الرياضه. احنا البلد الوحيد في العالم اللي عمل بطوله ومنافسه من غير ما يكون عنده ممارسه. يعني ايه؟ يعني هم في بره الشعب كله بيمارس، لازم الطفل يلعب رياضه، لازم يلعب اي نشاط رياضي، ولازم الاول عشان نعرف رياضه لازم نتفق ان الرياضه مش الكوره بس، نتفق على ان الرياضه مش الكوره ولا الجيمز كله ولا الكوره ولا الباسكت ولا الفوليو، لا لا، الرياضه هي نشاط حركي بيعمله الجسم، وده مطلب ربنا سبحانه وتعالى فرضه علينا ان انا امارس هذا النشاط، لان انا لو ما مارستوش حاجة. رواد الفضاء الروس لما طلعوا في محطات الفضاء وكانوا بيسيبوا محطه سنتين وكده عشان ما عندهمش الرفاهيه بتاعت النزول والطلوع، قال لهم هشاشه عظام بعد 6 اشهر، وده رائد فضاء طوله مترين وعرضه مترين وعلى الفرازه، قال له هشاشه عظام ليه؟ لانه في الانعدام الجاذبيه فما بيحطش رجله على الارض، والكالسيوم الجهاز العظمي يضعف لو ما كنتش انت في ضغط كده عشان هو ترسيب الكالسيوم الدم على العظم. قال لهم هشاشه عظام. معنى ده ايه؟ ان احنا لازم عندنا حد ادنى من المجهود البدني لكل واحد مننا كبشر. احنا ناسيين ان ربنا لما خلق الانسان خلقه في احسن تقويم، احسن حاجه اتعملت في الكون هو الانسان. الانسان بعد كده الانسان بقى سرق فكره الموتور العربيه، القلب والرئتين دم واكسجين هم اللي بيدوا الطاقه، برضه في العربيه البنزين والهواء هم اللي بيدوا الطاقه. احنا حريصين جدا كبشر يا اخي، احنا غراب جدا احنا كمصريين تحديدا. طب لو عندك موبايل طب ناقص مثلا تعينه في ناحيته وتعمله وتروح لو حصل في حاله تدعمها له وتروح تجيب له شاشه وتجيب له كفر، لو عندك عربيه تعمل لها صيانه قبل ميعاد. طب فين الصيانه اللي عملتها لنفسك؟ طيب اذا كنا احنا عملنا ده ما عندناش الثقافه دي. الثقافه الصيانه اللي عملها هل الغرب مشابه لينا في الوقت؟ لا 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 لا، ده الولد الصراعات اللي عندنا، الخلافات اللي عندنا، الشد والجذب اللي طول الوقت مالي الوسط الرياضي، ولا بره عارفين يستمتعوا؟ لا هو اصل الرياضه عنده بطوله، بس احنا مش انا بتكلم عن الرياضه اللي هي اساس حياه اساسيات اللي هي سياسه هنا واللي هي تعتبر اقتصاد هنا واللي تعتبر وضع عسكري هنا واللي تعتبر حاجات، لان دي اساس حياه. المواطن الصالح اساس تقويم الرياضه، الرياضه هي الرياضه هي الوسيلة التربوية، أهم سلاح أهم سلاح في مقاومة الإدمان والتطرف والاكتئاب الرياضة، كمقاومة وقاية وكعلاج. الرياضة حاجة مهمة جدا، الرياضة لقينا أن الطفل عنده طاقة، إذا ما طلعتش في نشاط تحت عينيه هتطلع بشكل سلبي، هيطلع في نشاط سلبي. فانا طيب اعمل النشاط بتاعه ان انا ابتدي اديله الحاجات اللي انا ابني بيها جسمه، وده اخطر في مرحله الشباب كمان كده. فانا اللي حصل عندي ان انا ما عنديش ممارسه. احنا اكتر من 95% من الاولاد فتيات او الشباب والفتيات اللي عندنا ما بيمارسوش رياضه. مشكله مين؟ لا مشكله الدوله. مشكله الدوله. انا النهارده لازم ارجع تاني ممارسه الدستور قال لنا ده ممارسه الرياضه حق لكل مواطن، عشان يبقى حق لازم ابتدي اعمل على الاقل مثلا 3000 ملعب هاندبول كده في كل جمهورية مصر، بحيث ان كل طفل نفسه يلعب اي نشاط يبقى موجود الملعب قدامه يتحرك يطلع الطاقة اللي عنده. هي دي البداية، لو عملت ده احنا نتصلح. الارض عند الدولة مش عند حد تاني، انا لازم اعمل ده، لازم اعمل ممارسة الاول وبعدين ادور على البطولة. احنا عملنا البطولة ليه على طول؟ هي فيها الشهرة وفيها السبوبة وفيها كل حاجة، والمدير الفني وابن خالة المدير الفني وابن أخت المدير الفني ده نص العيلة معاه شغالة في البتاع، فحدوت السبوبة حلوة.
فاحنا عملنا ده في غلط، فعشان كده احنا المستوى بتاعنا ما تقدرش تحكم. ومش قادرين من الاساس نعمل قاعده الممارسه الرياضيه والمشاركه الجماهيريه الكبيره في المجال، فقلنا نختار على طول قطاع الكوره. نختار نختصر يعني الاسهل عشان خاطر اندوش دماغي ليه. طبعا ده لو ما تيجي تشوف الجريمه اللي دي اللي عملها، دي عملها قطاع الاهلي بس بموافقه الحكومه، او مش بموافقه الحكومه يعني الحكومه سكتت عليه، انما قطاع الاهلي اللي هو كان القطاع غير الرسمي اللي هو الرسمي، ما هو ده الانديه والاتحادات واللجنه الاولمبيه، ده القطاع الاهلي هو عايز يشتغل، فما تفرقش معاه هو هيعمل فرقه، هيعمل فرقه، ويقول لك نعمل التمثيل المشرف. احنا الوحيدين اللي اخترعنا حاجه اسمها التمثيل المشرف، يعني ايه تمثيل؟ يا اما العب يا ما العبش، خدت بال حضرتك؟ فالمهم، فاحنا عملنا ده، لازم نغير ده، لازم نبتدي بقى كل يمارس، مش مهم عندي، خلي قطاع البطوله يمشي زي ما هو ماشي، بس ابتدي اخلي. يعني انا شايف وزير التعليم، الدوله بتعمل دلوقتي حاجه في التعليم، انا شايف ان مصر بتتنقل نقله هايله جدا 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 جدا، والراجل وزير التعليم بيتهاجم هجوم رهيب جدا. خلي بالك ان في ناس ضد ده في مصر، ما انت عشان تضيع بلد تضيع تعليمها، لان في ناس متربحه من الاوضاع الخطا من غير التربح لا مستفيده منها، لا وغير التربح هم خونه، يعني يعني هم خونه وش كده. لا ده حضرتك بتتكلم عن الحد الاقصى اللي هو ضد اي نوع من اللي هو ضد البلد او ضد اي تطبيق، لكن كمان بنتكلم عن قطاع تاني اسمه مستفيد من الوضع الحالي. النهارده التعليم انت عايز تضيع بلد التعليم يا محمد، فالتعليم النهارده بيرجع. طب ما تيجي نرجع الرياضه، ما تيجي نرجع الرياضه، ترجع الرياضه. انا عايز شبابي انا دلوقتي. طب ازاي يا استاذ ابراهيم لو حد النهارده بيسال حضرتك كان لك مبادرات ناديت في محلاتك واشرفت على وادرت بطولات بمشاركه مؤسسه الاهرام مع هيئات اخرى في الدوله، عملت بطولات عالميه تحت سفح الهرم للسكواش مثلا، وشفنا احتكاك على اعلى المستوى لابطالنا، وده كان بيفرز كمان مشاركات مصريه مبهره على مستوى العالم، ازاي نبدا نكرر التجربه دي حتى في رياضات اخرى؟ لا انا مش هكرر، انا ازاي نرجع الرياضه في المدرسه؟ ما لو رجعت الرياضه في المدرسه، انت بتتكلم على 22 مليون ولد وبنت في المدرسه، انت اكبر كتله بشريه موجوده في حته دي، وتحت ايديك وقدام عينيك، وعارف كل بيانات عنهم، وعارف حالتهم الصحيه ايه، عندك كل حاجه بتاعتهم. ازاي دول ما يمارسوش الرياضه والانشطه الاخرى؟ انا عايزه يمارس، لما اعليه يمارس موسيقى ويمارس، حتى لو انا مش مهم انه يبقى موهوب، انا لما بخليه يمارس ميزه من ضمن الميزات ان انا هعرف الموهوب عشان اخده على التراك بتاع البطوله او القطاع اللي يبقى متخصص في ده. انما المهم لما بيمارس موسيقى هيبقى بيعرف يتذوق الموسيقى، هو لو عرف يسمع الموسيقى ويتذوق الموسيقى مش هيشيل بندقيه مبدئيا، مش هيتطرف مبدئيا. لو عرف الرسم هيبقى صعب تجنيده ليتبع هذا التيار، ما ينحرفش اصلا من غير تجنيده، مش هيروح للسكه دي. فده مهم جدا بالنسبه لنا، واحنا عايزين نشتغل على ده. الموهوب ده بقى ده خير وبركه، ده حيلنا من الناحيه الثانيه، لما بيمارس هتلاقي لنا المواد في كل الانشطه، هاخدهم لقطاع البطوله. انا دلوقتي في المدرسه المصريه ما مش هقدر ارجع الرياضه مفهومه اللي الملاعب اتبنى عليها، ما هو اللي خد قرار بناء الفصول، بناء الملاعب فصول، ده واحد ما هو يا هو يعني هو ده يعني يا راجل ده متعمد يا متعمد، يعني ما ينفعش يكون بسلامة نية، ضيعوا كل حاجة، أو يمكن هي دي إمكانياته، الاحتمال الوحيد التاني يكون هي دي قدراته، أنه غير أهل للمكان ده، ده قال عن يعني أين كانت الأمور. أهو تاخد قرار. أنا ما أقدرش أرجع دلوقتي الرياضة بالمفهوم ده لأن ما عنديش ملاعب. أنا عندي خطة كاملة وكنت عملتها، بس جت الثورة بتاعت يناير ديت وعطلت الدنيا ولخبطت الدنيا وعشنا في الموال اللي إحنا فيه. الخطه اللي كانت معموله، وكان معايا الاستاذ الدكتور فاروق عبد الوهاب كجانب الفني، ده عميد كليه التربيه الرياضيه في المنيا الاسبق، لا اسم الدكتور فاروق معروف طبعا، والدكتور فاروق عبد الوهاب ده اصلا دكتوراه من امريكا، وكنا عاملين كان هو احنا اتفقنا ايه، طب مش هنقدر نرجع الحاجات دي، طب انا ارجع الاهم اللي انا عايزه لبلدي، الا وهو ان ازاي ابني المواطن الصالح، ازاي ابني الطفل ده اخده من السن ده ابني له جسمه لغايه ما يوصل 18 سنه، من ابتدائي ل 18 سنه، مجموعه من التدريبات البدنيه لكل العضلات وكل المفاصل ولكل الاربطه وللعمود الفقري ولكل حاجه عنده بياخدها مقننه لكل مرحله سنيه، واعملها ماده اجباريه لان دي ما فيهاش واحد ثلاث واحد، لا ده انا هاخد الكل في اي مستوى هقويه، ما كانش بيعرف يجيب ولا ضغطه واحده هخليه بعد فتره يجيب 30 ضغط 40 ضغط، وربي عنده عضلات وهربي له جسمه، بس هربيه في قوامه السليم من ابتدائي لغايه ده. ميزه الكلام ده ان التمرين اللي بتعمله بمسافه جسمك، مش عايز اجهزه، مش عايز ملعب، يعني يقدر الولد يتعلم التمرين في الفصل ويروح يبقى في البيت يعمله ضغط بطن مش عارف ايه الكلام ده كله. والجزء النظري وهي ماده اساسيه ان نبتدي اعرفه على جسمه اللي احنا مش عارفينه، ما هو الولد ده لو عرف الجسم اللي ربنا خلقه في احسن تقويم هيحترمه،
مش هياخد قرصة رمضان، مش هياخد حاجة، فيعرف يعرف ده. فانا يبقى نظري وعلمي. هنا حضرتك بتتكلم عن ابعاد خطيرة جدا لفكرة ممارسة الرياضة، انها جزء من مواجهة الفساد، مواجهة التردي الاخلاقي، مواجهة التطرف. الانتاج كمان بقى لما يبقى عندي، احنا صحتنا كويسة هيبقى عندي انتاج، لما يبقى عندي هيبقى عندي النهارده مجتمع امن لانه مارس الرياضة. يعني الرياضة دي حزبت له، عرف ازاي ان احنا مش هنكسب الا لما نبقى مع بعض. بقى شخص اكتف ونشيط وحابب ينزل ويشتغل واجتماعي والكلام ده كله ومتخاذل وعمر ده. فده موضوع نقدر ننجحها في المدرسه من بكره. مش عايز اي حاجه، مش عايز فلوس، مش عايز امكانيات، مش عايز اجهزه، مش عايز تابلت، مش عايز اي حاجه. هل نملك الاراده؟ قاعدين من خلال برنامجك وبقول اهوت من خلال القناه، هل نملك الاراده نعمل ده؟ احنا عشنا سنين طويله. طب هل المبادره دي حضرتك ممكن تعرضها بشكل مباشر على الدكتور طارق شوقي وزير التعليم؟ انا المفترض ان الدكتور طارق شوقي المفترض ان مش فاضي يشوف حاجه، انما المفترض ان عنده جهاز يدرس الكلام ده. انما دائما الرئيس السيسي بيطلب من كل مصري ومصريه التفكير خارج الصندوق، واي حد بيقول اي فكره الساده المسؤولين بقى اللي المفروض ياخدوا الفكره دي ويعملوها بيزعلوا قوي. هم المفروض ان هو عارف ان هو مسؤول، يبقى هو الوحيد اللي بيفكر جوه الصندوق وبره الصندوق. لسه عندنا القفه دي؟ اه. طب انا قلت الحكايه دي المفروض تصل للدكتور طارق شوقي بصوره او باخرى. هو في حاجه سر؟ لا، وحضرتك قلت الفكره على الهوا اهو في برنامج يعني. وبعدين هتقول لي يعني طب مين؟ لا اكيد حد سمع. ما فيش من 250 الف اللي في الوزاره وكان حد سمع الكلام ده ويروح قال الكلام ده؟ لان انا قلت حاجات كتيره زي دي، وانا قلت الكلام ده قبل كده ولا حد طبعا سال ولا حاجه. نتمنى يكون في استجابه لمبادره حضرتك واي مبادره مشابهه من اي مواطن مصري محب البلد وعنده فكره او عنده رؤيه مع مجموعه من المتخصصين بيطرحها ممكن تفيد او تطور مجال من المجالات، ومنها طبعا الرياضه انها امر مهم. انا هرجع مع حضرتك في الجزء الاخير من وقت هذا الحوار للعوده لحرب اكتوبر ونصر اكتوبر وذكرياتنا والاحتفاء دائما ابدا بهذا النصر الكبير واهم نصر في تاريخنا الحديث كله، يعني على مستوى مصر والعالم العربي كله مش مصر بس. لكن عايز اتكلم مع حضرتك شويه عن المشهد الحالي المحيط بالنادي الاهلي. النادي الاهلي مركز في شغله، بيعمل لغته دايما راقيه في التعامل مع الاطراف اللي بيتعامل معاها في الوسط الرياضي محليا ودوليا، لكن في محاوله بنراها لاستدراجه دايما لخلافات حتى لو مش طرف فيها، لجره لمعارك حتى لو معارك مفتعله او وهميه. بتشوف ده ازاي وبتشوف ازاي طريقه تعامل النادي الاهلي؟ عايز اقول لحضرتك انا عندي دايما مبدا دايما كنت بقوله وبكتبه، حتى كنت بقوله لزملائي في الاهرام الرياضي وفي الاهرام وبقوله دلوقتي. الحقيقه اللي عايز ينجح في الحياه، الحقيقه مطلع. انت عايز تنجح يعني عايز تطلع لفوق كده، فكانك طالع في مطلع. لو انت طالع مطلع الجاذبيه بتشدك، يعني طب انت بتجد الصعوبه في المشي. ربنا رزقك بواحد في نص المطلع مش شعبط في الجاكيت وعمال يتخانق معاك. انا رايي انا في الحديث لما الشعبط في الجاكيت قلعها واسيبها له، صح هتتقطع. الشعبطه في الجاكيت اللي هي الخناقه اللي بتفتعل عشان اعطلك، يعني استدرجك لمعركه لا انت لك علاقه بيها ولا انت طرف فيها وهتثنيك على مسارك ولا ده واخده فبعطلك. انا نصيحتي بسيطه جدا، انا لا التفت لاي معارك. كبير لا يلتفت للمعارك، لان المعارك دي والكلام ده كله بتاعت الصغار. انما انا عندي رساله وعندي حاجات وعندي التزامات وعندي حاجات كتيره جدا. ادخل انا هدخل في خناقه واتكلم منها، واصل انت لو استدرجت لده وبقيت رد فعل الكلام ده مش هتشتغل. لا 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 التفت لا 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 احد يلتفت لهذا الكلام. عرفناك صريحا دايما في الوصف وفي الاشاده وفي النقد، شايف ازاي مجلس الاداره الحالي بقياده الكابتن محمود الخطيب منذ ان تولوا المهمه بعد انتخابات كانت صاخبه جدا اجتماعيا واعلاميا في مصر؟ انا شايف ان مجلس الاداره ده نتيجه الانتخابات جت المفروض ان هي بتدي المجلس الاداره الكابتن خطيب ومجلسه بتحمله مسؤوليه كبيره جدا. انا شايف في اعضاء في المجلس مع احترامي الكامل ليهم، لا دي مش امكانياتهم، يستطيعوا ان هم عندهم افضل من كده. طبعا يا اخي، ده انت في النادي الاهلي يا اخي، ده انت عضو مجلس اداره النادي الاهلي يا اخي. ده انت لو راجل، لو نظريه السيسي للرئيس بيدرب بيلمز، لو انت 100 سيسي ده انت المفروض تبقى 3000 و4000 سيسي. ده انت قاعد على كرسي في مجلس الاداره قاعد عليه مين؟ نحن يعني ناخد بالنا من ده. عايز شغل اكتر وعايز طموحاتك لمجلس الاداره والنادي الاهلي اكتر. عايز اقول عشان في البعض يعني ممكن تبقى خبراته قليله، قوتك في انك في تجمعنا وتوحدنا في المنظومه دي كلها، ان انا نبقى حاجه واحده كيان واحد، دي قوتي. ما انا وانت ادينا على ايدين بعض هنبقى قويه، ولو حد ثالث هتبقى قبضه حديديه، ولو اكتر واكتر غير انا لوحدي بسيطه كده. فانت لوحدك مش هتعمل حاجه،
انما قوتنا في تجمعنا وتلاقينا. طيب وبالنسبه لكابتن محمود الخطيب بما يمثله طبعا قيمته الكبيره في المجال الرياضي والكروي في تاريخ الرياضه المصريه والعربيه، شايف ازاي منهجه انه بيلتزم الصمت في مواجهه اي محاولات لاثاره جدل، وانه بيشتغل وعندهم رؤيه طرحوها سواء على مستوى الانشطه وتطويرها او النشاط الرياضي والنهوض بشؤون كره القدم في النادي، ان شاء الله مردودها. عايزين نعرف راي حضرتك في مسار الفريق كمان على مستوى البطوله الافريقيه واقترابه من ان شاء الله انه يحسم الدور قبل النهائي للصعود للنهائي. انا بالنسبه للاداره كابتن الخطيب والكلام ده كله، وطبعا اقحم في حاجات كثيره جدا ومشاكل كثيره جدا، بس انا في رايي ان النهارده انا الصمت طبعا ده يعني لغه عظيمه او شيء عظيم لا يقدر عليه اي حد، انما الصمت له حدود. انما الكابتن الخطيب لا يمثل شخصه، عندما يتعرض لاي تجريح ولا حاجه هو بيمثل كيان النادي الاهلي، الكيان ده اعضاء وجماهير، ومن ثم احنا في البلد دي فيها قانون، وانا لم يبقى في حد يتجاوز القانون يبقى عليا ان انا الجا الى القانون بس. طيب كره القدم، النادي الاهلي حريص على العوده للمشاركه عالميا، وحضرتك تابعت طبعا وكنت قريب جدا من النادي وقت ما كان الكابتن حسن حمدي رئيس للنادي والكابتن خطيب نائب للرئيس، وشفت حجم الظهور عالميا والمشاركه في كاس العالم للانديه وحجم البطولات الافريقيه اللي ازدادت ورصيد الاهلي اللي ازداد واصبح بفارق كبير عن اقرب المنافسين على المستوى المحلي والعربي على مستوى مصر والعالم العربي. شايف ازاي فرص الاهلي وادائه ومنحنى ادائه في البطوله الافريقيه اللي طبعا هي امل ان تعود بنا مره اخرى الى كاس العالم؟ بس انا عايز افكر جماهير النادي الاهلي دايما ان النهارده ان الفرقه ديت، ان انا بس يعني انا اول اشاده عايز الفت نظر ليها المدرب الموجود، المدير الفني للنادي الاهلي، المدرب حقيقه مدرب انا شايفه نموذج، ده هيعمل رقم ما اتعملش غير مسبوق، ده هيدو يعني مع احترامي لمستر كوتي، وعلى فكره ما فيش مقارنه للاجيال، وما اقدرش اقارن، ما اقدرش اقارن مستر جوزيه بمستر كوتي مثلا، ده كان في فتره في مرحله بكوره غير كوره بلاعبين بقدرات محدده تانية في الفتره دي، ما فيش مقارنه، ما فيش مقارنه، بس عشان خاطر مستر كوتي عمل نتائج حاجه عظيمه، ديل كثلاثه الاجانب العلامات البارزه الاجانب، ومستر مانويل جوزيه عمل حاجات عظيمه، وده النهارده مدرب انا في تقديري ان هيعمل حاجات عظيمه. ليه حضرتك بتقول كده عن لان انا الراجل ده بكل المقاييس لو كان هو لو مش كويس كان هيقول لهم متشكرين، او انا طب انا السلم بعد ما نخلص بس بعد ما اطلع من افريقيا، ما هو كان المفروض الاهلي عنده نقطه، يعني هو ماتش ويطلع مش بطل ويخش، يعني مش ماتش ويخش، في فرق انك انت بتلعب على حاجه عشان تطلع، كان يستنى يقول لهم طب انا اما يخلص بس الماتشين اللي في افريقيا ويطلع السلم بقى على حاجه، انما ده استلم والنادي الاهلي عنده نقطه. أصعب موقف في البطولة، نقطة صعبة، نمرة دي نمرة واحد، نمرة اتنين أنت عندك فرقة فيها في كمية حاجات مش شوية، يعني النهاردة لعيب في حاجات كتيرة وحواديت كثيرة جدا ما ينفعش الكلام فيها يعني، إنما مع ذلك قبل هذا الكلام، إنما اللي بيعجبني في الرياضة ده باين أداؤه اللي مش يعني اللي مش واخد باله ياخد باله يشوف في إزاي ده أداء الرياضة في الملعب. إنما الميزة اللي فيه إنه الشخصية دي تالتة خالص، الهدوء والاحتواء الذي يتناسب مع شخصيه اللاعب، يعني ازاي تبقى حازم قوي وازاي تبقى انت يعني حنون قوي، ازاي انك بتاخد بالراحه، لان اللاعب المصري طبعا عايش الاحتراف وما بيعملش اي حاجه في الاحتراف يعني لا، وحضرتك تعلم انه حتى مهما كانت يعني حجم ارتباطات اللعيب بمعايير الاحتراف الا اننا طبيعتنا مزاجيه الى حد كبير. لا 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 ما فيش، انت ما فيش احترام يعني مساله، ما حد ما مش عارف ليه، مساله لخبيطه، ما دي من ضمن مقاسي الرياضه المصريه. هو طب حد يقول للنادي الانديه في مصر انديه رياضيه ولا انديه اجتماعيه؟ ولا انديه رياضيه اجتماعيه ولا اجتماعيه رياضيه؟ طب واذا كانت هي انديه رياضيه ازاي الانتخابات بتاعتها تبقى اجتماعيه؟ انت عارف النادي الانديه من الذي يحدد النادي ده؟ انتخابات اجتماعيه، البوفتيك وحجمه قد ايه والمفرش والرحلات اللي هي الخدمات اللي بتقدم، الخدمات مش المدمين، هتجيب اجهزه فنيه مين ولا رؤيتك الفنيه ايه؟ رغم ان النادي دلوقتي هو المسؤول الاول عن البطوله في مصر، النادي، لان هو اللي بيعمل اللاعب، ياخده من حد واحد مش معروف بياخده لغايه ما بيقدمه للمنتخب، نجم للمنتخب، للمنتخب ايا كان مرحله سنيه، النادي اللي بيعمل ده وهو اللي بيختار الاجهزه الفنيه، اذا احسن الاختيار هيبقى بيعمل قاعده صحيحه، اذا اساء الاختيار هيعمل قاعده مضروبه، وطبعا في 80% من الانديه في اساءه اختيار، فالنتيجه عندنا انها مضروبه فالمستوى كده، فالنادي وبعدين اختيارات الجمعيه العموميه اللي انا ومراتي واولادي وستي وخالتي والناس ديت هي التي تاتي بالمجلس اللي بيجيب الاجهزه الفنيه اللي بتعمل البطل،
ده المجلس ده هو اللي بيختار الاتحاد الرياضي اللي هو. طب وحضرتك شايف حل الاشكاليه دي ازاي؟ لا لا لا، يتعمل الانديه المحترفه في نادي اهلي اجتماعي زي ما هو في الجزيره، ده نادي اجتماعي وبالمفارق، انما النادي المحترف هناك بالنادي الاهلي لكره القدم. طيب النادي الاهلي كان صاحب اول مبادره من سنوات حضرتك تابعتها وطرح ده، وجاب بعض الشخصيات بتمثل بريمير ليج، الدوري الانجليزي، رابطه المحترفين في بعض المناطق في اوروبا عشان يحدث حاله وعي في مصر بحقوق البث والحقوق وتوزيع الحقوق بين الاتحادات والانديه، انديه المحترفين، لسه لم يطبق شيء. يعني النادي الاهلي قاضي هذه انت اصلا انت مجبر تعمل ده، والاتحاد الافريقي ادانا 300 انذار ان الانديه بتاعتنا محترفه، عملوا احتراف على الورق. انما احنا ما عندنا احتراف على الوقت. يعني احتراف يعني ايه؟ يبقى النادي ده شركه مساهمه، يعني مجلس ادارته دول مجلس اداره محترف متفرغ يديه بكل الوقت، ما فيش حاجه اسمه واحد يدي لي بيشتغل دكتور ويدي لي بعد ما يخلص العياده يدير في النادي. يا احنا بنهزر؟ ده لازم ده اللي يتعمل. والنادي الاهلي لكره القدم والنادي الاهلي للعبات الثانيه كده، اخد دول على الاستاد اللي هيتعمل. طب ده ممكن على ارض الواقع يتحقق في مصر ولا لا؟ وخلال قد ايه من وجهه نظرك؟ ما اعرفش، ما هنا الدوله ما اعرفش هيتعمل ولا لا، انا ما عنديش فكره. وهل الاتحادات الرياضيه مش عجايب الاتحادات؟ انت الانتخابات اتحاد الكوره لو اتعملت 300 مره الناس دي هتنجح 350 مره. لان اللي بينتخب اتحادات الكوره مين؟ يعني الفرقه اللي في الدرجه الرابعه دي اقل عمره 41 سنه وبيلعب في مسابقه بيشرف عليها الاتحاد، انما هو بيلعب ليه؟ لان هو الاتحاد عايزه عشان الصوت، الانتخاب صوته زي النادي الاهلي ونادي الزمالك. يعني هنا حضرتك شايف ان منظومه انتخاب الاتحادات الرياضيه فيها منظومه الانتخابات الرياضيه كلها لازم تتعدل وتتعمل. وبعدين الانديه اللي فوق دي ما لازم، يا جماعه احنا عندنا احتراف. يعني النادي الاهلي كل اللاعب محترف والاداري محترف والمدير الفني محترف واللي بيديرهم الوحيد اللي مش محترف. طب والنبي ده كلام. طب لو توفرت الاراده السياسيه لقرار زي ده في الدوله او الرؤيه يتعمل في ربع ساعه، يتعمل انديه محترفين في ربع ساعة وشركات مساهمه لاداره كره القدم في ربع ساعة. الكيانات بقى اللي بتحتك بده هتدعمه؟ هتدعم الاتجاه ده الدوله ولا يوقف؟ محدش يقدر يوقف اصلا، في اراده الدوله محدش هيقدر يوقف. هنهزر؟ مفيش حد هيقدر يوقف. بس المهم النهارده ان انا ما بعمل شركات مساهمه والكلام ده عشان ما نطليش حد، ودي النقطه الوحيده اللي محتاجه بس ده، ما يحطليش حد على نادي يكون ليه توجه سياسي. مفهوم. طيب النادي الاهلي قادر يتعامل مع المعادله الصعبه اللي حضرتك اشرت اليها ازاي كافضل نموذج مصري وعربي؟ حضرتك قلت ان في اشكاليه بالفعل ان النادي نادي رياضي ونادي لقطاع البطوله والممارسه الرياضيه والنشاط الاجتماعي في نفس الوقت. كيف ترى تعامل النادي الاهلي مع الظرف الحالي؟ لا النادي الاهلي، النادي الاهلي ان هو اول نادي النهارده انه يقدر يعمل شركه تيجي ترعاه تدفع كانت السنه دي دافعين مليار جنيه، اول حد يعمل ده. وبالمناسبه بعد اللي حصل واعتذار الشركه، النادي الاهلي ما يعمل اللي هو وكاله، هو من عنده يعمل شركه بقى، ما هو القانون بيسمح له. انا اعمل وكاله اعلانيه اسوق بيها ماتشات، انا اجيب حد غريب ليه يسوق لي؟ ما الاهلي اسم بياع، يعني مش محتاج، يعني مش محتاج حاجه. انا كنادي الاهلي اعمل وكاله عندنا، وكاله اعلانيه عند تسوق لي هذا الكلام، تسوق هذا المنتج بتاعي، تسوق لي النادي الاهلي، الحقوق بتاعته كذا، وتعمل الكلام ده كله. اعمل ده، والنادي الاهلي عامل حاجات كتيره في هذا السياق برضه بتفكيره هو اللي سبق الاخرين. في فرق كبير بين النادي الاهلي ومن يليه في الحقوق، شوف ده بيدفع له قد ايه وده بيدفع له قد ايه. يعني النهارده وضع النادي الاهلي وقدراته من وجهه نظر حضرتك تسمح له بالاستغناء عن اي ضغوط؟ طبعا 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 طبعا. وكان في تجارب مشرقه في مصر مع كيانات مصريه زي مؤسسه الاهرام في فترات سابقه، كان في تجارب وتعاون وعقود اعلانيه او عقود رعايه في فتره من الفترات كانت احدثت يعني ضجه في الوسط الرياضي المصري في فتره من الفترات. انا في تقديري ما في النادي الاهلي ما عندهوش مشكله في اي حاجه، لان النادي الاهلي العصب الحقيقي له والسند الحقيقي له جماهيره. طيب اللائحة من أكبر الخطوات اللي كان حريص عليها مجلس الإدارة الحالي، وحالة لم نشهدها أو ربما من وجهة نظري كانت غير مسبوقة في حجم الحوار المجتمعي الرياضي اللي تم إجراؤه حولها. شايف التجربة دي إزاي وحرص النادي الأهلي على الاستماع إلى أكبر كم من وجهات النظر؟ لا هو النادي الأهلي عمل حاجة مش سنالي بس، النادي الأهلي عمل حاجة الحقيقة. أصل القانون غريب جدا في الموضوع ده. القانون بيجي يقول لك أنت عندك لائحة فيها 100 بند سي، هتخش يا توافق عليها يا ترفضها. طب يا عم انا عايز منها 60 بند وفي 40 مش موافق عليهم، اعمل ايه؟ فانت بتضطر كنت تقبل. فانا ال 40 دولت بيعملوا لي انا كاداره نادي عند الجمعيه العموميه مشكله، لانه عنده 40 بند في الجمعيه العموميه لما يجي حاجه فيهم هو ضدها وهيخالفها ومش هيبقى موافق عليها. النادي الاهلي يعني فكره عبقريه الحقيقه،
اللي عملها لائحه النظام الاساسي. لا الفكره اللي عملها الكابتن خطيب ومجلسه الله، ان انا النهارده قلت طيب ما حدش عمل ده اصلا، انا اجيب الجمعيه العموميه يعني دي نقطه متحضره بقى، واجيبه تعالوا نناقش مع بعض، ان انا ما اقدرش اغير القانون، انا النادي الاهلي ما اقدرش اغير القانون يعني اخدت بالك، وما اقدرش اعمل الموافقه في الانتخابات على بند ان هتقعد الانتخابات 40 سنه اللي عملتها كده. فانا كل اللي عملوه انه ما ناقشوا القانون ده من خلال ورش عمل ومن خلال ندوات ومن خلال لقاءات ومن خلال اجتماعات في الانديه كلها، مجلس اداره والكابتن الخطيب بيروح هنا وهنا وهنا، ناقشوا كل التفاصيل وقدروا يوصلوا يعني بعد. هنا القيمه ايه؟ ان انا احترمت الجمعيه العموميه واحترمت الناس، واصبح النهارده ان انا عندي بقى النهارده الاغلبيه اللي هي صوتت وعملت الكلام ده كله موافقه على اللائحه دي، حتى لو كان ليه ملاحظات على البعض، بس شيء افضل من لا شيء. بس انا عملت حاجه غير مسبوقه، نفسنا تتعمل في بقيه الحاجات. طيب استاذ ابراهيم، مستوى المنافسه في الدوري العام شايفها بتزيد ولا بتقل سنه عن الثانيه، خصوصا مع دخول بعض الكيانات؟ يعني انديه النهارده بتجد لنفسها بشكل او اخر داعم كبير جدا، حجم تمويل ضخم جدا، بدات خريطه بعض الانديه تتغير بشكل مفاجئ زي ما شفنا لنادي او اكتر هذا الموسم. شايف الدوري صعب وفي منافسه حقيقيه وممكن يفرز جديد ويفرز نجوم، ولا شايف مستوى المنافسه فيه ما زال؟ انا مش شايف حاجه خالص الحقيقه، لان انا النهارده انا مش عارف ازاي اتحاد الكره ما خدش باله من الحكايه دي. نادي زي النادي الاهلي هل هو يعاقب لانه نادي بيلعب في افريقيا؟ ما فيش نادي اللي بيلعب في اربع حاجات مع بعض، يعني حتى بره اللي هم محترفين بقى وعندهم ظروف وامكانياتهم ما بيعملوش ده. النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت دي لعب عدد ماتشات ما فيش لعيب في العالم لعبها. انا كان لازم النادي الاهلي الاتحاد الكره يعني يتنبه لده، والانديه اللي مشتركه في بطولتين او اكتر اخفف عنها الحمل، عشان ده هينعكس على حاجات كتيره. فلما تيجي تقول لي دوري، احنا عارفين دوري ايه، ده النادي الاهلي بيلعب ماتش انت الماتش ده يا ابني تبع ايه؟ يقول لك ده تبع البطوله العربيه. بعد يومين الاقيه رجع من البطوله العربيه من ماتش كاس مصر، ده مسافر افريقيا، ده بيلعب في مش عارف فين، ده في كاس مصر. انت لما تلعب كاس مصر ودوري عام وبطوله عربيه وبطوله افريقيه وفي ايه؟ فانا ما لما هي بخلص الاهلي بطوله افريقيا دي هتخلص اصلا، وعلى فكره السنه دي بطوله افريقيا هتخلص وهتبتدي بعديها باسبوعين. يعني في يا جماعه كان لازم حد ينظم هذا الكلام، او كنتوا زودوا عدد انا ما اعرفش، يعني كانت لازم تتنظم. يعني حضرتك معترض حتى على شكل جدول الدوري الحالي؟ ايوه، ما اصل في انديه مش مشتركه اللي في الدوري بس تلعب في الدوري، يعني خدت بالك ده وضعه. انما انت النهارده لما يبقى النهارده وبانت النهارده النادي اللي هو بيلعب في اكتر من حته، لان المسؤولين في اتحاد الكره كان لازم اتحاد الكره ياخد باله من ده. قالوا لنا من قبل اعلان جدول الدوري كنا بنناقش ده معاهم من خلال برامجنا المختلفه في شاشه قناه الاهلي، وقالوا لنا ان عندنا اشكاليه كبيره جدا الموسم اللي هيبتدي، وان الموسم وقته مضغوط قوي نظرا لعوامل كثيره جدا، وان الموسم اللي ابتدى ده كان الاقصر في المده الزمنيه او اكتر موسم مضغوط. هم عاملين اصلا كل كذا ماتش ما تزودش عليه حمله من بره، كان لازم اعتذر عن بعض البطولات اللي جايه من بره. لان كده انا كده بضر لعيبتي وبضر انديتي انا. كان لازم نخلي بالنا نحافظ على انديتنا، وهتظهر الاصد على الفكره قدام شويه. قناه الاهلي ودورها، دايما بنسعد براي حضرتك ايضا بمنتهى الموضوعيه في وسط ما نشاهده من خروج عن اللائق في المجال الاعلامي بشكل عام، مش بس في الوسط الرياضي في مصر، احيانا في للاسف في مجالات اخرى. الى اي مدى ترى ان قناه النادي الاهلي قادره تلعب دور جيد او تضيف لمنظومه الاعلام الرياضي في مصر وفي العالم؟ يعني قناه النادي الاهلي يعني ملتزمه بتقاليد النادي الاهلي، ده اللي اقدر اقوله يعني. فهي عارفه المساله والتقاليد اللي هي موجوده، اللي هي تقاليد اي انسان عادي سوي، انه يعرف الصح من الغلط والعيب مش من العيب بس، وده الموضوع. عوده الجماهير، حضرتك محتك بالاحداث في مصر السياسيه والرياضيه، شايف ازاي اشكاليه عوده الجماهير بكافه ابعادها بقى الامنيه والاجتماعيه والرياضيه والاستثماريه؟ يعني ما فيش كرة من غير جمهور، ولازم الجمهور يخش. وفي نفس الوقت ما في، انا ضد تحت اي ظرف من الظروف ان تبقى المدرجات ديت اداه من ادوات اي حاجه خروج عن المألوف في اي شيء. يعني انا ده ممكن حل الاشكاليه دي بهتالي، ممكن حلها بهتالي، ممكن حلها توعيه. بتحمل او بتطالب مين يتحمل اكبر مسؤوليه؟ الجمهور نفسه بوعيه بالتزامه بسلوكه، ولا اجهزه الدوله، ولا الاتحادات والانديه الرياضيه؟ مين الطرف اللي ممكن يقود عمليه الحل؟ انا المساله دي ممكن الكل، خاصه اصل الموضوع اصلا اتقلب سياسه. واحنا عشان ما نقعدش بس نتكلم اداري، احنا بنتكلم على الالترس، وده الدوله فكت هذا التنظيم، ما اصبح ما فيش ده، انما بقي في النفوس او بقيت في التنظيم انه بيفكر بالتفكير بتاعه. طب يا عم الشاب انت
ما ينفعش انك تشتم، وانا ضد ده شكلا وموضوعا وقلبا وقالبا. وما خدت بالك انما إن لانك انت الاساس انت جاي، لان الالترس انا في رايي لما اتعمل هذا التنظيم صاحب الالترس هو صاحب كفايه، هو صاحب 6 ابريل. يعني ايه صاحبه؟ يعني ده تعبير مجازي، اللي عمل ده هو له لقب ده، واخطرهم كان الالترس، انك بتاخد ناس منتميه ومنتمي لانديه كبيره، فاعداد بلا وخدت الانتماء. الشاب الصغير ما يعرفش حاجه وملوش علاقه بالموضوع، وما 99% 99% من كل اللي موجودين في المدرج دول هم ما عرفش اي حاجه. انما في احنا ليه مش بنفصل سلوك الدمهره اللي هو سلوك القطيع؟ ما دام الناس قعدت في مجموع المسؤوليه الفرديه انتفت، فانت بتتصرف تصرفات مش هيحاسبك عليها القانون، فبتعمل اللي انت عايز تعمله، تشتم بقى، تزق الطوب، تعمل اي اللي انت عايز تعمله. لازم نرجع نظبط دي. يعني هنا حضرتك بتطلب من الجمهور نفسه بمختلف فئاته العمريه ان هو الاساس في ضبط هو ده لا، ولازم يبقى في اعلام. انما اللي حصل ايه؟ الاخوان دخلوا على الخط، وابو اسماعيل دخل على الخط، وده دفع اللي مش عارف، وده عمل ده ايه، واستخدموا في استخدامات، ان انا احاول استغل بعض المجموعات، وده حصل. فلازم، ومش معنى ان هم استخدموا، انا رايي ان هم شباب نقي جدا وممكن سهل، واذا كان فيهم قيادات فزقت على رقبتها. وانا الاصل اللي انا مفيش حد اقوى من بلد، ولا يسيء لبلد، ولا ممكن يبقى ضد البلد، استحاله. يبقى نروح بقى كلنا. فالنهارده مفيش حد، حد مش لا حد. بشكل عام يا استاذ ابراهيم، لو تجاوزنا نقطه انه استغلال بعض العناصر الشابه في فتره من الفترات بشكل خاطئ في اعمال منافيه للقانون او اعمال شغب، بنتكلم بقى عن الجمهور. الجمهور بس اللي عايز يحضر المباريات الاستثمار الرياضي، خلاص. ما ارمي يعني، ما هاصل الجمهور العادي اللي كان بيحضر زمان الماتشات، مساله بقى ما اختلفت الدنيا، غير الزحمه والغلو يعني في حاجات كتير ما بقاش يقدر ده. وبعدين هو فين يعني هيقدر يروح ازاي كل يومين ونص ماتش؟ يعني قاعد هو خلاص يقعد بقى جنب الاستاد. طب هل احنا هنقدر نحدث نهضه رياضيه في مصر او نهضه استثماريه وتسويقيه للرياضه المصريه وكره القدم المصريه دون وجود حضور جماهيري حقيقي في كل المنافسات؟ ما فيش رياضه من غير جمهور، لازم نعمل ده وتتحل، وهي تتحل، بس تتحل بالنوايا الطيبه وبالعقول النيره يعني. طيب هرجع مع حضرتك للكثير من الامور المتعلقه بحرب اكتوبر والدروس المستفاده منها، وحضرتك قلت نقطه يعني عايز اقف عندها قليلا. حضرتك بتقول للاجيال الاصغر او التي لم تكن على يعني بدات عمرها بدا او على قيد الحياه وقت هذا النصر الكبير، انها الامر مش لقطه وانتهت او مرت، ان احنا لازم نفضل نتعامل معاها باننا نقدر نقيس الكثير من الامور على ما تحقق في هذه الحرب. محمد، الشعوب اللي مش في تاريخها اي حاجه كذبوا، قالوا حاجات كذب، عملوا حكايات كذب وصدقوها، وبقى ديت قصص بطولاتهم. احنا لما بنتكلم عن اكتوبر، او بنتكلم عن اكتوبر على فكره مش عشان خاطر كل واحد شارك، ربنا سبحانه وتعالى هيكافئه او كافئه على اللي حصل ده. احنا بنعمل ده مش لحاجه عشان النهارده وعشان بكره، انا بنقول على اكتوبر لان انا الشباب محتاج يعرف انه يقدر لما يبقى هو في اي شغل ليه، وحاسس ان في عقبه قدامه، وحاسس ان هو مهزوز او خايف، ما تخافش، نقدر. ليه نقدر؟ تعال نشوف، نرجع بقى لاكتوبر دي. انت خلصت 5 يونيو من هنا، فبقى عندك واقع بيقول لك ان قناه السويس بقت اكبر مانع مائي عرفه التاريخ في حرب. بقى قناه السويس بتاعتنا اللي احنا حفرينها بقت هي اكبر مانع مائي قدامنا، بقت اكبر عدو لينا بمعنى اصح. طب وبعدين؟ هم ما سكتوش، هم عملوا ستر ترابي. وبعد ستر ترابي عمل خط برليف 31 نقطه قويه. الثلاث حاجات دول ورا بعض خلى كل خبراء العسكرية في العالم كلهم قال لك انسى بقى، يعني ايه، شوفوا حل بقى واتكلموا معاه ان الموضوع ده خلاص صعب، انسى بقى تتكلم في الموضوع ده بقى، وعليكم ان ترضخوا الامر الواقع دائما للحروب. والنقطه دي الرئيس اتكلم فيها برضو، واتكلم فيها عشان في ايه جنرالات القهاوي واللي بيقعدوا والعيال بتاع قنوات بتاعت الاخوان اللي بره لما يجي يكلمنا يقول لك اصل كان لازم نحارب وازاي احنا وقفنا. لما الرئيس بيقول ان اللي حصل ده، ما انا بعمل الحرب، بعمل رؤوس كباري، بوصل لمرحله معينه وبقف. انا النهارده عملت نصر سياسي، كوني اقتحمت القناه ودمرت ستر ترابي واحتليت خط برليف ودخلت 10 حوالي 15 وصل ل 20 كيلو جوه، ده نصر سياسي ونصر عسكري. تعال اقعد معايا بقى، العسل اتكلم. وفكره عقل مصري رحمه الله اللي هو باقي زكي يوسف
يعني حضرتك شايف انه مفيش مستحيل لو في الاراده لا لا لا, لا, لا هو حرب هو ده اعجاز اكتوبر كونك تقتحم القناه مفيش مستحيل كونك انك انت تعمل 81 فتحه في السواتر الترابيه 81 فتحه في السواتر الترابيه دي خلال 6 ساعات او 7 ساعات عشان تعدي منها المجنزرات كان فيها 3 مليون طن متر مكعب تراب تعملهم في 6 ساعات ده اعجاز ايه اجمل لحظه من لحظات بانوراما اكتوبر كلها المعركه كلها بالنسبه لحضرتك والمجموعه اللي كانت قريبه منك في الوقت لا انا في حاجات يعني زي ما بقول كل واحد عدى حاجات كيف وانت لما تيجي تشوف لو انا النهارده خدت انا هاخد حضرتك وتبقى انت في الجبهه في الفتره بتاعت ايه يوم 6 اكتوبر خدت بالك وهحكي لك وانت واقف كده هقول لك انت هتقف هتشوف المنظر لما هتشوف العساكر بهدومها الداخليه كده ولابسين صنادل واللي بيغسل هدومه مش عارف ايه تقول عليه العوض في مصر واحنا كده ولا 80 سنه هنحارب احنا بنعمل دليل ان احنا ده جزء من خطه الخداع الاستراتيجي اللي احنا عاملينه وموسى ديان ذات نفسه جه يوم 6 اكتوبر الساعه 11 الصبح 11 الصبح وبص فكيسنجر بيتريق قال لك شاف الشجره وما شافش الغابه يعني في غابه قدامه ما شافش كان عندك 80,000 واحد تحت الارض اللي هم في الخنادق متخندقين 11 الصبح يعني كان فاضل 12 واحدة 2 فاضل 3 ساعات هيبقى في رحيم في الحتة دي قال لك دول عمرهم ما هيحاربوا ورجع وده الموقف السكوت ده كله انما تعالى شوف الجبهة بقى لما تيجي اول حاجة انك انت مرة واحدة تفاجأ ب 220 طيارة تقريبا العجل الطيارات دي هيلمس المية بتاع القناة من على دماغ المقاتلين وده عشان رفع الروح المعنوية وعشان الرادار الرادارات فداخل كله من على القناة الضربة الجوية والكلام ده تبقى دقيقتين ثلاثة فهم 10 دقايق كانوا خدوا لهم 10 دقايق وطلعوا منين؟ من البحر الأحمر ومن البحر الأبيض عشان المدفعية هتشتغل. أما تشوف بقى يعني أنت تحس كده كأنك مايسترو واقف وبيمزح حاجك مش في حرب لا ده احنا 2000 مدفع بيضربوا 53 3000 طن ذخيرة 3000 طن تصور إن كان 175 دانة في الثانية في الثانية الواحدة في 175 دانة من 2000 مدفع دول بيضربوا على مسافات بقى 5 كيلو 10 كيلو 15 كيلو لغاية 30 و35 كيلو في الوقت ده في 100 بند في 100 أمر بيتنفذوا في نفس اللحظة الناس بقى بتاع المهندسين 3000 طن حضرتك بتقول 3000 طن ذخيرة اتضربوا في 53 دقيقة ما حصلتش في أي حتة في العالم ضربة المدفعية دي ما حصلتش في أي ضربة المدفعية ضربة الطيران ما حصلتش في أي حتة في العالم كونك بقى تقتحم القناة وعايز برضه اقف هنا لان احنا كان كله يقول لك العبور، العبور هو ان تنتقل من شاطئ مؤمن الى شاطئ مؤمن. انما لما يبقى الشاطئ الثاني فيه جهنم اسمه اقتحام. انا اقتحمت عنوة والعدو هناك. رحنا عدينا، كان بقى في ناس بتطلع عشان تعمل رؤوس كباري، يعني ناس بتعدي القناة عشان تقف على 500 متر وكيلو من القناة يبتدي يمنع لان انا مش عايز دبابه من بتوع العدو ويطلع على المصاطب اللي كان عاملها على الساتر الترابي كان عامل 100 مصطبه لو ثلاث دبابات طلعوا ما كانش حد عدى لانهم خلاص هيبقوا عندهم نقطه قوه الارتفاع من فوق محدش عمل ده بعت دوريات عايز اقف قدام دوريه بالمره ما دام بيتكلمنا كده دوريه كانت من الكتيبه 183 صاعقه الدوليه دي طلعت برضه 6 اكتوبر في اللحظات دي ابرار ابرار يعني ايه يعني ركب الهليكوبتر من على الارض وهتنزلهم على الارض وتمشي وتسيبهم يرجعوا زي دي مشكلتهم بقى ده موضوع تاني يعني خدت بالك دول رايحين خلف خطوط العدو عشان يمنعوا تقدم العدو اللي جاي بقى اللي هيعمل احتياطي تعبوي اللي هيجي في الايه في الهجوم المضاد 183 صاعقه دي مين قائدها؟ قائد سمير زيتون سمير زيتون ده واحد قعد 80 يوم خلف خطوط في ايام حرب الاستنزاف وهو بيتدربوا في الصاعقه في مدرسه الصاعقه في التدريبات ابوه انفجرت تدريبات حيه القوات الخاصه كانت تتدرب بالذخيره الحيه عشان اللي يغفل يموت ويخلصنا عشان يبقى اللي باقي عارفين ازاي يحاربوا يتعاملوا في المعركه عشان كده لما جت الحرب كانت الحرب بالنسبه ليهم اسهل كتير من اللي شافوه في الست سنين بتوع التدريب ده قولا واحدا يعني دراعه اتقطع تعالج وبتاع ورجع فطبيعه الامور انه هياخد شغل فجاء كان هيختاروا قائد كتيبه خد البندوي قاعد قال لهم انا يعني ده اول مره خارج التقاليد العسكريه قال لهم انا هبقى قائد الكتيبه واللي حاضره بنفس حاضره باللي حيله وحاضره يعني مش اخدم انا مش معنى اني فقدت دراعي وبقي قائدا للكتيبه وقام بالمهمه دي في حرب 6 اكتوبر قاتل كان من القاتلين طلعوا بقى بالحظ وبقى بطياره طياره فانتوم ضربت الطياره بتاعته
واصيبت ونزلوا كان نزلت صحي. قدروا ان هم يعطلوا العدو اكتر من 18 ساعه الرجاله بتوعه. ما انا كنت عايزه 6 ساعات. انت بتوقفوا في المضايق هناك عشان يمنع بس عمليه العرقله دي المستهدف منها 6 ساعات حاجه كده. قعد يحاربوا لغايه الذخيره ما خلصت، وهم العدو مفكر انه بيحارب مثلا مجموعه صعقه مش 30 مش سريه لفصيله، يعني حوالي 60 واحد. ده زمير زيتون، ده المقاتل المصري. اما اطلع انا عايز بس اقف لحاجه حصلت يوم 26 اكتوبر 68. اليهود في الوقت ده كانوا احتلوا سيناء، فهم جالهم فكره في دماغهم قالوا ان احنا هنجمع مشايخ سيناء ونخليهم يعملوا تأييد ودون تفويض عشان تدويل سيناء. كانت فكره من الافكار، هم عايزين يغزوا عبد الناصر وبيضغطوا عليك. جمعوا مشايخ سيناء، كان 26 اكتوبر 68 في الاجتماع، والمشايخ خودوهم ولهم وجابوا وكالات الانباء بقى ومؤتمر صحفي عالمي عشان حير المشايخ هتطلب تدويل سيناء. نعم. وخلاص بقى، وانت عارف بس تطلع قرار من اهل الناس كله هيتنفذ. ففي الاخر المشايخ قالوا لهم اللي بقى كبير المشايخ ده قال له الشيخ سالم القرشي او القرشي. الشيخ سالم القرشي ده ليه هياخد الكلمه؟ هو قاعد ساكت لغايه ما يعملها. فقال لهم هو بيكلموا على اساس ان حطوا تدويل، قال لهم احنا هنا احنا في نفسينا احنا قاعدين هنا، انما اي حاجه بخصوص سينا وبخصوصنا كلنا وبخصوص اي حد، اي حد عايز يعمل اي حاجه يوصل لغايه القاهره يقابل الزعيم عبد الناصر يتكلم معاه فيها. باظ البتاع وكلام، هدلهم الموضوع، هدلهم الموضوع ده. بس بنتكلم على على اهالينا في سينا والمواقف، واللي طبعا في في الدوريات اللي خلف خطوط كان لهم مواقف هايله طبعًا جدا. طبعا لا، لو عندنا في كل في كل محافظات مصر وفي مدن القناه والفدائيين والمقاومه الشعبيه يوم يوم الجمعه الجاي حلوات، يعني لا حصر لها. اخر حاجه بس، انت وقتك خلص. انا ما انا مستمتع بالحديث، وقتنا انتهى لكن احنا مستمرين بحديث حضرتك. اخر حاجه حابب تقولها اتفضل. الاستاذ خالد توحيد رئيس القناه هيرفدك. انا ما اقدرش طبعا اقاطع الحديث الجميل ده، كمان اهميه لا هو كان يوم يوم بصرف النظر عن الرفده واستمرارك في العمل يعني. كان يوم 9 كان انا عايز اتكلم عن مجموعه 39 صاعقه بس. اتفضل يا استاذ. المجموعه دي اتعملت، ودي برضو ده نموذج بيقول لشبابنا انك انت تقدر مش تعمل المستحيل، ده انت تخلي المستحيل ده يعني يجري قدامك، اول ما تبقى حاجه يجري قدامك. عملوا عمليات غير عاديه. كان قائدها اللي هو ابراهيم الرفاعي، الشهيد ابراهيم الرفاعي. دول عملوا عمليات مهمه جدا، انما انا هتكلم على اول عمليه. حضرتك كمان بتشير له يوم الجمعه القادم ذكرى وفاته. في ذكرى استشهاده، هو استشهد يوم الجمعه، يبقى هو 45 سنه على استشهاده، لان استشهد يوم 19 اكتوبر وكان يوم جمعه برضه. الفريق عبد المنعم رياض لما استشهد اللي هو في مارس 68 نادي عبد الناصر قال لابد ان احنا النقطه اللي ضربته تتأدب، يعني وكلفت المجموعه 39 انها تأدب النقطه دي. اتدربوا وطلعوا هم في لسان التمساح دي يوم 19 ابريل 69 بعدها بشويه، اللي هو كان الشهيد رياض كان في 69 مارس 69 هم طلعوا على طول في ابريل بعد الشهر. راحوا على النقطه دي في يعني في اغاره صاخبه، مش 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 اغاره مخفيه. طلعوا كانت اربع مجموعات، الرئيس الاغاره او اللي يقود المجموعه دي كلها الرفاعي، ومعاه احمد رجاء عطيه ومحيي نوح الضباط وقام سالم وحنفي عوض وعلي نصر. دخلوا الموقع وعشان خاطر ما حدش يقرب المصريين ولا يحاول ان هو يحتك بالمصريين. الموقع ده كان فيه 40 جندي قتلوهم، وكان فيه دبابتين حرقوهم، وجم دبابتين كانوا جايين يعملوا نرد الكلام ده اللي هم حصلتها حرقوهم. وقعدوا اربع ساعات رافعين العلم هنا وما كانوش عايزين يرجعوا، القياده بتنادلهم. يعني ده كان ابلغ رد عبد المنعم رياض ولا 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 كل جيش العدو يفدع. دي النقطه اللي تم تدميرها وقتل العناصر الموجوده فيها اللي هي استهدفت الشهيد عبد المنعم رياض. انت كنت بتبعت رساله. لا انت هتقول لي لا انا من الرسائل اللي انت عملتها ايلات المدمره ايلات، وده اتعملت امتى واحنا لسه في سبعه في الاول. تضمر مدمره زي دي ترقدها في البحر، لا تتمخطر قدام السواحل، لا صاروخ صواريخ طلع ضربها صاروخين. كان عليها طلبه الكليه البحريه طالعين متخرجين وطالعين بيتفرجوا ويتمخطروا، وهي ده بورسعيد ودي الارض اللي خدناها ودي سينا، طب تعالى لي.
يعني انا عايز اقول اتعمل في اكتوبر حاجات كتيره، حكايات ما تنتهيش يا استاذ ابراهيم ومحتاجه ساعات هي بس كل اللي انا عايز اقوله ان احنا دلوقتي جامدين جدا، وروح اكتوبر واعداز اكتوبر موجود في جيشنا دلوقتي واللي بيعمله في سينا. وعايز اقول لكل حد من الشباب اللي اتعمل في اكتوبر واللي بتعمل في سينا دلوقتي ده، هو ده رساله ليك، ده انت ده انا بدي لك دافع هو القدوه ليك انك تقدر في اي حاجه في حياتك المدنيه في اي حياتك تقدر تعمل اي حاجه. احنا نقدر والله نقدر نعمل اي حاجه ونقدر نخلي بلدنا احسن بلد في الدنيا يا رب ان شاء الله. وحضرتك اختتمت كمان بتاكيدك على انه عمليه القضاء على العناصر او اي تشكيلات ارهابيه هنا او هناك بتحاول انها تبقى او تقوم باي عمليات لضرب الاستقرار المصري في سيناء، ان ده امر مهم جدا للحرب الشامله سيناء 2018 او العمليه الشامله سيناء 2018 ما تحقق. حضرتك بتقول كمان ان النصر كبير ومهم جدا للمستقبل ان شاء الله. انا عايز اقول بس اخر حاجه، ما حدش في مصر يخاف طول ما جيش مصر موجود، ما تخافوش بس ان شاء الله يكون القادم افضل باذن الله. واسعدتنا جدا بوجود حضرتك معانا النهارده، الناقد الرياضي الكبير وطبعا الكاتب الصحفي المعروف وايضا واحد من ابطال نصر اكتوبر المجيد الاستاذ ابراهيم حجازي. اتشرفت بوجود حضرتك معانا واسعدتنا بوجودك معانا في هذا الحوار. شكرا استاذ محمد، بشكرك. بشكر حضراتكم على المتابعه، ابقوا معنا فقراتنا مستمره بعد الفاصل في الاهلي الليله. زميلي امير هشام مع المصوره الصحفية نور عبد الفتاح والتي لفتت الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي صور تأثرها وتفاعلها مع أداء مهمتها ومتابعتها للمباراة، وفقرات أخرى كمان الرياضة العالمية وحوار مع لاعب الأهلي السابق عبد الله فاروق مع زميلي عمر ربيع ياسين، وأيضا فقرة الملاعب والرياضة العالمية والرياضة وكرة القدم الأوروبية هتكون ختام هذه الحلقة مع زميلنا عمر ربيع ياسين. شكرا لحضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وفقرة حوارية أخرى من خلال برنامج الأهلي الليلة النهاردة، لكن المرة دي الفقرة مختلفة شوية، معانا ضيف أو ضيفة مختلفة شوية هنتكلم معاها في العديد من التفاصيل، وهي يمكن على الساحة الرياضية الفترة اللي فاتت خدت نصيب الأسد في السوشيال ميديا. معنا طبعا نور عبد الفتاح مصورة الصحفية، برحب بيك. أهلا بيك، أخبارك كله تمام؟ أه تمام الحمد لله. عشت الأجواء الفترة اللي فاتت طبعا، بس أنا عايز أقول للناس نور اللي كانت متواجدة في مباراة الأهلي ولتر سنة في بطولة كاس مصر، واللي كان الكاميرات جابت ردود أفعالها بعد سواء الأهداف اللي دخلت في النادي الأهلي أو الأهداف اللي جابها النادي الأهلي. أنت أهلاوية طبعا في البداية؟ أه طبعا. يعني بتشجع الاهلي من زمان، مهتمه بالكوره بشكل عام؟ احنا تربينا على حب الاهلي اصلا، يعني انا متربيه في بيت كله اهلاوي، فخلاص يعني تربينا على الاهلي. طيب احكي لي بقى الكواليس كده، خلينا نخش في القصه على طول، لان الناس كلها ركزت في صورك. انت كنت يعني متخيله ان انت بعد المباراه هتاخدي الشكل ده من لا خالص هو مش اول مره اللي هو ازعل عشان ماتش للاهلي انت اصلا على طول بتتواجدي في المباريات، اغلب ماتشات الاهلي انا موجوده فيها، فلو انا مش اول مره ان اعمل رياكشن وكده، فما كنتش متخيله ان الموضوع هياخد ترند بالشكل ده، يعني الموضوع عمل ترند غريب، يعني ما كنتش متخيله اصلا. طيب اوصفي لي بقى شعورك، احنا طبعا شفنا خلال الصور اللي نزلت وكده، اوصفي لي شعورك لما الاهلي كان بيستقبل هدف مثلا، او الاهلي لما تعادل وجاب الهدف الثالث بجون احمد الشيخ، كنت عايشه الاجواء ازاي؟ بص، هو الجون بتاع ترسانه الثاني هو جون اللي هو جون داخل بشكل غريب، مش دي جبهه الاهلي، مش ده حارس مرمى الاهلي، فالموضوع جاب لي صدمه. بعدين مع احترامي الكامل للترسانه، بس اللي هو بس احنا الاهلي مش حته حارس، هو ممكن الحارس مش موفق شويه، ممكن يكون الامور يعني، وكمان بقى لهم فتره ما بيلعبوش. ما هي الفكره في كده، وبعدين ان هو فكره ان انت الثقه في التعويض، فكان الموضوع بالنسبه لي صعب. وبعدين ذكرياتي مع ست السلام في كاس مصر كانت سيئه جدا، يعني لسه خارجين عليه الموسم اللي فات من الاسيوطي، فاكيد كان الموضوع بالنسبه لي مقلق. بس فجون جه كان رد فعل ان هو ايه اللي بيحصل. هو كان باين بصراحه عليك السعاده الكبيره. طب قولي لي ابرز النجوم اللي انت بتحبيهم مثلا داخل النادي الاهلي مين؟ حسام عاشور. حسام عاشور، كابتن حسام عاشور. اشمعنى حسام عاشور؟ تاريخ يعني. مين ما يحبش عاشور؟ لا كل الناس بتحب عاشور بصراحه. محدش ما يحبش عاشور. عاشور من ضمن اللاعبين القدامى مثلا؟ الناس القديمه كابتن حسام غيري طبعا. الناس دي طلعت عليهم، طلعت شفتهم، بس كابتن حسام عاشور من الناس اللي صعب تعوضها، يعني صعب تلاقي لاعب بقى لنا 12 سنه مش قادر. الصوره دي دي الماتش هوريه. انت عشان بتحب حسام عاشور فالصوره طالعه حلوه. هو ممكن صوره حلوه، عشان اي حد يصوره حلو.
ده اول ماتش نزلت صورته. ده متعب ده. اول ماتش نزلت صورته. اول ماتش ليكي تنزلي تصوري كان ماتش الاهلي ومين؟ الاهلي والزمالك ماتش 2-0. وليد سليمان واجاي. ده السنه اللي فاتت ده. دي اول صوره اتلقطت بالكاميرا بتاعتي اصلا. كنت مركزه انك تصوري بس عماد متعب يعني كاول صوره بالنسبه لك. لا هو انا عماد متعب وكده. انا نازله الملعب انا اول صوره هتتاخد يا اما حسام عاشور عماد متعب حسام غالي يعني اول صوره كده يعني. هو ايوه الصوره الكاميرا مش هتشتغل واحد من ثلاثه. بحب نظره عمرو جمال قوي المتعب في الصوره دي. اكيد عمرو جمال من احد اللاعبين المميزين وكمان يعني باصص لنجم من نجوم النادي الاهلي على مدار التاريخ في خط الهجوم بالتحديد يعني عماد متعب يعني. طيب يعني ناس كتير ممكن شايفه ان موضوع المباريات وحضورها من الملعب مش عارفين ممكن يكون مقتصر على الولاد بس من صعوبه الاجواء الكلام من ده، انت شايفه ايه من وجهه نظرك وخصوصا ان انت بتتواجدي في الملاعب دايما وزي ما قلتي في اغلب مباريات النادي الاهلي؟ بص هو عموما انا شايفه ان في الشغل عموما مفيش فرق بين ولد وبنت، في حد عايز يشتغل وحد بينزل يهزر. بما انها يعني مهمه شاقه شويه على البنات، انت بالنسبه لك شايفه التصوير مش شاق بالنسبه لك؟ بص هو انت لو بتعمل حاجه بحب اكيد مش هتكون صعبه. يعني انت الحاجه خلاص هي طالما انا بعملها عشان بحبها. فبالك لما تكون بتعمل هوايه بتحبها لنادي انت بتحبه، فانا الصوره بتطلع مني للاهلي بحب يعني عشان عايز اصورها بعيدا عن الشغل. يعني انت بتبقي مبسوطه وانت متواجده داخل ارضيه الملعب؟ طبعا. واصلا فكره انك تشوف الاهلي دي لوحدها سبب السعاده ايا كان المكان يعني. هي سبب السعاده بالنسبه لنا كلنا بصراحه. طيب يعني الصعوبات اللي ممكن تكوني بتواجهيها داخل الملعب او من خلال وانت بتمارسي شغلتك بشكل طبيعي؟ الصعوبات اللي بواجهها؟ بجري اعرف طبعا يعني ده كارثه. اشمعنى؟ بص هو احنا عموما لما بنتعامل مع الامن غير امن الاهلي يعني احنا في اخر فتره بدانا ما نحسش بمعاناه بعد ما امن الاهلي مسك الماتشات. يعني كريم عبده من بعد ما مسك الماتشات الدنيا اتسهلت جدا يعني استاذ علاء او كريم عبده الاثنين سهلوا لنا الموضوع جدا في الماتشات. قبل كده تعاملنا مع الداخليه او الجيش كان صعب. هم حافظين حاجه فمش بيقدروا يفهموا انت معاك اي دي يعني انت عادي وارد تكون مصور واسمك مش متسجل في الكشف بالظبط. فانك تروح لغايه اسكندريه امن صعب جدا. الدخول ارض الملعب لوحده كمان صعب كارثه. فتخيل بقى لما تروح لغايه هناك مع المشوار التعب ده وبعدين يقول لك لا مفيش دخول. تخيل بقى الموقف بيبقى عامل ازاي. طبعا بيبقى في صعوبات. لكن كنت بتخشي في الاخر ولا برضه؟ لا انا عمري ما رجعت من بوجهه. هو انا خلاص طالما خدت مجازفه ان انا هروح خلاص انا لازم تدخل خلاص. ما انا رحت مشوار لغايه بوجهه على فاكيد اول ما ارجع كل ده على الفاضي. فاللي هو الموضوع خلاص بقى انا بوصل لغايه هناك وهو خلاص انا دخلت انا هدخل. طيب عايز ارجع للقطه برضو. مين اول حد كلمك بعد ما شاف اللقطه في التلفزيون؟ وانا اول حد من صحابي اسمه حسام فوتوغرافر برضو ولقيته بيتصل بيا بيقول انتي ظهرتي في اللقطه بتاع ده بعد اللقطه الاولانيه؟ لا ده بعد الجون بتاع احمد الشيخ في الاخر يعني. فانا قلت له بص يا حسام اقفل بس مش عارفه بعد الشغل وده قفلته وخلاص. كنت مركزه في شغلك يعني مش مركزه ان الدنيا انا عايزه الحق ابعت الصور وكده وشبكه استاذ السلام صعبه فخلاص اقفل خلاص هي لقطه وعدت يعني. طيب شايفه ان خلال الصوره لما نزلت على المواقع السوشيال ميديا بشكل عام الموضوع بالنسبه لك كان اتخضيتي شويه ولا كنت مبسوطه وفرحانه ان الناس عرفت مثلا شكلك خلت او خدت بالها من مدى حبك للنادي الاهلي؟ هي الصوره معانا ده كده كان جه فينا الجول صح؟ اللي قبل دي كان خلاص جه الجول. دي بعد جون احمد الشيخ؟ ده بعد جون احمد الشيخ. بص السعاده بصراحه وانا كنت فرحانه قدرنا نعوض. ده بعد انهي جول؟ ده بعد جون الترسانه الجون الثاني بتاع الترسانه. ده الجون الثاني بتاع الترسانه. حسيت ان الامور ابتدت تتصعب شويه. لو احنا مضغوطين داخل فينا جون في الدقيقه الرابعه وبيخش فينا جون في الدقيقه 65 فالوضع كان يخوف قوي. ده بقى كده احمد الشيخ جاب الجون. كنت بتصوري مين بقى في اللقطه دي؟ كنت بصور الاحتفال. الاحتفال بشكل عام. الاحتفال بشكل عام. لا الاحتفال عموما وانا كنت مبسوطه ان احمد الشيخ نزل عارف ياخد فرصه يعني. من الناس اللي هي ما عندهاش ناس تثبت نفسها. احمد الشيخ لعيب مميز وان شاء الله يكون ليه دور كبير مع النادي الاهلي خلال الفتره الجايه. طيب عرفت ازاي مدى تاثير الصوره على السوشيال ميديا بعد المباراه؟ يعني اول حاجه عملتيها بعد ما خرجتي من الملعب كانت ايه؟ بص انا خرجت من الملعب كان في كم هائل من التليفونات اكيد يعني. انا تليفوني مش مبطل رن. بقيت بفتح في انا مبدئيا ركبت العربيه فلقيت واحد ورايا بيقول لي يا ناس لو سمحتي نعم هو حضرتك دي؟ ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ فانت جبت الصوره دي منين؟ فراح قايل لي السوشيال ميديا كلها بتتكلم انا جايبها من على تويتر. يعني انت لغايه لما ركبتي كنت عرفت ان اللقطه طلعت بس ما تخيلتش انها ممكن تعمل ترند بالشكل ده. اللي هو انا الناس في الشارع عارفه ايه ده في بس فبدات افتح بقى انا مش حد كونكت خالص على تويتر يعني انا تعاملي اكتر فيسبوك وانستجرام. ففتحت فيسبوك انا كنت بقلب في صوري في وسط يعني انا من ضمن كل 20 صوره ليا في بوست عادي في الانستجرام في الفيسبوك فايه ده في ايه
فرنسي كوست بشكل غير طبيعي. الفولورز عندي في اقل من ساعتين زادوا 14,000. في ايه؟ واصحابي بقى. كنت مبسوطه بحاجه زي كده؟ بص انا انت يعني عايزه برضو يعني عايزه اركز على نقطه معايا. انت كنت مبسوطه ان الناس عرفت مدى اهلاويتك مثلا، ولا كنت مبسوطه ان انت اتشهرتي بقى على السوشيال ميديا والناس؟ بص انا كنت مبسوطه ان الاهلي قدر يعدي موضوع الترسانه ده. اهم من ده رقم واحد. بسطني اكتر كومنتات الناس يعني، وخصوصا البنات. البنات عموما مش بيعجبهم اي حاجه، فان تلاقي بنت معجبه بحاجه فاعرف ان هي دي خارقه بقى خلاص. فانا عندي الحمد لله يعني في جروب اسمه بنات صالح سليم، ردود الفعل فيهم كانت مفاجئاني، اللي هو البنات كلها مبسوطه، البنات داخله تكلمني احنا مبسوطين بيكي، انت قدوه لينا، ربنا معاكي. ده اكيد كان مخليني مبسوطه جدا. الافضل بالنسبه لك وانت جوه الملعب انك تشجعي الاهلي ولا انك تعملي مهام عملك؟ لا اشجع الاهلي طبعا. تشجع الاهلي؟ طبعا. يعني انت رايحه بتشتغلي غصب عنك؟ لا طبعا، بس انا بحب شغلي، بس بحب الاهلي اكتر من شغلي. بتحبي الاهلي اكتر من شغلك؟ طبعا الاهلي قبل اي حاجه يعني. الاهلي وبعدين نرتب اي حاجه بعدين. طيب عايزه اتكلم معاكي شويه بقى، بما انك اهلاويه جامده كده واكيد متابعه الفريق بشكل كبير جدا، رايك في الفريق السنه دي؟ بتتمني ايه من النادي الاهلي خلال الفتره دي، وخصوصا النادي الاهلي عنده العديد من الامور والمباريات الهامه والبطولات الكتيره اللي بيشارك فيها؟ بص انا نفسي ناخد افريقيا بقى. يعني افريقيا غايبه عننا. دي صورتك مع مين دي؟ ده مهند اخويا. ده تقريبا ابني الصغير يعني تربيتي. تيشيرتات الاهلي موجوده في العيله كلها ولا ايه؟ هو مهند اجباري، اللي هو انا بجيب التيشيرتات هو غصب عني، انا لو ما جبتلوش هديه في عيد ميلاده تيشيرت فانا اجباري لازم اجيبه له. وبعدين هو عيد ميلاده بتجيبي له تيشيرت الاهلي؟ ومهند من الناس اللي بتعشق احمد الشيخ، التيشيرت ده مكتوب عليه من ورا رقم احمد الشيخ بتاع السنه اللي فاتت. مهند بيحب احمد الشيخ بشكل غير طبيعي. ودي؟ ايه الذكريات السيئه دي؟ دي ايه ده بقى؟ ده ساعه ايه ده؟ ساعه ده ماتش الاهلي والاسيوطي السنه اللي فاتت، الفاول بتاع وليد سليمان اللي ضاع. يعني ده ساعه ماتش الاهلي والاسيوطي لما خسرنا وخرجنا من كاس مصر؟ ده وقت الفاول بتاع وليد سليمان ده، كان حد من اصحابي اللي مصوره. غالي؟ قصتي جوا على الصوره دي. نجم طبعا حسام غالي لوحده بصراحه حاجه جامده جدا. بص هو قصه الصوره دي قصه، ده كان ماتش الاهلي والمقاولين، وكابتن حسام غالي كان بيسخن ورانا في الشوط الثاني، فانا قاعده وظهري للملعب، انا قاعده بصوره هو بتصوري حسام غالي بس ظهري للملعب يعني. الجون جه اصلا وانا بصور. لا والله. ده كان بعد جون جابوا الاهلي. كان تقريبا الجون الرابع. الماتش الاهلي ومين؟ الاهلي ومقاولين، الماتش خلص 5. كان قاعد جنبي محمود هلال زميلي بيقول لي الماتش يا ماما الماتش. قلت له لا كابتن حسام غالي خلاص استنى بس هباخد منك صور الجون بعدين يعني. ده انت برضه؟ نور الله يرحمها. نور الله يرحمها. دي حد كانت من مشجعين الاهلي المتعصبين جدا. اتقابلنا انا وهي مره واحده في ماتش الاهلي والترجي، الماتش خلص 0-0. هي ربنا توفاها في حاسه ان اسكندريه كانت اهلاويه متعصبه جدا، ربنا يرحمها ان شاء الله. تمام. يعني بصراحه ليكي بعض الصور الجميله بصراحه، واللي برضه بتعكس مدى اهلاويتك اللي كانت باينه خلال المباراه الاخيره بتاعتي. دي صوره ايه قولي لي؟ ده ماتش الاهلي ومنانا، مصر كسبنا فيه 4 في استاد القاهره. استاد القاهره. بس انا كنت بنزل كل الماتشات بس ما شفتكيش خالص ليه؟ بص يا مهند هتلاقيني دايما بتوجه طول ما الجمهور موجود بتوجه ناحيه الجمهور. يعني انت ناحيه الجمهور؟ عندي شغف بيروح ناحيتهم بشكل غير طبيعي. طيب والصوره دي؟ ماتش الاهلي والزمالك اللي الزمالك كسب فيه. الزمالك ده صوره كابتن اكرامي الزمالك وحش. دي الماتش اللي فات من موقف مش هتنسي، ان هو حد كان يعني ذوي احتياجات خاصه كان بيسال كابتن شريف انت هتنزل امتى؟ قال لهم ايه بقى؟ قال لهم الشناوي موجود، لو لا قدر الله الشناوي مش موجود فعلي لطفي موجود، احنا كلنا موجودين الحرس الاحمر. اصل انا عارف الرد فعشان كده بسالك، عشان ااكد على يعني مدى انتماء شريف اكرامي للنادي الاهلي، وان هو ما بيركزش مين بيلعب او مين ما بيلعبش. وفي خالص. صور كتير، في صوره لو موجوده عندنا لما الاهلي جاب جون في المباراه اللي قبل الاخيره وكان شريف قاعد على الدكه وكان فرحان جدا. بص رياكشنات كابتن شريف كلها هو اهلاوي. اهلاوي وروحه بتبان في الملعب يعني، هو روحه كمشجع. بص هي دي كانت نظره جمهور، كان بيبص للجمهور الاهلي اللي ما دخلش في ماتش فاكس صيف. مباراه الذهاب. الماتش اللي هو توقف فيه. كان ظروف طبعا للاسف كلنا عارفينها. يعني نظرته كانت معبره. دي الماتش اللي فات عم حارس، من الناس اللي بحبهم جدا عم حارس. الراجل من الناس اللي اتضايقت ان انا خدت الترند. الراجل ده في ماتش الاهلي نفس الماتش بتاع ترسانه هو كان بيجري ورا ناس بتوع الكور عشان يقول لهم احذفوا الكوره بسرعه احنا خسرانين. والله لا هو عم حارس بيعمل كده على طول لما الاهلي يكون خسران او حاجه قلبه على النادي. سواء كان توتره في الماتش ده كان باين من قبل الماتش ما يبدا.
ايه التوتر في الماتش ده كان باين من قبل الماتش يبدا، يعني ساعه التسخين من ساعه التسخين لما رحت اساله مين اللي هيبدا الماتش كده كان باين عليه التوتر. ممكن يكون من خلال او بسبب ان تشكيله جديده هتلعب في ناس كتير مصابين لكن طبعا كلنا ثقه في كل نجوم من النادي الاهلي متواجدين في القائمه اكيد. صوره دي ناس بصراحه الناس دول اهلاويه جدا انا اعرفهم. بص احمد يوسف من الناس اللي انا بستنى اروح اسكندريه عشان اشوفه، بتفائل بيه جدا في اي ماتش. ومودي واسلام برده من الناس انا بحبهم قوي يعني انا بنزل الماتش ادور اسلام نازل. مش بيروح الماتشات بس على فكره، ده بيروح التمرين كمان. انا عايز اقول لك اسلام انا بنزل الماتش يعني لو انا ببقى مستنيه اسلام جاي امتى. ورضا كمان على فكره الصوره اللي فاتت دي من احد المشجعين اللي ورا الاهلي في كل حته. الاهلي وده الاهلي واتلتيكو مدريد. لا الاهلي ومنانا. ده الاهلي ومنانا. الاهلي ومنانا برضه. ده استاد القاهره. الاهلي والتوجي. دي مدرجات التوجي التونسي. ده مباراه السنه دي؟ دي السنه دي. هي كانت 0-0. 0-0 اول جوله للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا دور ال 16. ده شكل جماهير التوجي، جماهير التوجي قدرت في الماتش ده تدخل بالصواريخ وجماهير الاهلي لا. بس هم عموما جماهير التوجي محترم. عاشور حبيبي اهو. دائما وابدا. نجم كبير عاشور بصراحه ميدو جابر. الاهلي والترجي برده نفس الماتش. طب قولي لي انت ليكي اي مواقف او لو في اي مواقف ما بينك وبين لاعبي النادي الاهلي قولي لي ايه ابرز المواقف او احكي لي عنها. ابرز المواقف في كانت صوره ليا مع كابتن حسام غايدي. انا رحت الماتش ده كان اول ماتش هو ينزل الملعب من بعد ما رجع. ورحت عشان هو على الدكه عشان اقول له انا هتصور مع حضرتك. فالامن جه بيقول لي لا. قلت له هو مفيش لا ده انا عيطت في ماتش اتلتيكو عشان ما حدش اتصور معايا والله. هو مفيش لا طبعا صور مع كابتن حسام عاشور بقى ده قصص كتير. احكي لي طب احكي لي القصص دي او المواقف. بص انا مبدئيا حسام عاشور وحسام غالي. بص انا مبدئيا بطاطا وبخاف من كابتن حسام عاشور جدا وما تسالنيش. حسام عاشور من اطيب الشخصيات وبصراحه يعني بطاطا جدا بطاطا يعني بتوتر قدامه جدا لدرجه ان هو ابتدى يعني هو بدا ياخد باله ان هو بتوتر جدا والله. انا صورت معاه صوره في ماتش الاهلي كان كريم عبده خليه يقف يستناني. انا حلو عشان كريم عبده قال لي بصي كابتن حسام هو تصوري معايا. كريم عبده ده جماعه مسؤول الامن يعني ممكن عشان في ناس ممكن ما تبقاش عارفه كريم هو مصدر امان دينا في الاستاد. واحد من اللي بيعملوا مجهودات كبيره في تنظيم المباريات يعني من الناس اللي بقت مصدر امان في الاستاد يعني الماتش لو تنظيم الاهلي وكريم عبده موجود استاذ علاء خلاص انت عارف ان الامن مش هيبقى فيه معاه اي مشكله. فهو قال له ان انا عايز اتصور معايا انا خلاص بقى وصلت لليفل صعب جدا ان انا مش عارفه اتصور معايا وهتجنن لو ما اتصورتش معايا. فروحت ده حسام عاشور ولا حسام غالي؟ لا حسام عاشور. انا ما خفتش من كابتن حسام غالي. انا ما خفتش من بيبو شخصيا. كابتن بيبو انا لسه متصوره مع كابتن بيبو في احتفاليه اكتوبر ما خفتش من بيبو شخصيا. بس فانا رحت ساعتها هو الموضوع مش خوف هو موضوع رهبه. رهبه ليه هيبه. هيبه كده ليه هيبه. بس كابتن الخطيب ليه هيبه كبيره قوي. هو ليه هيبه برده بس ما تسالنيش هو ازاي عشان بالنسبه لي كان وحسام غالي ليه هيبه كبيره جدا انا كنت كل مستغرب ان انا ما كانش ليا قلق من كابتن حسام غالي. يعني ساعه ما رحت اتصور مع كابتن حسام غالي كانت معايا زميلتي علا قلت لها تصوريني مع كابتن حسام غالي قالت لي مش عارفه تعرفي تصوري معاه ولا لا. فقلت لها ماشي بعدين رحت له فكانت عندي جرأه عادي جدا ان انا اتصور معاه. تمام كملي لي بقى قصه عاشور. بس انا ساعه ما رحت انا ناسي ان انا معايا كاميرا مع ان كريم واقف وناس كتير واقفه معايا كاميرا ممكن نصور بيها. فطلعت الموبايل انا ناسي باسورد الموبايل ومش فاكره ان الموبايل ببصمه اصلا. بس طبعا من بدات عليه دي بس فتحت باسورد الموبايل راح قايل لكريم الحق دي حاطه صورتي باك جراوند الموبايل. ده موقف من ضمن المواقف مع حسام عاشور. وكتير بقى يعني كان حد قايل له ان انا هتجنن على التيشيرت بتاعه فابقى رايحه له هو عايز ان انا تيشيرت ابقى رايحه له لما يجي عليا اكسه وما رايحلوش اصلا. طيب كنت بتكلم معاكي على الحاجات اللي انت بتتمنيها للنادي الاهلي الموسم ده قبل ما نشوف الصور اللي اتعرضت كنا بنتكلم وقلتي بطوله دوري ابطال افريقيا. نفسي ناخد افريقيا بقى. انا نفسي اخد ونفسي نقابل التوجي في النهائي. اشمعنى؟ نفسي اروح رادس جدا. الاجواء هناك على فكره بتبقى تحفه من احلامي ان انا ادخل ملعب رادس. الملاعب الحلوه جدا وبعدين اجواءها كويسه وبعدين الاهلي بيكسب هناك. يعني اللي هو انا حاسه ان انا اصحابي مني يقولوا لا مش هنفضل على كده على طول. بس ايا كان يعني ايا كان ان شاء الله الاهم ان النادي الاهلي يتخطى عقبه وفاق سليف بعديها ان شاء الله نفكر بقى سواء الترجي او اول اغسطس اللي هيقابله ان شاء الله النادي الاهلي يكون مهيئ ان هو يفوز. لكن هدفك الاساسي او حلمك وتمنياتك الاهلي يفوز ببطوله دوري ابطال. نفسي نعرف بقى لنا كتير غايبين عنها البطوله دي. البطوله دي اصلا بتاعتنا يعني اللي هو فما بشوف حد تاني بياخدها. السنه اللي فاتت كمان كانت صعبه يعني السنه اللي فاتت كنت داخل في حاله انهيار عصبي بعد ماتش الوداد والله. وثلاث ايام ثلاث ايام في حاله نفسيه زي الزفت. الشغل عندي زفت مش عايز اتكلم مع حد. كان خلاص ما بيننا وبين افريقيا. هو ده عامه بيبقى موت كل الاهلاويه لما بيخسروا بس مش بس ماتش في نهائي افريقيا. اي ماتش ودي والله. لا نت يشوفوا ايه الاخبار ولا مواقع يشوفوا ايه الدنيا ماشيه ازاي بيبقى الواحد عايز يفصل نفسه يعني شويه يعني. اتوبنا ان الاهلي على طول كسبان ففكره ان الاهلي يخسر اي ماتش ده بالنسبه لنا صعبه جدا. ما عندناش تقبل ان الكوره مكسب.
مكسب وخساره، يعني احنا تعودنا ان الكوره في الاهلي مكسب بس، الاهلي دايما فوق، فما عندناش اوبشن تقبل الخساره. ان شاء الله نتمنى ان الاهلي دايما يكون فوق كالعاده ويقدر ان هو يحقق بطولات كتير. طيب مين اللاعب اللي انت بتتمني ان هو ينضم للنادي الاهلي مثلا؟ يعني لو لعيب انت بتحبيه في انديه ثانيه نفسك اللاعب ده يكون موجود في الاهلي. حسين الشحات قريب ان شاء الله يا رب. ويا ريت بقى محمود وحيد، يعني انا نفسي جدا حسين الشحات ومحمود وحيد يكونوا موجودين الفتره الجايه. دول اللي انت شايفه ان هم هيكونوا الاهلي محتاجهم. يعني حسين الشحات محتاجينه من بدري، ومحمود وحيد هيكون اضافه قويه جدا لينا الفتره دي. طيب يعني طموحاتك بقى في عملك في شغلك، شايفه ان انت ايه الطموح اللي انت نفسك توصلي له في مجال عملك؟ بص انا لسه ما وصلتش لحاجه، يعني انا لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم في الموضوع. يعني انا ليش شايف الاهلي جدا، مفيش حد مش حلمه يخش بس بوابه الاهلي. تشتغلي جوه النادي ده؟ اه طبعا. يعني انا عندي ما عنديش اي مشكله ان انا اشتغل في الاهلي من غير مقابل، بس دخول الاهلي بالنسبه لاي اهلاوي حلم. التعديل قدام بوابه الاهلي واحنا جمهور، ده بالنسبه لنا هدف. انت صحفيه او مصوره لجورنال معين؟ اه بصور في موقع بلاس 90 وموقع الملعب، وكنت في الجمهوريه اليوم. تمام. فاكيد الاهلي بالنسبه لي حلم. محتاج ان انا يعني اطور من نفسي شويه، يعني انا زمايلي ورايا ان انا اعدل من غلطاتي في الملعب وكده. ده من ناحيه مهنيه يعني. طبعا، يعني انا زمايلي ورايا بيقولوا لي توجيهاتهم وكده. طب الصوره دي امتى؟ متعب. امتى الصوره دي؟ الصوره دي استاد القاهره. ده استاد القاهره الماتش اللي هو كان هينزل فيه هو احمد الشيخ في اخر كام دقيقه، وبعد ما قومه يسخن قال له اقعد. ربنا يسامحه. مين ده؟ طب بدي ربنا يسامحه. كابتن حسام برضو من ضمن خلي بالك المدربين اللي حققوا بطولات كتير مع النادي، دمروا لعيبه كتير. يعني بتبقى وجهات نظر فنيه اكيد، لكن الراجل اكيد برضو ليه رصيد كبير من البطولات مع النادي الاهلي ايا كان. ممكن كتير ما يكونش يعني او كتير بيختلف مع وجهات نظر كابتن حسام بدري، لكن يبقى برضو من الناس اللي حققوا بطولات للنادي الاهلي. ممكن الفتره الاخيره يكون غير بعض المبادئ او بعض الامور اللي ما ينفعش تتغير، لكن ما علينا. دي الصوره دي ايه؟ هو بص مهما يعني حضري مع احترامي لتاريخه وكل حاجه، بس هو مهما كبر الاهلي اكبر. يعني هي كانت الكبس اللي مكتوب على الصوره ليها معنى دي. يعني الصوره ليها معنى. انت عايزه توصلي الصوره اللي كان مكتوب، الكبس اللي كان مكتوب عليها مهما كان حجمك ستظل قزم امام مارد. تمام. جنه. جنه دي انا ما صورتش في حياتي لماتش المنتخب غير اخر ماتش، الماتش السته بتاع النيجر. تمام. دي انا طلعت جبتها من مدرجات والله. ثلاثة جبتها ما شاء الله. تمام. هي لقطات بصراحة. ده أحمد عادل. أحمد عادل من أكتر الناس اللي أنا بحبهم في حياتي. هو ابن من أبناء النادي الأهلي بصراحة المخلصين. تمام. الصورة دي ده الجون الأول للأهلي في ماتش حرية. حرية كناكش. أحمد فتحي كان ليه دور كبير جدا في إنه يقطع الكورة، حمودي كمل عمل الأسيست. كان تعليق الماتش ده، كان تعليق الصورة دي اعمل أنت أسيست يا حمودي وأنا ماسكه لغاية ما أجيب الجول. كان تعليقات الناس عليها. تمام. حاوي ده ملوش كلام اللي بيعمله. ده لعيب كبير بصراحة السنة دي، عامل شغل عالي قوي يعني مع الأهلي. هو على مدار السنوات كلها بصراحة. محمد صلاح نجم نجوم الكرة المصرية. ده في الماتش الاخير ده؟ إيه لا انا ما حضرتش ماتش المنتخب غير ماتش النايجر بس. ده كان يعني ده ماتش النايجر. لا بس لا ده ماتش النايجر متاكده؟ بس انا ما صورتش ماتش غيره. ماتش النايجر كان في برج العرب. تمام. سموحه. انت رحتي ماتشات لسموحه؟ بص انا بصور الاهلي ومصر المقاصه وسموحه. سموحه بالنسبه لي يعني انت في انديه معينه بتصوري؟ يعني انا بصور تبع الموقع والجريده للاهلي ومصر المقاصه وسموحه. تمام. سموحه من اكتر الفرق اللي بحبها اجيب اجوانه، خصوصا حسام حسن. يعني حسام حسن انا دايما بقول انا بحب اجوانك بسبب احتفالاتك. تمام. هي انت بصراحه ليكي مجهود كبير جدا في شغلك، واضح من خلال الصور. الصوره دي احكي لي قصتها، يعني الصوره دي بالذات. خناقه جنش مع وائل اداري سموحه. ده كان الماتش اللي خلص 1-1. الماتش الاخير ما بين كانت موقف سيء جدا في الملعب. يعني هو شتم اداري وهو ما بيقالوش حاجه، يعني هو جنش اتكلم فهو رد عليه. طيب عامة اتكلمنا، قلت لي ان انت طموحك ان انت دايما. طب الصوره دي اخر حاجه بقى نختم بيها. الصوره دي طبعا دي كانت لسه احتفالية اكتوبر اللي هي كانت يوم الجمعه. اول امبارح. ما رحتش ماتش المنتخب عشان والله. بص انا دايما اتفاجئت ان بيبو عارفني. يعني انا والله هو بيقول لي بعد الماتش بقى اكيد شافه. يعني هو بعد الاحتفال بيقول لي تعالي. فمفيش حد واقف غير انا والسماعه بتاعت الدي جي، فتعالي. فبصيت جنب من ناحيتين انا. فنده تاني، انا يا كابتن يا بنتي تعالي. قال لك ايه بقى؟ قال انا بشكرك على انتمائك وحبك للنادي الاهلي، واتمنى ان الجيل كله يكون كده. فقلت مش يا كابتن، ده واجب علينا، فده دي مش حاجه مننا خالص، ده واجب.
طيب اخيرا عايز منك رساله لجمهور الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي في قبل فتره مهمه جدا ومباراه العوده امام فريق فوكس تيف، بما انك اهلاويه كبيره يعني. بص هو لعيبه الاهلي اقول لهم بص يحسوا ان احنا في ملايين فرحتنا فعلا بتبقى واقفه على ماتش، يعني احنا هزيمه الاهلي بتقلب حياتنا 180 درجه في شغل في بيت في كل حاجه، والعكس مكسب الاهلي مهما كانت الدنيا سودة فمكسب الاهلي دي لوحده دنيا ثانيه، يعني دايما نقول ودي مش شعار صدقني ان كل ما يفسدوا الجميع بيخفف عليك اي مشاكل مثلا اللي بيفسدوا اي حاجه في الدنيا الاهلي بيصلحها، بس اللي بيفسدوا الاهلي مفيش حاجه بتصلحها يعني احنا مفيش شغف عندنا الحاجه زي الاهلي، هو بس يقدروا ان جمهور الاهلي ما بيشجعهمش ما بياخدش فلوس بيروح ماتشات يتبهدل عشان الاهلي، الموضوع موضوع انتماء ما مش علاقه بس يعني هو بس يقدروا ان فعلا في ملايين مستنيين فرحه، يعني الجون ده ما بيبقاش مجرد جون. طيب راح ماتش فوكس تيف ولا لا؟ كان نفسي والله كان نفسي بس انا خايفه جدا ان شاء الله باذن الله. ما بتسافريش لسه بره يعني؟ لا لسه ما سافرتش بره يعني، انا نفسي ابقى بسافر ولا يبقى فرودس يعني. طب ماتش النهائي بقى لما نتاهل اكيد تبقى موجوده ان شاء الله. حلو بصراحه بص انت وصل المركز الاعلامي عليا خلص النهائي دي طبعا نور عبد الفتاح المصوره الصحفيه انا بشكرك شكرا جزيلا نورتينا النهارده، نتمنى لك دايما كل التوفيق في حياتك المهنيه ان شاء الله. ميرسي ربنا يخليك. شكرا جزيلا. ده كان لقائنا لقاء مختلف مع احد جماهير النادي الاهلي اللي بتشتغل في الكوره كمصوره صحفيه، وباين جدا مدى انتمائها خلال الصور اللي كانت او اللقطات اللي جات لها خلال مباراه الاهلي والترسانه، نتمنى لها كل التوفيق ان شاء الله، واكيد كمان نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المرحله المقبله. بعد الفاصل هيكون في لقاء حواري اخر مهم جدا ما بين زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، هستضيف كابتن عبد الله فاروق احد نجوم النادي الاهلي السابقين بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في الجزء الأخير من الأهلي الليلة على قناة النادي الأهلي. طبعا الفقرة الأخيرة يكون معايا واحد أو معايا واحد من نجوم النادي الأهلي اللي كانوا موجودين من البدايات، من بداية مدرسة الكورة وقطاع الناشئين، وختاما في مشواره الكروي أيضا. هو موجود حاليا في قطاع الناشئين، يعني بتفرق جدا اللاعب لما يكون خريج ناشئين النادي الأهلي في مستقبله سواء في كرة القدم أو في مستقبله التدريبي. واحد من اللعيبة اللي أنا شرفت أن أنا أكون موجود معاها في قطاع الناشئين وهو نجم النادي الأهلي الكابتن عبد الله فاروق المدرب العام لفريق 2008 بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي. كابتن عبد الله، ازيك يا كابتن عمر؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله كله تمام؟ تمام والله. ليك وحش والله وانت كمان طيب قبل ما نروح معاك بقى ونبدا الحلقه، تعالى كده نروح لتقرير سريع ونرجع نكمل معاك. يلا. عبدالله فاروق هو أحد اللاعبين الذين تخرجوا من مدرسة الناشئين بالنادي الأهلي بعد أن بدأ في صفوف الناشئين موسم 97. في موسم 2008 انضم معارا لفريق اتحاد الشرطة لمدة عام، ثم عاد ليظهر في الصورة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موسم 2009. استطاع أن يحقق مع المارد الأحمر بطولتين للدوري وبطولة واحدة في كأس مصر وبطولة دوري أبطال إفريقيا لمرة واحدة. استمر في تألقه لمدة موسم واحد فقط قبل أن يرحل لصفوف فريق اتحاد الشرطة بسبب زخم مركزه في الأهلي بالنجوم في هذا الوقت. خاض عبد الله فاروق الذي يريد اللعب في مركز الوسط المدافع 23 مباراة بقميص القلعة الحمراء، لكنه لم يسجل خلالها أي هدف، ليكتب له الرحيل عن صفوف النادي الأهلي وليعود مرة أخرى لفريق اتحاد الشرطة لمدة 4 مواسم. بعد ذلك أراد عبد الله فاروق أن يخوض تجارب احترافية عدة بكثير من الأندية المصرية، ليرحل من صفوف اتحاد الشرطة لينضم لفريق هلال بني غازي الليبي لمدة موسم.
ثم لفريق مصر المقاصة لموسم، ثم أسوان لموسم، لينضم لفريق الشرقية لمدة 6 أشهر. في نهاية مشواره الكروي يعود مرة ثالثة وينضم لاتحاد الشرطة لمدة 6 أشهر، بعدها اتخذ عبدالله فاروق قراره النهائي باعتزاله الكرة أواخر 2017. سلك عبدالله فاروق مجال تدريب كرة القدم عقب اعتزاله، انضم لأكاديمية نادي وادي دجلة كمدرب، ثم عاد إلى بيته الذي تربى بين جدرانه لينضم لكتيبة مدربي ناشئ النادي الأهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع ضيفي وضيف حضراتكم الكابتن عبد الله فاروق نجم النادي الاهلي السابق والمدرب العام لفريق 2008 في قطاع الناشئين. قرار صعب عليك طبعا انك تبطل كره القدم، يمكن لعبت زي ما احنا شفنا وتابعنا في التقرير في الاهلي، طبعا لعبت في اتحاد الشرطه ورحت للمقاصه، كان ليك تجربه احتراف كده خارج مصر في ليبيا اعتقد لفتره بسيطه، لكن اكيد عبد الله يعني قرار اعتزالك كره القدم اكيد ده كان اصعب حاجه في حياتك. طبعا يعني انت عارف يا عمر، يعني انت لعيب كوره عارف مش قرار الاعتزال ده بيبقى اصعب حاجه على لعيب الكوره. يعني انت بتعمل حاجه بتحبها طول حياتك، متربي عليها، عايش فيها بقالك كتير، يعني يمكن الكوره دي عشت فيها اكتر ما عشت مع اهلي في البيت. تمام. فان انت تيجي تاخد القرار ده بتبقى صعبه طبعا عليك يعني، بس الحمد لله يعني بتقف جنب، في ناس جنبك تقف جنبك تساعدك في القرار ده، ما تحسكش بحاجه، بس الحمد لله رب العالمين. يمكن انا كنت قريب منك، لعبت معاك لفتره طويله من فرق الناشئين في 14 سنه لحد فرق الشباب، يعني ممكن تكون ناس ما تعرفش ان انت كان حظك سيء جدا مع الاصابات، حصلت لك اكتر من مره، جالك تقريبا 2 رباط صليبي ده غير الغضروف، غير يعني الحاجات اللي تيجي كده على جنب. كان هل هي كانت السبب في ان عبد الله فاروق ما تألقش قوي في عالم كرة القدم وأثرت عليك وعطلتك في بعض المرات؟ لا يعني هي طبعا زي ما انت قلت الحظ كان وحش، بس هي يعني مش عطلتني قوي يعني، هي الحمد لله برضو لعبت اكتر 10 سنين دوري ممتاز يعني الحمد لله قدرت اعمل حاجه كويسه ليا في الكوره، قدرت اعمل تاريخ كويس ليا في الكوره في الدوري الممتاز، لكن هي سبب ان انا ابطل بدري بالظبط. عملت انا عامل صليبي وانا عندي 19 سنه ده على يدي فلا يعني هي الصليبي بدري، وبعد كده قعدت سنه وبعدين عملت صليبي تاني، فلما انت عملت لما عملت صليبي بدري الخشونه بدات تزيد بدري وطبعا مع ملاعب الناشفه ومع ملاعب ترتان دلوقتي كلها، معظم الملاعب اللي طلعت ترتان فالحاجات دي كلها ساعدت ان انا ابطل بدري، يعني ان هي عملت خشونه زياده عن اللزوم ف يعني خليتك ان انت يعني تبطل بدري. لكن عبد الله طبعا انا عايز اخدك من الاول لبدايتك مع النادي الاهلي، احكي لي، عايز اعرف ازاي رحت النادي الاهلي، ايه اللي حصل؟ يعني انت حضرت مستر كروفر اعتقد صح؟ طبعا. يعني مستر كروفر الناس ما تعرفوش ده كان يمكن من اكثر الناس اللي معلمه مع الجيل الحالي اللي هو خريجي ناشئي النادي الاهلي اللي هم 87 88 بالظبط، يعني نتكلم على مؤمن زكريا ابرز الناس اللي موجوده على الساحه الرياضيه، نتكلم على ناس كتير يعني، فاحكي لي بقى ايه اللي حصل؟ بص انا بدايتي كنت بلعب في نادي النيل. تمام طبعا. حلو. كابتن عماش طبعا انت عارف طبعا. طبعا. فكان عندنا زمان ده النيل ده كنا بنسميه اهلي بيه. تمام. فكنا عندنا ماتش بنعمل على طول ماتشات وديه. مظبوط. فكان عندنا ماتش مع الاهلي، ماتش ودي في ميت نصر. فكنت من المحظوظين يعني اللي مستر كروفر اختارهم ان انا انضم للنادي. بس صعب ان مستر كروفر كده يختار لاعب كده وسط يعني لعيبه كتير، كان دايما عينه بتعرف تقع على اللاعب الصح، بتعرف تجيب يعني هو عينه بتعرف تجيب لعيبه، وكان بيحب اللعيبه الصغيره القليله في الجسم شويه، القليله في الجسم وعندها أيوه مهاره بالظبط. يعني انت عبد الله كنت بتلعب مساك، كنت بتلعب باك رايت، كنت بتلعب في نص الملعب، لكن كان وباك ليفت يعني لعبت في كل المراكز الدفاعيه اعتقد بس كان بيميزك ان انت لعيب كوره
فانا اعتقد ان مستر كروفر كانت تهمه الحته دي بالظبط. هو كان انت كنت عايش معانا في القطاع الناشئين فعارف الدنيا ماشيه ازاي. لا مستر كروفر كان بيحب الاجسام القليله شويه والمهاريين ولاعيبه الكوره اللي هم عندهم كوره فاهم. فكنت يعني من المحظوظين ان هو اختارنا في الوقت دوت يعني. وتطورت على ايده طبعا كابتن بدر رجب انت عارف طبعا وكابتن وهبه وكابتن محمد سيد كنت على يعني مجموعه يعني انت حظك ان انت يعني انت حظك غير ان كان موجود معاك مستر كروفر كان موجود معاك مدربين مصريين على اعلى مستوى حتى كلهم دلوقتي يعني قامات في عالم التدريب طبعًا. ومميزين في عالم التدريب سواء في الشباب او الفريق اول او الناشئين طبعا انت من كان معانا في المدرسه غير بقى قطاع الناشئين كان معاك كابتن بدر رجب كابتن محمد السيد كابتن علاء ميهوب كابتن عادل عبد الرحمن كابتن محمد وهبه يعني مجموعه ما شاء الله الله اكبر يعني كلهم تقال طبعا حاجه كبيره جدا يعني قامه كبيره جدا 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 يعني في كره القدم يعني فده ساعد برضو مع مستر كروفر ده ساعد ان الحمد لله بدانا وانت كنت معانا مع كابتن علاء ميهوب في اول سنه لنا في الدوري الممتاز يعني طبعا كابتن علاء واحد من المدربين اكيد اللي ليهم يعني بعض المواقف طبعا لكن طبعا عايز اقول لك يا عبد الله ان يعني النادي الاهلي ولعبك في قطاع الناشئين اكيد كان حلم بالنسبه لك انك تكون موجود في الفريق الاول طبعا في يوم من الايام تكون موجود في الفريق الاول طبعا. طيب في الفتره اللي انت كنت موجود فيها مين من اللعيبه اللي كانوا موجودين في الفريق الاول اللي كانوا دايما بيشدوا انتباهك كنت نفسك تبقى زيه كان مثل اعلى بالنسبه لك كان وما زال احمد فتحي طبعا احمد فتحي حتى كان بالرغم من ان السن قريب لكن السن قريب بس مثل اعلى بالنسبه لي طبعا احمد فتحي حتى لما كنت موجود كنت انا وهو يعني قريبين شويه من بعض كان كنا بنبدل على طول اماكننا مع بعض يعني شويه انا بلعب في نص الملعب وهو باك رايت شويه تلاقينا في نص الماتش تلاقي كابتن حسام راح مبدل راح يرجعني انا باك رايت ومرجع احمد فتحي في نص الملعب فاهم. فكان لا يعني احمد فتحي ده يعني حاجه ما شاء الله الله اكبر يعني ربنا يبعد عنه الاصابات ويديله الصحه يعني. شايف ان احمد فتحي وجوده عدم وجوده في منتخب مصر ليه علاقه بمعدل الاعمار؟ ما اعتقدش يعني انا ما اعتقدش احمد فتحي يعني حتى لو معدل الاعمار احنا بنتكلم على ان هو عايز ينزل بمعدل الاعمار حتى لو نزل والمجهود البدني اللي بسم الله ما شاء الله فتحي بيعمله بالزبط. في الملعب قادر ان هو يكون موجود طبعًا. في منتخب مصر لا طبعا يعني احمد فتحي يعني السن بتاعه مش كبير قوي كان اعتقد ان هو 34 سنه بس ما شاء الله الله اكبر قوه بدنيه يمكن اعلى من ناس كتير قوي عندها 22 و23 و25 سنه. ايه اللي حصل بقى عشان تطلع فريق الاول؟ ايه اللي حصل؟ هل من فرق الشباب؟ هل حصل تجمع لمنتخب مصر فاخذ لعيبه من الفريق الاول فانت تم تصعيدك وبعد كده اثبت وجودك ولا ايه اللي حصل؟ لا كان في سنه من السنين طبعا كل سنه بتحصل النادي الاهلي بياخد البطوله قبلها بست اسابيع سبع اسابيع. فكانت في سنه كان عندي 18 سنه او 19 سنه. كان مستر مالو الجوزيه خد البطوله قبلها بست اسابيع وكان حب يريح اللعيبه اللي ايه الاساسيه اللي لعبت الماتشات كلها وكمان هو خد اجازه وسافر فكان المسؤول عن الفرقه كابتن حسام البدري تمام كابتن حسام البدري من الناس من واحد من الناس اللي مربيني ومن وانا صغير تمام فكان طبعا الفرقه الاساسيه كلها ريحت كان 11 لعيب او 12 لعيب ريحوا فكان طبعا في نقص فتم تصعيدي بقى من كابتن حسام بدري اخر ست ماتشات في الدوري كان معاك مين فاكر؟ كان معايا مين من الناشئين؟ كنت طالع انا احمد عبد الرحمن كان معايا احمد عادل عبد المنعم احمد عادل طبعا محمد سمير ومصطفى طلعت وكان محمد عبد المجيد وشبيطه لا ما طلعش شبيطه كان ساعتها في الوقت ده كان في اعرف اسمنت السويس هو بوبو فاهم؟ اسامي طبعا يعني ما بفتكر لعبت الست ماتشات دول لعبتهم كلهم كان السويس والجيش ويعني حاجه كده فلعبت الست ماتشات دول وعملتهم كويس الحمد لله فلما مستر نوان رجع سال طبعا فعرف اللي حصل كله وشاف الماتشات وكده فطلعنا طلعت معاه المانيا معسكر المانيا الاعداد للفريق الموسم الجديد بالظبط فطلعنا عملنا معسكر كان معسكر 20 يوم فطلعنا عملنا معسكر وكنا ماشيين كويس وكده فبس العدد كان كتير قوي كان كلهم نجوم كبار وحاجه فكان العدد كان كبير فكان خد قرار ان احنا ننزل ناشئين كلنا فلما خد القرار ده كنت انا ساعتها جاي لي فرق كتير في الدوري الممتاز بالظبط فكان رحت كان كابتن حسام طبعا مدير الكوره فرحت اتكلمت مع كابتن حسام قلت له يا كابتن خلاص طالما يعني انا هنزل ناشئين استاذنك انا ممكن اطلع اعاره السنه دي انا استفاد والنادي يستفاد ان انا استفاد ان انا باحتكاك دوري ممتاز ليا اول سنه والنادي يستفاد ماديا وانا محتاج يعني ان انا اطلع فقال لي خلاص شوف العرض اللي جاي لك وقدمه للنادي
ونشوفه يعني. فبتوع الشرطه كلموني فقلت لهم خلاص قدموا العرض في للنادي. الشرطه الاتحاد الشرطه الفتره دي كان لسه صاعد، كان لسه طالع، كان عندهم امكانيات ماديه عاليه جدا، كانوا مميزين بالاجهزه الفنيه وبالملعب، حتى الملعب الشهير اللي موجود في الدراسه كمان بالامكانيات الماديه اللي كانت موجوده. بالظبط كده، فقدموا العرض للنادي فالنادي وافق، فطلعت اعاره سنه في الشرطه، عملنا سنه كويسه الحمد لله، سنه محترمه جدا مع كابتن طلعت يوسف، وزي ما انت قلت الملعب عندنا في العباسيه والامكانيات كانت موجوده وكل حاجه كانت متوفره لينا في الشرطه، فكنا عاملين سنه كويسه، فكان اي حد بيخش نادي اتحاد الشرطه بالعباسيه كان بيخسر. كان بيخسر، يعني الفرقه اللي تيجي طبعا تبقى عادل معانا هناك كانت تبقى عملت انجاز. فالحمد لله عملنا سنه كويسه جدا، وعملت سنه الحمد لله محترمه جدا، فسمعت سمعت كويس. فالسنه اللي بعدها على طول مستر مانويل مشي، وكان كابتن حسام البدري هو اللي هيمسك المدير الفني في النادي الاهلي. وبعدين فكان كلمني بقى كابتن قبل كابتن حسام قبل الدوري ما يخلص بثلاث اسابيع، فقال لي انت ما شاء الله ماشي كويس والناس كلها بتتكلم عليك كويس، وانا متابعك وانت ماشي كويس جدا، فانت ان شاء الله عامل حسابك ان انت من السنه الجايه انت معايا في النادي. يمكن كان في مقوله بتتقال لاي حد بيخرج من النادي الاهلي، ان في لما انت بتلعب في النادي الاهلي انت بتهاجم اكتر ما بتدافع، الفرقه كلها بتدافع قدام. بالظبط. ففي الفرق الثانيه العمليه بتبقى محسوبه او بتبقى في تعليمات من المدير الفني، هل المقوله دي صحيحه؟ لما تلعب في الاهلي بيبقى مثلا وجودك كباك رايت او باك ليفت او نص ملعب او مساك، الضغط الهجومي عليك بيبقى قليل؟ في معظم الاحيان الضغط بيبقى قليل، يعني او يعني في فرق. عايز اقولك حاجه ثانيه، هقول لك بلغه ثانيه. طب قول. هل اي حد بيخرج من النادي الاهلي بيلعب في نادي غير نادي الاهلي بيتكشف او ممكن دفاعيا لو هو مش قوي يبان عليه؟ ممكن. صح؟ ممكن، لان الاهلي ما يعني زي ما انت قلت الفرق مش 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 معظم الفرق، يعني فرق معينه اللي تقدر تهاجم النادي الاهلي، مش فرق كلها بالزبط. يعني فرقه او فرقتين في الدوري يقدروا يهاجموا النادي الاهلي. فبالتالي الضغط بيبقى على النادي او على المدافعين او على نص الملعب بيبقى كتير. في ناس لما بتخرج بره النادي طبعا الضغط بالنادي الاهلي بقى الزمالك انبي اسماعيلي اي فرقه، فلو ما عندوش الحته الدفاعيه كويس زي ما انت قلت بيتكشف بالظبط. طيب وانت خارج من النادي الاهلي ايه اللي كان دايما عبد الله بتشوفه بيميزك يعني دون عن بقيه اللعيبه اللي موجوده؟ هل خروجك من النادي الاهلي واحتكاكك مع الفريق الاول وخروجك من قطاع الناشئين وتدريبك تحت مستر مانويل جوزيه، هل فرق معاك لما خرجت بعد كده بقت الامور بالنسبه لك اسهل شويه؟ طبعا فرق كتير جدا، بقت الامور اسهل كتير مش شويه. انت قطاع الناشئين النادي الاهلي فريق اول في النادي الاهلي، تتمرن مع نجوم كبار جدا يعلموك. لما بتخرج بره النادي يعني في المستوى الفني بتبقى انت اعلى شويه من الناس اللي موجوده. الناس دي ما تاسستش كويس زي ما اللي بتاسس، انت عارف تاسيس النادي الاهلي بيبقى عامل ازاي. طبعا. فالناس اللي بره دي ما بتبقاش متاسسه زي ما انت متاسس، المستوى الفني بيبقى اعلى شويه من الناس اللي بره. فلما انت بتخرج بره بتروح نادي تاني في مصر فبيبان الفرق ما بينك وما بين الناس اللي موجوده يعني. عبد الله يمكن احنا لعبنا في وقت كانت السوشيال ميديا كانت معدومه، ما كانش في سوشيال ميديا، ويعني انا بتكلم حتى واحنا صغيرين ما كانش في حتى ماتشات بيتم اذاعتها لينا ولا كان في اهتمام اعلامي، كان يا دوبك مجله الاهلي اول صفحه بالظبط بنشتريها عشان يقرا كتب علينا ايه بالظبط وشويه بعض الدول. هل عبد الله شايف ان السوشيال ميديا ان انت لو موجود في الزمن دلوقتي بنتكلم ان انت في بدايه عمرك من العشرينات، هل كانت تفرق معاك؟ يعني انت شايف السوشيال ميديا بلغه الكوره بتصيط اللعيب قوي حتى لو بيلعب في الاهلي يعني اكتر؟ طبعا يعني الموضوع كان بتفرق كتير قوي 100% او ممكن ازيد من 100% كمان. في لعيبه تاني بره النادي الاهلي لما السوشيال ميديا مثلا بتركز معاها او بتتكلم عليها شويه لا بتفرق بتفرق معاك، بتسمع مع الناس اللي بره، الناس بتبدا تتكلم، واحد بيتكلم يقول لك مثلا ده في ده في كذا ده في كذا ده في كذا. لكن زي ما انت قلت احنا لما كنا بنلعب ما كانش فيه يعني يا دوب هي مجله الاهلي فعلا كنا بنجيبها بنشوف الصفحه بتاعت الناشئين نشوف اسمي مكتوب اتقال عليا ايه ما اتقالش عليا، ورا الراجل اللي بيصور الماتش عشان ناخد بس بالظبط. فلكن دلوقتي لا مختلفه تماما، يعني دلوقتي يعني الدوري كله متذاع، اي حد بيتشاف، الدنيا مفتوحه يعني تمام. هل كان عندك طموح من وانت صغير ان انت تحترف خارج مصر ولا الامور كانت محسومه بالنسبه لك؟ وجودك في مصر كان شيء مهم بالنسبه لك، انت عارف انك دايما في مقوله كده تتقال ان اعمل لنفسك اسم جوه مصر
علشان الموضوع يكون سهل بالنسبه لك، لكن لو سافرت بره وانت صغير رجوعك لمصر وانت لعبت دوري ممتاز هيكون صعب. هل جه في بالك التفكير ده، ولا بالنسبه لك كانت مصر هي الاساس في الفتره الحاليه اللي انت كنت موجود فيها؟ كان في الفتره اللي انا كنت موجود فيها كنت عايز اعمل اسم ليا الاول في مصر قبل ما اسافر. تمام. فانا كنت محتاج ان انا اشد حيلي شويه، اتمرن كويس، اعمل ماتشات كويسه عشان خاطر الناس تعرف عبد الله فاروق، عشان لما اسافر تبدا تساعدني في حياتي بره يعني. فكان الاحتراف طبعا حاجه ما جالكش، ما حدش، ما كانش في فرصه ولا حد كلمك، ولا كان في اتصال ما بينك وبين اي وكيل لاعبين ان انت تاخد فرصه، ولا انت اكتفيت بوجودك في مصر؟ كنتش بحب وكاله. ما بتحبش ها؟ كنتش بحب الوكاله خالص يعني. حتى معظم الايام اللي كنا موجودين فيها الوكلاء ما كانش فيه، كان هم قليلين يعني بالظبط فاهم. انا يعني اعتقد ان انا العشر سنين اللي انا لعبتهم في النادي ما كنتش ماضي مع وكيل خالص. انت كنت يعني كنت بتتعامل بالقطعه وبتتعامل مع النادي منك ليه؟ اه يعني بتعامل مع الـ 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 مع مع الاسم اللي انا عملته في النادي الاهلي او الاسم اللي عملته في الشرطه. يعني دي كانت مساعداني شويه الحمد لله. الواحد عمل اسم كويس، سمع كويس في الدوري، فانا كنت بتعامل على الاساس ده، ما كنتش بتعامل مع وكلاء كتير يعني. يعني اكيد طبعا 10 سنين في الدوري الممتاز ولعبك في النادي الاهلي، ويمكن يعني اتمرنت تحت مستر مانويل جوزيه، وكلنا بنسمع عن مانويل جوزيه ان هو كان مدير فني قوي الشخصيه. يعني في الفتره اللي ممكن تكون كنت موجود فيها تحت قيادته مانويل جوزيه، بقى ايه الاكثر تلخصوا لي كده النقاط الايجابيه اللي انت كعبد الله فاروق وانت خارج من الاهلي قلت اه فعلا الراجل ده من انجح المدربين اللي دخلوا النادي الاهلي؟ لا مستر مانويل، لا يعني زي ما انت قلت شخصيته قويه جدا. ما شاء الله اللعبه كلها بتحبه، اللعبه كلها بتسمع الكلام، اللعيبه كلها لازم تنفذ اللي هو بيقوله. يعني انت مثلا في ماتش وبديل ونازل قال لك مثلا انا عايزك تعمل لي كذا كذا كذا، ونزلت ما عملتش اللي هو قال عليه، عقابه شديد جدا. بس من غير عصبيه ولا نرفزه؟ لا لا خالص، بيعرف كده. اه بالظبط فاهم. عقابه شديد يعني، ممكن يقول لك مثلا انت اسبوعين مع الناشئين، مره مع الناشئين اسبوعين فاهم. فبيخليك انت لا مش يعني لازم بالظبط، لازم انفذ اللي هو بيقول عليه، لازم اركز كويس جدا في تمرينه، لازم اركز في الماتشات، لازم الحاجات اللي هو بتقال اللي بيقول عليها لازم تتنفذ. فعلى طول مخلي اللعيبه اللي موجوده اللي بيلعبوا واللي ما بيلعبش واللي بره كله لازم بيبقى مركز في حاله تركيز، حاله تركيز تامه يعني. لعبت كم ماتش ناشئين اهلي وزمالك؟ ناشئين لعبت ما اعتقد الماتشات كلها يعني. كان لعبت تقريبا في اهلي مدينه نصر كان الملعب، لعبت في التتش، لعبت في حلم زمور، ولعبت في نادي الشمس. تمام. طيب اكيد طبعا طبعا الموضوع مختلف عن اول مباراه ليك اهلي وزمالك مع الفريق الاول. طبعا وجود جمهور، الملعب كله مليان. طبعا مباراه القمه دي بطوله لوحدها. يعني عايز اعرف منك كده شويه اسرار عن اول مباراه ليك، احساسك كان عامل ازاي ليله المباراه؟ الحاجات دي على فكره يعني لعيبه الكوره بس هي اللي بتكون حسب الاحساس ده. ليله المباراه متنشن لما عرفت انك هتكون موجود، انك في السكور، هتلعب ولا مش هتلعب، يعني خلال بقى احداث المباراه مين كان بيلعب عليك، الحاجات دي كلها بقى يعني قول لي على الكواليس اللي كانت موجوده. بص هقول لك، انا في اول ماتش ليا اهلي وزمالك كنا في المعسكر 18، احنا كابتن حسام على طول بياخد 18 او 19 لعيب كتير قوي. فقبل الماتش بيوم كابتن حسام ناداني في الاوضه بتاعته فقال لي ايه الاخبار وعامل ايه وبتاع، قلت له تمام يا كابتن. قال لي ايه مالك خايف؟ قلت له لا لا خلاص يا كابتن مفيش حاجه يعني، انا عادي يعني مفيش مشكله يعني. فقال لي طب انا لو بدات بكره تبقى قد المسؤوليه؟ قلت له اظهر ابيض. فعارف اللي هو انا عارف ان هو خدت ايه مثلا، بصيت له كده شويه وتنحت قدامه. فلو بدات بكره، فقلت له ان شاء الله كابتن هبقى قد المسؤوليه. كان عندك كام سنه عبد الله؟ كان عندي ساعتها 21 سنه او 20 سنه وشويه فاهم. ف قلت له ان شاء الله يا كابتن هبقى قد المسؤوليه يعني، انت عارف ان انت اللي مربيني وعارف ابنك بيبقى عامل ازاي وعارف الدنيا ماشيه ازاي، فانا الحمد لله ان شاء الله قد المسؤوليه يعني. فراح قال لي طيب عشان انا بفكر ابدا بيك بكره ان شاء الله، تلعب تبقى موجود في نص الملعب مع حسام عاشور ومش عارف ايه، وقعد يتكلم معايا شويه وكده. فلو انا خرجت من الاوضه بتاعت كابتن حسام دي اللي انا مش مصدق يعني، فعلا انا مش مصدق انا يعني بكره هبدا ماتش اهلي وزمالك، وكان ساعتها طبعا الجمهور كله مليان وبتاع طبعا. ففرحه غير طبيعيه، تركيز بقى وفرحه وحاجه. كمان معاك في الاوضه، بص بسالك اسئله اللي هي ايه انت عارف فاكر ولا لا، عشان بتفرق قوي يعني فاهم. اللي معاك في الاوضه ده فاهم يا اما ايه؟ كان شكري. كان شكري ما كانش بادئ.
كان شكري كان لا ما كانش بادئ في الماتش، كان شكري معايا. كنت انا وشكري كنا انا اللي هو يعني اعتقد الاثنين اللي كان لسه سننا صغير اللي موجودين في الفرقه اللي موجودين في ال 18 اصلا السكور يعني. فقلت له انا شكري بكره بادئ، فبقول له انا بادئ بكره، عايز انام بدري ومش عايز دوشه بقى. فاللي هو شكري لا يعني، وشكري قال لي طب خلاص ونلتزم وننام بدري وكل حاجه تمام وبتاع. فلو احنا قفلنا الاوضه خلاص وقفلنا التلفزيون وهننام بدري تماما مفيش مشكله وبتاع، بس اللي هو انت عارف ان هي مع السرير عمال ايه، عمال تفكر، عمال افكر، عمال مين اللي لعب عليك او كنت بتلعب على مين في نص ملعب نادي الزمالك؟ كان حسن مصطفى وكان ميدو كان بينزل يستلم في نص الملعب، وكان ساعتها مرغني باين. تمام، يعني طبعا يعني اكيد طبعا حسن مصطفى اسم كبير في كره القدم، كان منتقل يعني للزمالك، كانت مباراه صعبه اكيد طبعًا. كانت مباراه صعبه. عارف عايز اقول لك ان انا واحنا نازلين نسخن كنت انا واحمد السيد اول اثنين نازلين، فاللي هو انا يعني نازل كده المظله طبعا اللي احنا من الاوضه دي، فبتنزل على الملعب، فلسه بحط رجلي كده، فالجماهير شافت التيشيرت الحمراء وهي نازله تسخن، فعايز اقول لك صوت بقى خلاني رجعت خطوه ورا كده اللي هو فاهم يعني، يعني رجعت خطوه ورا اللي انا ايوه طبعا هو جسمي اشحر وقلق كده وبتاع، بس بقى عارف اداني دفعه معنويه مش طبيعيه طبعا. وجود الجمهور، لسه كنت اسالك الجمهور بقى احساسك في الملعب ايه؟ عملت ماتش في حياتي انا يعني ما مش عامل زيه، كنت كويس جدا. عارف الجمهور بيديك باور غير طبيعي طبعا. طب عبد الله فرقت معاك في الماتش الثاني بتاع اهلي والزمالك اللي لعبت بيه؟ يعني لعبت اول مباراه والرهبه راحت بالظبط منك، فبالتالي المباراه الثانيه بالنسبه لك بقت عادي جدا؟ بقت عادي خالص، ما فيش اي تنزل تسخن عادي ما فيش مشكله، والجماهير بتندي عليك وتروح تحيي الجماهير وثقه تماما موجوده تماما وبتاع، يعني كل الامور كانت في الماتش الثاني كانت اهدى كتير من الماتش الاولاني. طب لما لعبت بقى قدام الاهلي، يعني لما انت دلوقتي بنتكلم اهلي وزمالك، لما خرجت من الاهلي اول مباراه فاكر كانت قدام مين؟ يعني لعبت مع الشرطه، كانت امام النادي الاهلي، ده كان اول ماتش في الدوري، كان اول ماتش. الاحساس بقى مختلف يعني طبعا. الاحساس مختلف طبعا، الموضوع اكيد صعب عليك، لكن في نفس الوقت انت كنت اعاره، فبالتالي عايز تثبت نفسك طبعا لمستر بانو الجزيل لما كان موجود، فكان الدافع كبير. فاكر المباراه بقى كانت السيناريو بتاعها ماشي ازاي؟ لعبت ايه في المباراه؟ كنت بلعب ديفندر اللي هي السنه الاعاره اللي انت بتتكلم فيها. السنه الاعاره لا، دي كانت في ماتش المقاولين في الملعب المقاولين. كان الاهلي لسه راجع من اليابان، واخد التالت اليابان، كان فايق مفيش شوقان بعد كده بقى، وكسبنا الاهلي 1-0 ساعتها. طب ايه بقى يعني كان كابتن طلعك يعني، هما كان طبعا راجعين فايقين، كان احمد حسن وبركات وابوتريكا طبعا كباب الكبار مع احترام وفتحي ويعني وما شاء الله يعني حاجه، كابتن عماد النحاس فطبعا يعني فكان كابتن طلعت يوسف ساعتها كنا قال لنا الحل الوحيد للفرقه دي ان احنا نلعب مان، كل واحد مع واحد، فكنت انا واخد بركات مان، كان حسام واخد فلافيو مان، كان ديودار واخد ابوتريكا مان، يعني فاهم خلاص يعني فاهم اللي هم مسكنا الاربعه اللي قدام دول كل واحد مان وخلاص بقى وهاجم يعني. فاحساس لا احساس مختلف ان انت تلعب مع الاهلي غير ان انت تلعب قدام الاهلي، دي حاجه ثانيه خالص يعني. بس اكيد طبعا طب يعني بس اكيد طبعا فاكر انك انا فاكر انك عملت مباراه يعني على ما اتوقع ان المباراه كانت قويه، عملت رد فعل جيد، وبعدين هو ده الميزه والانتماء في ولاد النادي الاهلي، ان هم دايما لما بيكونوا موجودين في اي مكان لازم بيخلصوا في عملهم، يعني موجود في النادي الاهلي هتموت نفسك، موجود في الشرطه في المقصه في الاتحاد في اي نادي موجود هتعمل اقصى حاجه عندك. بالظبط هو ده اللي اتربينا عليه، والامانه اللي بتبقى موجوده في اي مكان في الدنيا ده اللي اتربينا عليه. يعني انت معانا في القطاع الناشئين كله من الناشئين لحد الشباب، ده اللي متربين عليه ان انت لازم تخلص في المكان اللي انت فيه. يعني انا بلعب في الشرطه قدام النادي الاهلي اللي هو بيتي اللي انا اتربيت فيه واللي انا عشت فيه اكتر ما عشت مع اهلي، لكن لا اللي انت اتربيت عليه جوه النادي بيحتم عليك ان انت لازم تعمل ماتش كويس وتخلص للتيشيرت اللي انت لابسها طبعا. اكيد طبعا. لكن عبد الله يعني بعد ما خلصت مشوارك الكروي، يعني قرارك ان انت تخش المجال التدريبي، هل كان في اكتر من فرصه او اكتر من مجال ان انت تكون موجود في حته ثانيه، تكون موجود مثلا في المجال الاداري او المجال الاعلامي، ولا المجال التدريبي بالنسبه لك انت ما كنتش شايف غيره؟ لا انا بحب الكوره قوي بصراحه زياده يعني، فانا عايز ابقى موجود في الملعب بصراحه. فلا المجال التدريبي هو اللي انا اخترته وكنت مبسوط ومبسوط جدا بيه ويعني لا انا مش شايف غير المجال التدريبي بصراحه، لان انا بحب الكوره وعايز ابقى موجود في الملعب مع اللعيبه بتاعتي مع الجهاز اللي موجود معايا،
محتاج ان انا ابقى موجود في الملعب. مش شايف ان في كثره الاكاديميات والمدربين اللي موجودين في قطاع الناشئين دلوقتي مصعب الموضوع شويه ان بقى في 50 مدرب و50 اكاديميه، ولا الموضوع بالنسبه لك ان انت قلت هبدا من الرخصه سي ولازم ابقى موجود في مكان بعديها واخد خبره وبعديها لو ليا فرصه اروح النادي الاهلي عشان طبعا ده بيتي اللي اتربيت فيه، وفي نفس الوقت يعني السي في بتاعك لما يكون مكتوب مدرب في النادي الاهلي بتفرق معاك كتير. طبعا تفرق معايا حد ان انت مدرب في القطاع الناشئين في النادي الاهلي، دي تفرق معايا حد. انت خلصت واخدت رخصه سي اساسيه، الاساسيه بعد كده رخصه سي والبي. اشتغلت يعني اشتغلت كتير على نفسي وخدت الرخصه واشتغلت في لما خلصتش اشتغلت في دجله على طول. اشتغلت في دجله على طول، اول ما خلصت اول ما بطلت خدت قرار اشتغلت في دجله. قعدت حوالي 6 شهور او 7 شهور في دجله لحد الموسم دوت. قبليها طبعا كنت انا كلمت كابتن زيزو، كابتن عبد الشافي طبعا ده واحد برضو من اللي مسكوني في قطاع الناشئين في النادي الاهلي واللي ليه بصمه كبيره جدا عليا في حياتي يعني في حياتي الشخصيه. فاتكلمت معاه وقلت له يا كابتن انا خلاص خدت قرار ان انا عايز اعتزل وبتاع، فانا محتاج ان انا او عايز ان انا ابقى موجود في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. قال لي خلاص يا عبد الله تعالى لي النادي وهات لي الورق بتاعك وان شاء الله لو في نصيب بيبقى ان شاء الله خير يعني. فرحت قعدت مع كابتن زيزو في النادي وقدمت الورق بتاعي لكابتن زيزو، والحمد لله ربنا كرمني يعني ان انا قدرت ابقى موجود في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. اللي انت زي ما انت قلت وانت بدات كلاعب كوره في قطاع الناشئين وان شاء الله تبقى بدايه كويسه ليا وانا مدرب في قطاع الناشئين النادي الاهلي واقدر اعمل اللي انا عملته وانا لعيب كوره ان شاء الله. طيب يعني النادي الاهلي وقطاع الناشئين احنا عارفين ان الفتره برضو الحاليه اللي موجود فيها يعني الاكاديميات واللاعبين يعني الناشئين الكتير والمدربين اللي موجودين، هل انت شايف او ايه اللي اكتر حاجه بتميز اكاديميات وقطاع ناشئين النادي الاهلي عن بقيه الكوره في مصر كلها؟ طول عمرنا في قطاع ناشئين النادي الاهلي، في النادي الاهلي عامه في قيم مبادئ ماشيين عليها، في نظام ماشيين عليه، في سياسه ماشيين عليها. انت حسيت الكلام ده لما انت دخلت جوه المنظومه؟ طبعا. الاول انت كنت بره، كنت لاعب مش مدرب. بالظبط. دلوقتي انت لما دخلت بقيت مدرب، في نظام ماشي عليه، في سياسه ماشيه عليها، في القيم والمبادئ بتاعتك يعني. حتى لما جينا بدانا السنه دي كابتن فتحي قعد معانا قال لنا واحنا يعني نركز في كلامنا، عايزين نركز مع الاولاد بروح الفانيله الحمراء بتاعت النادي الاهلي. لازم تغرس فيهم من دلوقتي روح الفانيله الحمراء اللي احنا اتربينا عليها واحنا صغيرين. يعني واحنا صغيرين زي ما قلت لك كان معايا مدربين كبار جدا طبعا، كانوا مسكوني مدربين كبار طبعا، فغرزوا فيك الحته اللي هي روح الفانيله الحمراء اللي انت بتلعب عليها. فلازم دلوقتي وانت مدرب فاللي انت استفدته من المدربين الكبار دول لازم تغرزه في الاولاد اللي موجوده دلوقتي. فطبعا لا السياسه والنظام اللي احنا ماشيين عليه في النادي لا مختلف تماما عن بقيه الانديه. حاجه محترمه جدا، في نظام، في كل حاجه موجوده في النادي، العوامل اللي بتساعد على النجاح موجوده جوه النادي. فلا يعني الحمد لله الحاجه يعني النادي السياسه بتاعته ماشيه وان شاء الله ربنا يخلينا نكملها على خير كده ان شاء الله، ونفضل ماشيين بالسياسه دي لحد ربنا ما يكرمنا ان شاء الله ونقدر نعمل حاجه للنادي. يعني مواليد 2008 تقريبا بنتكلم في 10 سنين عمر الناشئ، يعني ايه الصعوبات اللي ممكن تواجهك كمدرب او كمدير فني في العمر الصغير من الشباب او الناشئين اللي موجودين او البراعم في السن ده؟ ايه اللي انت ممكن تلاقيه صعب بعد كده، او ايه اللي انت بتلاقيه ممكن يكون بتاسسه فيحتاج منك مجهود لكن بعد كده الناشئ يخرج او يكبر فيلاقي الموضوع انا في الاول تعبت بس دلوقتي انا اتاسست صح وفعلا بقيت اصلح ان انا اكون موجود في النادي الاهلي، او لو خرجت من الاهلي الاقي 50,000 نادي بيكلموني؟ بص هو ما في يعني ما فيش حاجه صعبه. لو انت قدرت تخلي الولاد اللي هم الصغيرين دول 10 سنين و9 سنين والحاجات دي يحبوك ويسمعوا كلامك هتلاقي كل حاجه بالنسبه لك سهله. فانت بالاول بتلعب على حته ان الولد لازم يحبني، لازم ياخد يبقى واثق فيا، يقدر يسمع الكلام، لان هو لما يحبك هيسمع كلامك. فلما يسمع كلامك يقدر ينفذ اللي انت بتقوله، الكلام اللي انت بتقوله كله فيقدر ينفذه. فلما يعني هو حبك خلاص تمام مفيش مشكله في النقطه دي، فتبدا بقى تعمل فيه اللي انت عايزه، تشكله زي ما انت عايز، زي ما انت شايف، تبدا تشكله، تبدا تغرس فيه الروح في النار الحمراء، تبدا تشتغل معاه على نقط القوه بتاعته وعلى نقط الضعف بتاعته تقدر تقويها له. فلا يعني طالما هي اهم حاجه في السن الصغير ده ان الولاد تحبك.
بس بص عبد الله، كان في دايما مقوله كده او حاجه بنشوفها، ان انت وانت يعني انت اكيد في اول موسم حضرت الاختبارات اللي كانت موجوده كلها. طبعا عينك كمدرب او عينك كسكاوت او ككشاف لاعبي كره قدم بتشوف كده بعينك، اه ده ينفع لنادي الاهلي، لا ده ما ينفعش، ممكن يكون لاعب كويس لكن ما ينفعش للنادي الاهلي. ايه اللي بيخليك او ايه اللي بيخلي مدير فني يقول ده ينفع للنادي الاهلي وده ما ينفعش للنادي الاهلي؟ كامكانيات لعيب، كحتى هو صغير شخصيته، من طريقه مسكه للكوره، الحاجات دي كلها. يمكن ما فيش ناس بتركز في النقط دي، ممكن ولي امر يجي يقول لك انا ابني لعيب كويس، بس في نفس الوقت انت شايفه كمدرب ممكن يكون موجود في حته وشويه ويجي يختبر تاني. فايه اللي بيخليك انت كعين عارف الكلام ده؟ في الناس اللي بتجينا بتبص فيهم الاول على المهارات الفرديه بتاعته الاول. في برضو في ناس في معظم من الاولاد بيبان عليهم الحته اللي هي الايه، اللي هي الخلقية الأول، اللي هي طبعا السلوكيات والأخلاقيات ده مهمة طبعًا. جدا طبعا فبيبان عليهم، فأنت بتاخد أنت وأنت قاعد بره بتاخد بالك من الحتت دي، الشخصية داخل الشخصية الملعب. بتاعته، الأخلاق بتاعته، المهارات الفردية، إيه اللي أنت محتاجه في الفرقة بتاعتك. يعني أنا مثلا في فرقتي أنا محتاج واحد في نص الملعب، فمحتاج لي قوام معين أو محتاج لي حاجات معينة، فببدأ أبص عليها في الناس اللي موجودة. ببدا اشوف يعني هو لعيب كويس، بس انا يعني اللي شايف ان انا اللي عندي احسن منه، فمش هيقدر يفيدني في المرحله الجايه، ممكن بعد كده يفيد، لكن دلوقتي في المرحله دي انا مش محتاجه. هل الاكاديميه يا عبد الله اي حد مثلا لم يوفقه الحظ ولم يحالف الحظ فيه ان هو يكون موجود في قطاع الناشئين، هل انت شايف ان وجوده في الاكاديميه مهم؟ طبعا. علشان طبعا احنا ايه يعني في كلام كتير، لا ده انا هوديه فريق فلاني، او في ناس كتير مش رابطه ان الاكاديميه فعلا بتمد وبتصعد لعيبه كتير لقطاع الناشئين. فانت شايف فعلا ان لو لاعب مش موفق في الاختبارات ان هو يكون موجود في الاكاديميه، ومع الوقت ومع تحسن المستوى انتوا كمدربين بتبصوا على الاكاديميات وتختاروا منها اللعيبه المميزه وتاخدوها معاكم في قطاع الناشئين؟ طبعا احنا معانا، انا معايا في فرقتي في ناس طالعه من الاكاديميه. يعني انا اقصد يعني النقطه دي بالذات اتكلم فيها عشان الناس اللي بتقول ان الاكاديميات مش بتصعد لقطاع الناشئين. لا 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 غير صحيح تماما. انا عندي في فرقتي شخصيا انا في ولاد طالعين متصاعدين من الاكاديميه، جايبينهم من الاكاديميه، ولاد يعني مميزين، كانوا مميزين في الاكاديميه، مميزين في الفرقه بتاعتهم، فبناخدهم عندنا في الفرقه، بيعملوا فتره معايشه مع الفرقه اللي موجوده في قطاع الناشئين. لا يعني لو كويس، لا طبعا بيبقى موجود، طبعا بيتصعد كل فتره، بناخد ناس بنبص عليها في بيعملوا فتره معايشه مع الفرقه. فلا الاكاديميه مهمه جدا طبعا، اللي يعني اللي ما حلفوش الحظ ان هو يبقى موجود في قطاع الناشئين لازم يبقى موجود في الاكاديميه، لان مدربين الاكاديميه ومدربين كبيره، مدربين محترمه، هيقدروا يعلموك حاجات كتير قوي انت هتستفاد منها لما تطلع القطاع. فلا احنا كل فتره بنبص، بيجي لنا ناس من الاكاديميه بنبص عليهم ونعمل لهم فتره معايشه مع الفرقه. يعني عبد الله قبل، يعني الوقت بيجري معاك بسرعه، لكن انا عايز اتكلم بما ان احنا بنتكلم على الناشئين وبنتكلم على الشباب، يعني هتكلم معاك في بعض الامور اللي لها علاقه بالكره الاوروبيه شويه. يعني بعض المنتخبات، شفنا منتخب زي هولندا، شفنا منتخب زي المانيا، يمكن المانيا خسرت من هولندا 3-0 امبارح في مباراه قويه جدا. منتخب هولندا بيعيد بناء نفسه من اول وجديد، بدا يهتم بقاعده الناشئين وبدا ان هو يعيد امجاد اوفر مارس وفان برونك هورس وفاندر سار وفان نيستر روي. المانيا خواكيم لوف لسه مصمم على معدل الاعمار الكبير، مصمم على حاجات كتير جدا. شايف انت كواحد دلوقتي ليك تجربه مع قطاع الناشئين، ازاي اي منتخب سواء حتى منتخب مصر، ازاي تحافظ على شكلك او ازاي تحافظ على هيئتك وفي نفس الوقت تحافظ على معدل الاعمار، ما يبقاش كبير قوي فيبقى ما فيش فيه شباب وما فيش فيه جري، وما يبقاش صغير قوي ما يبقاش فيه عامل الخبره. بالظبط، انت زي ما انت بتقول، هو لازم يبقى فيه عنصر الخبره وعنصر الشباب عشان اقدر احافظ على شكل الفرقه بتاعتي او على شكل المنتخب بتاعي، فلازم يبقى عندي الاثنين. لو انت زي ما انت قلت امبارح، ماتش هولندا والمانيا، اعتقد فريق المانيا كلها، منتخب المانيا كله فعلا معدل الاعمار بتاعهم عالي، ما عندهمش عنصر الشباب. تعال بص على منتخب هولندا، غير كل حاجه اتغيرت فيه،
ما شاء الله كلهم معدل الاعمار بتاعهم اعتقد ان هو ما يزيدش عن 23 سنه كل الفرقه. فيا لا امبارح لو اتفرجت على الماتش هولندا عملت ماتش على المانيا 3-0 مش طبيعي مش طبيعي. يعني في فرق كبير قوي ما بين كان المانيا وهولندا في معدل الاعمار في معدل الجري في الحاجات دي كلها. لا في فرق كبير يعني تفرق كتير. يعني نجح مع منتخب انجلترا انجلترا جاري ساوث جيت عمل اعاده هيكله بالزبط. لفريق انجلترا اهتم ب يعني الشباب واللاعب كمان عبد الله اللي بيعمل مجهود داخل الملعب على الاسم النجم صح. يعني هو اهتم بالمجهود البدني جوه الملعب. وفي يمكن يعني اعمار زي ما انت قلت في انجلترا كمان اعمار مش ممكن يعني معدل الاعمار قليل جدا بالظبط. وعنده برضه معدل عنده ناس خبره يعني عنده في نص الملعب هندرسون ما طبعًا. شاء الله طبعًا. هو اللي بالظبط هو اللي محرك الناس كلها وبقيه الناس عنده معدل اعمار قليل فالمعدل البدني بتاعهم اعلى ومعاهم عنصر الخبره في نص الملعب بيقدر يحرك المعدل البدني ده او بيحرك الشباب فلا موجود هنا موجود الخبره وموجود الشباب فعاملين توليفه كويسه. هاخدك كده لنقط سريعه عشان خاطر قبل يلا. بس مختم كل ميك معاك كل حاجه شايف نادي الاهلي ان شاء الله قادر على الصعود للمباراه النهائيه في بطوله افريقيا عنده المباراه الثانيه ان شاء الله امام فريق وفاق سطيف كسب المباراه الاولى 2-0 هل النادي الاهلي شايف ان هو ان شاء الله من يعني ان شاء الله من نقطه في المجموعه وكان على وشك انه يخرج من دور المجموعات الى المباراه النهائيه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يعني تعرف ان النادي الاهلي بيظهر في المواقف الصعبه يعني فده فبتو وبعدين بطوله افريقيا دي بقت خلاص الحاجه الحلوه بتاعتنا يعني فان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله هيقدروا النادي هيقدروا طبعا ان هم يروحوا يعملوا نتيجه ايجابيه هناك في الجزائر ان شاء الله. طب والدوري شايف الاهلي ان شاء الله قادر ايضا على ان هو يعني حتى مع يعني عايز اقول لك ايه النادي الاهلي اكيد عنده اصابات وعنده طبعا. غيابات هل قطاع الناشئين في النادي الاهلي ان شاء الله قادر على تعويض الفريق الاول بالغيابات لو في اي وقت استعانوا بلاعب من قطاع الناشئين؟ قطاع الناشئين موجود ما شاء الله لعيبه كويسه جدا ومميزه جدا قادرين ان هم يعوضوا طبعا ان شاء الله. فان شاء الله في اي وقت النادي الاهلي هيبقى محتاج واحد من قطاع الناشئين هيبقى موجود وهيسد مكان الموجود وان شاء الله كل حاجه تبقى تمام باذن الله. اخيرا المنتخب يعني وكل. ان شاء الله شايف المنتخب منتخب مصر تغيير جهاز فني مستر كوبر ويمكن الناس ما كانتش راضيه عن الشكل اللي الفريق كان بيأدي بيه لكن النتائج كانت بعض الناس موافقه عليها. اتغير المدير الفني جه مستر اجاري مع كابتن هاني رمزي. كابتن هاني رمزي كان موجود في قطاع الناشئين في النادي الاهلي وموجود مدرب عام. شايف ان منتخب مصر يعني مش بتكلم على صعوده من عدمه لامم افريقيا بس هو ان شاء الله قادر مجموعه سهله ان شاء الله باذن الله. لكن هل شايف ان مستر اجاري بالشكل اللي احنا شايفينه ان منتخب مصر قادر ان هو يعود ل 2006 و2008 و2010 الكره الجميله اللي كنا بنستمتع بيها ولا الجيل اللي كان موجود كان عامل طفره في كره القدم؟ بص هو حظ مستر اجيري كويس جدا لان انت بادئ بثلاث ماتشات اسهل من بعض تمام. فلحد دلوقتي انا يعني مش باين يعني انت عايز نتكلم بعد ماتش تونس بالظبط عايز نعمل ماتش جامد ان تونس تكسب النيجر اللي احنا كسبناها 6 بتكسبها 1-0 فهل تونس مش مقياس ما ده اللي انا بتكلم مش مقياس. فيه مش مقياس مش مقياس خالص يعني انا ممكن اكسب النيجر 6 تونس تكسب 1 اجي العب تونس الاقي تونس شكل تاني خالص شكل تاني خالص قدامي يعني وبعدين ما عارف ان تونس فرقه كويسه فرقه محترمه جدا ما كسبتنا الماتش الاولاني بالظبط كسبتنا 1-0 واحنا كسبنا النيجر 6 وتونس كسبت النيجر 1 ففين ما فيش مش مقياس ان هم ان احنا كسبنا 6 وهم كسبوا 1 او ان احنا كسبنا سويسلاند 4 كسبنا 4-1 ما اعتقدش ان احنا هنروح نلعبهم هناك تلاقي الماتش سهل فاهم بالظبط. طب عايز اسالك سؤال تاني هل انت شايف ان النادي يعني 2006 و2008 و2010 كانت 70% من قوام منتخب مصر كان النادي الاهلي هل انت شايف النادي الاهلي لما بيكون فايق طبعا بتفرق مع منتخب مصر؟ طبعا بتفرق جدا مع منتخب مصر. النادي الاهلي طول عمره بيمد لعيبه لمنتخب مصر معظم لعيب يعني حتى تعالى دلوقتي تشوف التشكيل بتاع منتخب مصر معظمهم محترفين مش الشناوي ايمن اشرف عندنا الاصابات سعد سمير لما يعني كان موجود هم الفرقه كلها لا يعني خلينا في التشكيل الاساسي مرام موجود مرام محسن ايمن اشرف الشناوي بالظبط والباقي كله محترف فلا النادي الاهلي هو طول عمره بيمد المنتخب لعيبه وكلهم بيبقوا موجودين في الفرقه الاساسيه وكلهم بيقدروا يشيلوا المنتخب يعني.
طيب يعني عبد الله شرفتني ونورتني واستمتعت جدا بحديثي والله معاك. يعني انا مش قادر اقول لك انت كنت وحشنا قد ايه، وانا مبسوط جدا ان انا جيت والله وقعدت معاك وشفتك حبيبي عبد الله. عشت يعني عمر بقى. اه طبعا والله، فانا يعني كنت مبسوط جدا ان انا معاك النهارده، وشرف ليا ان انا اطلع معاك طبعا، وشرف ليا ان انا كنت بلعب معاك في الناشئين كابتن عمر. شرف لينا يا عبد الله انك يعني موجود في قناه الاهلي، ودايما انت غريب عن قناه النادي الاهلي ودايما موفق ان شاء الله كده. يعني نستمر معاك لحد ما نشوفك مدرب في الفريق الاول للنادي الاهلي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا كابتن عمر، ربنا يخليك حبيبي يا كابتن. كنا موجودين مع حضراتكم في الفقره الاخيره والجزء الاخير من الاهلي الليله مع المدرب العام لفريق 2008 في قطاع البراعم الكابتن عبد الله فاروق. بكره ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من الاهلي الليله. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.